السلام عليكم مرة تانية يا شباب، أهلا بيكم. أنا أخوكم المهندس مصطفى مجاور، بي إم بي انستراكتور، مدير عمليات ومدير العمليات لمشاريع الحرم المكي الشريف، والمنسق العام لكل مشاريع المسجد الحرام مع مقام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. محاضرتنا النهاردة إن شاء الله بعنوان بي إم بي أوفر فيو، هنتكلم عن إدارة المشروعات، علم الإدارة بشكل عام. How to manage your project professionally، ازاي تدير مشاريعك او مشروعك بشكل احترافي. انا مهندس مدني دفعه 2001، بي ام بي انستراكتور، مدرب ومحاضر في اداره المشروعات، بي ام بي ار ام بي انستراكتور، مدرب ومحاضر في اداره الازمات والمخاطر اللي بتحصل في المشاريع، اي سي بي، مدرب ومحاضر في اداره المشاريع المرنه او المشاريع الرشيقه، الاجايل لو حد منكم سمع عن الاجايل، بيزنس اناليسيس، شهاده محللي الاعمال، بي 3 او وبي ام او سي بي، ازاي حضرتك تنشئ وتشغل، دي شهادات خاصه بمكاتب اداره المشروعات. البي ام او، ازاي حضرتك تنشئ وتشغل وتدير مكاتب اداره المشروعات. 6 سيجما، دي شهاده خاصه بالتحسينات اللي بتحصل على الجوده. تي او تي، دي شهاده تدريب المدربين او تريننج اوف ترينر. معانا النهارده مع اداره المشروعات، زي ما بقول لحضرتك بي ام بي، ازاي تدير مشاريعك بشكل احترافي. في البدايه كده هنتكلم عن مين هي الجهه اللي صدرت لنا علم اداره المشاريع. دي اسمها البي ام اي او البروجكت مانجمنت انستيتيوت، المعهد الامريكي لاداره المشروعات. المعهد ده نشا تقريبا في اواخر الستينات، وكانت نشأته ان هو شاف المشاريع في كل بلدان العالم، كل بلد كده بتدير المشاريع بمزاجها، فقالوا تعالوا نوحد بقى علم إدارة المشروعات ونعمل كتاب. عملوا كتاب اسمه البي ام بوك، زي ما هو باين قدام حضراتكم كده على السلايد، بروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج، بيسموه البي ام بوك. الكتاب ده فيه مجموعه من التوجيهات والارشادات والمعايير وبعض الادوات والاساليب اللي بتساعد حضرتك انك انت تدير إدارة المشروعات بشكل احترافي. طيب لو انا سالت حضرتك في البدايه، احنا بنسمع كل يوم كلمه مشروع، مشاريع، كلمه مشروع، لو انا قلت لحضرتك يعني ايه مشروع، فهتلاقي واحد، هتلاقي حضرتك واقف كده عند تعريف كلمه مشروع، وممكن تلاقي نفسك مش عارف تعبر يعني ايه كلمه مشروع. فاحنا بنقول ان المشروع ده عباره عن، هو التعريف بتاع كلمه مشروع، temporary endeavor to undertake، المشروع ده عباره عن محاولات او مساعي مؤقته عشان اطلع بحاجه من الثلاثه. وانا هقول لحضرتك ليه بنقول عليها مساعي او محاولات مؤقته. يبقى تاني، المشروع عباره عن محاولات او مساعي مؤقته عشان اطلع بحاجه من الثلاثه، يا اما اطلع بمنتج برودكت، يا اما اطلع بخدمه سيرفيس، يا اما اطلع بنتيجه. انا بعمل المشروع عشان اطلع ببرودكت. برودكت يعني ايه؟ اي شيء ممكن اقول عليه برودكت، موبايل، فيلا، بيت، سياره، طياره، قلم، اي شيء ممكن اقول عليه برودكت. فانا بعمل مشروع عشان اطلع بالبرودكت، اطلع منتج، او اعمل مشروع عشان اطلع بسيرفيس زي خدمات المحمول، مثلا الاس تي سي او الموبايلي او الفودافون وموبونيل او مصنع مثلا للامداد والتمويل. بعمل مشروع عشان اطلع بخدمه او اقدم خدمه للناس، او اعمل مشروع عشان اطلع بنتيجه، لو واحد بيعمل بحث عن دواء معين او بحث عن شيء معين في الفضاء، اكيد نتيجه البحث ده ان انا هطلع بنتيجه. اذا انا بعمل مشروع، بعمل مشروع عباره عن محاولات او مساعي مؤقته عشان اطلع يا اما بمنتج، يا اما بخدمه، يا اما بنتيجه. طيب كويس، المشروع ده يا شباب ليه مجموعه من الكاركترايستكس، اللي هي الخصائص اللي لو اتجمعت في مشروع، نقول على الحاجه انها مشروع، او نقول على المشروع انه مشروع لو توفر فيه مجموعه الخصائص دي. اول حاجه في خصائص المشروع ان هو المفروض يكون ليه بدايه وليه نهايه. مفيش مشروع مستمر طول العمر او طول الحياه، وليس معنى ان انا بقول ان المشروع يكون ليه بدايه وليه نهايه معناه ان المشروع ده تكون مدته قصيره. في مشاريع ممكن تعدي العشر سنين وال 12 سنه، زي مشاريع قطار الحرمين، زي مشاريع اللي موجوده في الحرم المكي الشريف والحرم النبوي، مشاريع ممتده ليها اكتر من 10 سنين. لكن في النهايه المشروع لازم يكون ليه تايم فريم، يعني ليه بدايه وليه نهايه. تاني خاصية من ضمن خصائص المشاريع ان البروجكت ده يونيك. يونيك يعني ايه؟ يعني متفرد. حتى لو تشابهت نفس المشاريع ونفس النموذج اللي احنا بنشتغل عليه، الا انه يبقى كل مشروع متفرد بذاته. يعني ايه؟ يعني مثلا لو قلنا ان وزارة الصحة طرحة مثلا 100 مستشفى، او وزارة التربية والتعليم طرحة 100 مدرسة، ال 100 مدرسة او ال 100 مستشفى
حتى لو هم نفس المخططات ونفس الديزاين ونفس كل شيء، الا انه يبقى كل مشروع متفرد بذاته. الشركه اللي نفذت هنا غير الشركه اللي نفذت هنا، المدير المشروع هنا غير مدير المشروع هنا، العماله اللي اشتغلت هنا غير العماله اللي اشتغلت هنا. اذا يبقى كل مشروع حتى وان تشابه النموذج الا انه يبقى كل مشروع متفرد بذاته. الخاصيه الثالثه not an ongoing effort، يعني المشروع غير مستمر، هو ليه علاقه طبعا بالخاصيه الاولى زي ما قلنا اي مشروع بيكون ليه بدايه وليه نهايه. طيب الخاصيه الرابعه من خصائص المشروع ان البروجكت درايف تشينجز، يعني المشاريع بتقود الى التغيير، وده وضع طبيعي ان انا لو ببدا مشروع لسه، طبعا لو في مؤسسه بتبدا مشروع او شركه صغيره حالتها كده على قدها، فنتيجه ان انت بتاخد مشروع وتحقق ارباح وبعدين تخش في مشروع تاني وتحقق ارباح تاني، فاكيد المشاريع نتيجه لتحقيق الارباح بتنقلك من حاجه اسمها الكرنت ستيت الوضع الحالي لحاجه اسمها الفيوتشر ستيت اللي هو الوضع المستقبلي. وضع طبيعي ان انت لو بتشتغل في مؤسسه بدات بقسم واحد او قسمين، نتيجه للمشاريع والارباح بتاع المشاريع بدات تعمل قسم للماليه، قسم للمحاسبه، قسم للمشتريات، فبالتالي المشاريع درايف تشينج، يعني بتقودك الى التغيير، بتنقلك من حاجه اسمها الكرنت ستيت للفيوتشر ستيت. الخاصيه الخامسه من ضمن خصائص المشاريع، ودي اللي معظمنا بيدور عليها، ان البروجكتس انيبل بزنس فاليو كرييشن، يعني المشاريع بيجي من وراها فوائد. الفوائد دي قد تكون تنجبل يعني ملموسه، وقد تكون انتنجبل غير ملموسه. عشان نقول ان احنا نجحنا في مشروعنا المفروض ان احنا نحقق الفوائد الملموسه والفوائد غير الملموسه. الفوائد الملموسه بنقول عليها الفوائد الماديه زي الارباح، احنا بنعمل مشروع عشان نطلع بارباح، فلوس، نحقق ارباح، دي بنقول عليها ماديه. طب المعنويه بقى او الغير ملموسه، ان انا بعمل المشروع عشان اكسب سمعه، احقق علامه تجاريه، ريبوتيشن اللي هي السمعه، تريد مارك، العلامه التجاريه، يكون ليها قيمه في السوق، هي دي الحاجات الغير ملموسه. اذا انا من ضمن خصائص المشاريع ان المشاريع بيجي من وراها فوائد ماديه وفوائد معنويه زي السمعه والى اخره. طيب هي المشاريع دي بتيجي منين يا شباب؟ عندي حاجه اسمها البروجكت انيشيشن كونتكست. هي اصلا المشاريع دي بتيجي من فين؟ يمكن دول الاربع اسباب اللي بيجي من وراهم فكره انشاء المشروع. ان المشروع ده بيجي نتيجه تلبيه متطلبات تنظيميه او قانونيه او اجتماعيه. يعني مثلا لو انا عندي شارع مزدحم بالسيارات او بالمحلات التجاريه، فهنقول ان مطلب عام للناس في المنطقه دي او في الشارع دي ان احنا نعمل دورات مياه عامه للناس في الشارع او في المكان ده. اذا المشروع اللي اسمه انشاء دورات مياه عامه جاي نتيجه مطلب اجتماعي طلبته الناس اللي موجوده في المكان ده. المشروع ده ممكن يجي نتيجه ارضاء المعنيين، ساتسفاي للستيك هولدر، هنفهم بعد شويه يعني ايه ستيك هولدر، اللي هم المعنيين بالمشروع او بنسميهم اصحاب المصلحه. انا المشاريع دي بتيجي، انا عندي مثلا بقدم للناس خدمه زي خدمات المحمول، فودافون او موبايلي ايا كان. الناس دي لازم ليه بتتوسع في مشاريعها؟ يعني الفرع اللي هم كانوا فاتحينه الاول ومساحته كانت صغيره يبداوا يتوسعوا ويعملوا فروع تانية اكبر واخده مساحه كبيره، فبالتالي هو بيعمل مشروع ويتوسع فيه عشان ساتسفاي للعملاء بتوعه، ساتسفاي للستيك هولدر، هو عايز يرضي المعنيين، عايز يوفر لهم وقت، عايز الواحد يدخل الفرع يلاقي فيه عدد كبير من الموظفين، يلاقي الخدمه تتقدم له بسرعه، فبالتالي الشركات دي بتكون حريصه على وقت الناس، فبيعمل المشاريع دي عشان يرضي بيها المعنيين، وهو ده المقصود بساتسفاي للستيك هولدرز. الحاجة الثالثة اللي بيجي من وراها مشاريع، أو السبب الثالث، إنك أنت لازم تغير الاستراتيجية بتاعتك، implement or change business or technological strategies. ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا واللي بيجي من وراها استمرارك في السوق كشركة أو منظمة أو كمؤسسة. يعني لما نيجي نضرب مثال ونقول يا شباب لما مسكنا الموبايلات ولما طلعت الموبايلات والجوالات في الأول ما كانتش في شركة بتقارن بنوكيا. طب هي فين نوكيا الآن؟ نتيجة لأن شركة نوكيا ما غيرتش الاستراتيجية بتاعتها، فبالتالي وقعت في السوق. نوكيا ودت الفرصة لشركة سامسونج إن هي تتخطاها بكتير. الآن وإن كانت شركة سامسونج متماسكة في السوق، إلا أنها برضو بتدي الفرصة لشركة هواوي إن هي تتخطاها، بل تخطتها بكتير، ومبيعات هواوي دلوقتي أكتر من شركة سامسونج بكتير. إذا أنا عشان أستمر في السوق انا لازم اغير الاستراتيجيه بتاعتي عشان اواكب التطورات والتغييرات اللي بتحصل في سوق العمل. ومن هنا بيجي فكره المشروع. يبقى المشاريع بتيجي نتيجه تنفيذ او تغيير الاستراتيجيات بتاعت
العمل بتاعي او نتيجه ان انا عايز اواكب التغييرات اللي بتحصل في سوق العمل. السبب الرابع اللي ممكن يجي من وراء مشروع، انا قلت لحضراتكم في السلايد الاول ان انا بعمل مشروع عشان اطلع بمنتج. اذا لو انا عملت مشروع وطلعت بمنتج والمنتج ده حصل فيه مشكله، فانا محتاج اعمل ترميم للمنتج ده. لو عملت مشروع وطلعت بالمنتج اللي هو مثلا جسر او كوبري، بعد كام سنه لو حصل كراكس او شروخ في الكوبري ده، انا محتاج اعمل ترميم وعالج الكوبري ده. اذا مشروع ترميم الكوبري هو جاي برضو سبب من الاسباب اللي بتخلينا نقول، او سبب من اسباب بدء المشاريع. طيب احنا عمالين نقول البي ام بي او البروجكت مانجمنت او الاحترافيه في اداره المشاريع او الاداره الفعاله في اداره المشاريع، وليها دور كبير جدا الاداره الفعاله في نجاح وفشل المشاريع. طب لو احنا عندنا effective project management، لو احنا عندنا اداره فعاله، ايه اللي المفروض يحصل؟ لو انا عندي اداره فعاله اكيد ان انا meet business objectives، اكيد ان انا هلبي اهداف العمل. هو انا مش بعمل المشروع ده عشان يجي لي من وراه فوائد زي ما احنا قلنا ملموسه وغير ملموسه؟ اكيد لو انا عندي اداره فعاله اكيد ان انا هلبي اهداف العمل واطلع بالفوائد الملموسه والغير ملموسه، واحقق ارباح واحقق سمعه واحقق علامه تجاريه والى اخره. لو انا عندي اداره فعاله هلبي او ساتيسفاي الستيك هولدر اكسبكتيشن، هوصل لتوقعات المالك او العميل او المعنيين بالمشروع. لو انا عندي اداره فعاله هعرف ساتيسفاي الستيك هولدر، ارضيهم واوصل لتوقعاتهم. تمام، وهنفهم بعد شويه يعني ايه توصل لسقف توقعات المالك او للعميل، ازاي انا اوصل لتوقعات المالك والعميل وبالتالي اقدر احقق متطلبات المالك او العميل، وبالتالي هوصل في نهايه المشروع ان انا اوصل لاهداف المشروع واطلع بالارباح الماديه والمعنويه اللي انا اتكلمت عليها. لو انا عندي اداره فعاله المشاريع بتاعتي هتكون بي مور بريدكتبل، يعني اكثر قابليه للتوقع. يعني ايه المشاريع بتاعتي اكثر قابليه للتوقع؟ يعني انا المشروع بتاعي مدته سنه يا شباب، المفروض بقى لو احنا عندنا علم اداره والاداره فعاله والبي ام بي النولج بتاعت البي ام بي اللي احنا بنتكلم عليها اداره المشاريع بشكل احترافي، المفروض لو المشروع مثلا مدته سنه او اثنين او ثلاثه، انا باجي بعد شهر او اثنين او ثلاثه ايا كان واعمل نقطه كده ومن اول السطر اشوف ادائي في الشهرين اللي فات كان عامل ازاي. هل انا في الشهرين اللي فاتوا دول انا ماشي طبقا للخطه بتاعتي؟ يعني المفروض كنت اصرف مليون ريال، لا انا صرف او مليون جنيه، لقيت نفسي في الشهرين دول انا صارف مليون و200، اذا انا بصرف اكتر مما هو مخطط ليه، اذا انا كده متاخر في التكاليف او متجاوز في التكاليف. يبقى اذا انا الاداء بتاعي في الشهرين انا متاخر في التكاليف، الاداء بتاعي في الشهرين، تعالوا يا جماعه يا بتوع التخطيط او الخطه بتاعتي في المشروع، هل انا ماشي طبقا للجدول الزمني؟ يعني اللي انا عملته في الشهرين دول هو مطابق للخطه بتاعتي؟ لا، لقيت نفسي متاخر. اذا هو ده المقصود بالبي مور بريدكتبل، ان المشاريع اكثر قابليه للتوقع، ان انا بعرف الاداء في الفتره اللي فاتت كان عامل ازاي. لا ده انا لقيت نفسي متاخر في الجدول الزمني، لقيت نفسي صارف في التكاليف اكتر مما هو مخطط ليه، اذا بقى انا هتوقع الاداء في الفتره اللي جايه نتيجه معرفتي للاداء فيما سبق. يبقى نتيجه تقييمنا للاداء فيما سبق في الشهرين الثلاثه اللي فاتوا دول، انا بتوقع الاداء في الفتره اللي جايه عامله ازاي. لو انا ادائي في الفتره السابقه انا ماشي طبقا للخطه، فاكيد في الفتره المستقبليه او في الفتره اللي جايه اكيد ان انا همشي بنفس الطريقه، لان انا مش هتفلسف، لان انا ماشي طبقا للخطه بتاعتي وماشي طبقا للجدول الزمني، فاكيد الاداء ده انا هكرره في الفتره اللي جايه. طب لو انا لقيت نفسي متاخر، هل هكمل بنفس الاداء ولا هشوف المشاكل فين وابدا اغير في الخطط بتاعتي عشان ارجع الخطه بتاعتي لمسارها الصحيح؟ هو ده المقصود بالبي مور بريدكتبل. لو انا عندي اداره مشاريع فعاله هتبقى المشاريع بتاعتي اكثر قابليه للتوقع. لو انا عندي اداره فعاله اكيد انكريز تشانسز اوف سكسس، اكيد ان انا هزود من فرصه واحتماليه نجاح المشروع، لان انا فاهم يعني ايه بي ام بي، فاهم يعني ايه اداره مشاريع احترافيه، فاهم يعني ايه الاداره الفعاله في المشاريع، فاكيد عندي سكيلز، عندي انتربيرسونال سكيلز انا كمدير مشروع اعرف ادير بيها المشروع واعمل انتجريشن. هنفهم بعد شويه يعني ايه انتجريشن. فاكيد لو انا عندي اداره فعاله اكيد هزود من فرصه واحتماليه نجاح المشروع اللي انا بشتغل عليه. لو انا عندي اداره فعاله ديليفر ذا رايت برودكتس ات ذا رايت تايم، اكيد ان انا هسلم المنتج بتاعي، مش احنا قلنا ان احنا بنعمل مشروع عشان اطلع بمنتج؟ فلو انا عندي اداره فعاله اكيد ان انا هسلم المشروع في الميعاد اللي احنا موقعين عليه العقد، التسليمات بتاعتي اكيد هتتم وفقا للخطط بتاعتي وهسلمها في المواعيد اللي احنا متفقين عليها لو انا عندي اداره فعاله.
لو انا عندي اداره فعاله هعرف اريسولف، احل البروبلمز، احل المشاكل والاشكالات والصراعات والنزاعات اللي بتحصل في بيئه العمل، لان انا عندي اداره فعاله، لان انا عندي سكيلز ومهاره مهمه جدا لازم تتوفر عند مدراء المشاريع ورؤساء الاقسام ومدراء الادارات، اسمها الكونفليكت مانجمنت، اللي هي حلول الاشكالات والنزاعات اللي بتحصل في بيئه العمل. لو جالك 2 موظفين زعلانين وانت مديرهم المفروض تعمل ايه؟ عندنا 5 اساليب نقدر نحل بيهم الاشكالات والصراعات والنزاعات اللي بتحصل في بيئه العمل. الاداره الفعاله بتقول لي ان انت تروح لاي اسلوب من الخمسه، في عوامل لازم اخدها معايا في الاعتبار عشان اختار اي اسلوب من الخمسه اللي هحل بيها المشاكل بين الموظفين. على راسهم الحاجات اللي لازم تاخدها معاك في الاعتبار هي الوزن النسبي للاطراف المتصارعه، الاثنين اللي زعلانين من بعض دول، هل هم 2 عمال ولا 2 مشرفين ولا 2 مراقبين ولا 2 مهندسين ولا 2 رؤساء اقسام تقال قوي لو زعلوا من بعض المشروع ممكن يتاخر. اذا بناء على الوزن النسبي للاطراف المتصارعه انا ممكن الجا لاسلوب معين من الخمسه. بناء على ضيق الوقت والمشروع بتاعي متاخر، المشروع بتاعي متجاوز في التكاليف، ما عندناش وقت للدلع والموظفين تزعل من بعض والناس تقعد كل شويه تعمل مشاكل، ضيق الوقت بيخليك تلجا لاسلوب من الاساليب الخمسه عشان تعرف تحل الاشكالات والصراعات اللي بتحصل في بيئه العمل. الكلام ده هنعرفه قدام شويه في السلايدات. لو انا عندي اداره فعاله اكيد ان انا هستجيب للمخاطر واعرف احدد المخاطر. اداره المخاطر يا شباب من الحاجات المهمه جدا 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 اللي بيترتب عليها نجاح وفشل المشاريع. المخاطر ايه؟ هي الادوات والاساليب اللي بتساعدك في انك انت تحدد اي مخاطر لاي مشروع انت بتشتغل عليه. الكلام ده برضو هنعرفه برضو في السلايدات اللي جايه، لكن مهم جدا لو انا عندي اداره فعاله اي مشروع، حتى لو حابب تفتح بيزنس بقى، حابب تفتح حتى سوبر ماركت صغير، لازم تحط في اعتبارك ايه المخاطر اللي بتحيط بالمشروع اللي انا هفتحه ده، وبناء على المخاطر اللي انت بتحددها ببدا احط ريسك ريسبونس بلان او خطه استجابه لكل مخاطره انا بحطها عندي واسجلها عندي في حاجه اسمها سجل المخاطر. اذا لو عندي اداره فعاله هراعي كل الحاجات اللي قدامكم على السلايدات دي، ولو عندي اداره فعاله هتزود من فرصه واحتماليه نجاح المشروع اللي انا بشتغل عليه. العكس بقى، لو انا عندي بورلي مانجمنت، لو انت عندك اداره سيئه، لو انا عندي اداره سيئه ايه اللي ممكن يحصل يا شباب؟ ميز دي ديدلاين، مش هسلم الديليفرابلز او الاوتبوتس بتاعتي او التسليمات بتاعتي، او مش هقدر اسلم المشروع بتاعي في الميعاد اللي انا موقع عليه العقد لان انا عندي اداره سيئه، فبالتالي مش عارف ادير الجدول الزمني ولا عارف ادير التكاليف ودايما المشروع هربان مني، فاكيد مش هعرف اسلم المشروع او التسليمات في الميعاد المتفق عليها. لو انا عندي اداره سيئه اكيد هيحصل عندي بور كواليتي، الجوده هتكون سيئه لاني ما عنديش اداره فعاله، مش بهتم بالجوده، ولو الجوده سيئه هتجر وراها كمان 3-4 حاجات. جوده سيئه يبقى العميل مش هيستلم منك، جوده سيئه يبقى هترجع تعمل ريورك للعمل، هتعمل اعاده للعمل، طالما بتعمل اعاده للعمل معناها ان الكوست عندك اوفر رانز، اكيد الكوست هيزيد والتكاليف هتزيد. اذا نتيجه الجوده السيئه هرجع اعيد الشغل والتكاليف هتزيد عندي وكمان هرجع اتاخر في الجدول الزمني، كل ده نتيجه الاداره السيئه لان انت ما عندكش اداره فعاله في المشاريع. لو انا عندي اداره سيئه انساتيسفايد ستيك هولدرز، عمري ما هوصل لرضا المعنيين بالمشروع. طالما انت عندك جوده سيئه ودايما المشروع هربان منك اكيد مش هتعرف تلبي طلبات المعنيين ولا توصل للستيك هولدر اكسبكتيشن اللي هو سقف توقعات العملاء او المعنيين بالمشروع. لو انا عندي اداره سيئه اكيد المخاطر عندي هتزيد، انكريزد ريسكس، اكيد المخاطر هتزيد. انا ما افهمش يعني ايه مخاطر اصلا يا شباب. لما بنقول كلمه ريسك او مخاطر فتلاقي المغناطيس بيسحبنا كده، فاكرين ان الريسك ده او المخاطر دي احنا بنتكلم عن سيفتي او امن وسلامه، والكلام ده فقط في حد ذاته مش صحيح. السيفتي والامن والسلامه هو جزء بسيط من المخاطر، هنفهم برضو الكلام ده في قدام شويه في السلايد اللي جاي. لو انا عندي اداره سيئه ما عنديش اداره فعاله، مش فاهم يعني ايه بروجكت مانجمنت، مش فاهم يعني ايه اداره مشاريع فعاله، اكيد المشاكل هتزيد عندي في المشروع لان انا ما عنديش القدره وما عنديش المهاره كمدير مشروع، كرئيس قسم، كمدير اداره، ما عنديش المهاره ان انا اعرف احل الاشكالات والصراعات والنزاعات اللي بتحصل في بيئه العمل، انا ما عنديش المهاره بتاعت حلول الاشكالات، انا اصلا ما اعرفش ايه هي الاساليب الخمسه اللي تمكنني انا كرئيس قسم او مدير اداره او مدير مشروع ان انا اعرف احل اي مشكله ممكن تقابلني في العمل. الاداره الفعاله بتغنيك عن حاجات كثيره جدا، وزي ما قلت لحضرتك بتزود من فرصه واحتماليه نجاح المشاريع اللي انت بتشتغل عليها.
طب يعني ايه بروجكت مانجمنت؟ يعني ايه اداره المشاريع او اداره المشروعات؟ اداره المشروعات يا شباب هي عباره عن نوليدج، معرفه، والمعرفه دي جايه منين؟ جايه بقى من الكورس اللي اسمه اداره المشروعات البي ام بي، او العلم اللي بيصدروه جامعه البي ام اي اللي هو المعهد الامريكي لاداره المشروعات. النوليدج دي اللي حضرتك بقى اللي ان شاء الله اللي منكم ياخد الكورس معايا بعد كده يشرفني طبعا، هنفهم النوليدج بتاعت علم اداره المشروعات دي ايه بالظبط. فاداره المشروعات عباره عن نوليدج انت بتكتسبها، الى جانب بقى النوليدج اللي انت بتكتسبها والخبرات اللي انت بتكتسبها من شغلك، زائد السكيلز. مهمه جدا 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 في اداره المشروعات ان حضرتك كرئيس قسم او مدير اداره او مدير مشروع يكون عندك سكيلز. لذلك احنا عندنا مشكله كبيره جدا كعرب، ركز بقى معايا، عندنا مشكله كبيره جدا كعرب ان احنا دايما بنختار رؤساء الاقسام ومدراء الادارات ومدراء المشاريع بناء على خبرتهم وليس بناء على كفاءتهم، وهنا المشكله. لانك انت ما تيجي تجيب مدير مشروع ده عنده 30 و40 سنه خبره، هاتوا يا عم تعالى امسك مدير مشروع بقى. الراجل يجي يمسك مدير مشروع ما عندوش دي، ما عندوش السكيلز، هو عنده خبره على عيني وعلى راسي، لكن ما عندوش مهاره حلول الاشكالات والصراعات اللي بتحصل في بيئه العمل. ما عندوش مهاره انه يعرف يعمل ميتنج كويس واجتماع كويس ويبقى راكب الاجتماع كويس، ما يبقاش قاعد صوته مش عارف يوصل، مش عارف ياثر على اللي موجودين، واللي موجودين في الاجتماع ما بيحترمهوش، لانه ما عندوش مهاره او ملكه او ما بيعرفش يحط الجراوند رولز او القواعد انه يعمل اجنده عشان يعرف يدير الاجتماع كويس. ها، هل هتنجح انت كده في اداره المشاريع اللي انت بتشتغل عليها؟ مهم جدا يكون عندك نوليدج، مهم جدا يكون عندك سكيلز، مهم جدا يكون عندك سكيلز زي الكونفليكت مانجمنت، ازاي تحل الاشكالات والصراعات، مهم جدا يكون عندك سكيلز زي النيجوشيشن، ازاي تتفاوض مع شركتك او مع مجلس الاداره عشان تعرف تستقطب او تجيب موظفين معينين انت محتاجهم عندك في الشركه. فلازم تكون بتعرف تتفاوض مع الاداره بتاعتك، لازم تكون بتعرف تتفاوض مع المقاول او السب كونتراكتور اللي انت بتجيبه عشان يشتغل في المشروع اللي انت بتشتغل عليه. لازم يكون عندك مهارات اسمها مهارات القياده، لازم يكون عندك وعي ثقافي ووعي سياسي للمكان وللمشروع اللي انت بتشتغل فيه. مهم جدا تكون عندك وعي بالعوامل البيئيه المحيطه للمشروع اللي انت بتشتغل عليه. اذا اداره المشروعات هي عباره عن نوليدج، ودي اللي ان شاء الله انت بتكتسبها من شغلك ومن علم اداره المشروعات. والسكيلز، سكيلز كتيره جدا لازم تتوفر فيك انت كرئيس قسم او مدير اداره او مدير مشروع. ولو حد برضو زي ما احنا قلنا قبل كده حابب يطلع اكتر، ممكن يتواصل معايا على صفحتي او يكلمني بشكل شخصي وانا ارسل له كل المراجع اللي هو يحتاجها في البي ام بي. يبقى تاني نوليدج وسكيلز زائد التولز والتكنيكس اللي هي مجموعه المهارات والادوات والاساليب، ودي موجوده في الكتاب اللي اسمه البي ام بوك اللي احنا اتكلمنا عليه، فيها مجموعه من الادوات والاساليب. ايه الادوات والاساليب دي؟ بيقول لك الكتاب ده فيه مجموعه من الادوات والاساليب بتقول لك انت كمدير مشروع او لو انت بتشتغل على مشروع معين وقابلتك مشكله او محتاج تفهم المشكله دي تتحل ازاي، استعين ببعض الادوات والاساليب اللي ممكن تساعدني في الخروج من المشكله دي او تساعدني في اداره المشاريع بشكل عام. زي ايه؟ زي الاداه مهمه جدا اللي لا غنى عنها في اداره المشروعات اللي اسمها استشاره خبير. هذه احد التول والتكنيك اللي موجوده في كتاب البي ام بوك، بيقول لك لو انت بتعمل اي حاجه في المشروع قابلتك مشكله ومش فاهم فيها حاجه استشير خبير. استشاره الخبير يا شباب ركزوا معايا لو سمحتوا، استشاره الخبير ليست مختصره على العلماء والدكاتره والمهندسين والناس اللي معاها شهادات عاليه، الكلام ده مش صحيح في حد ذاته فقط كده، مش صحيح. العامل البسيط في مجاله قد يكون خبير بالنسبه لك انت كمدير مشروع. يعني العامل اللي بيكنس في الشارع اللي بيشتغل في البلديه ده خبير في الحته بتاعته. يعني انت كمديره لما تيجي تجيب له المكنسه اللي بيكنس بيها في الشارع انت بتستشيره وبتقول له المكنسه دي ايه الخامه اللي انا اجيبها لك؟ هل الخامه اللي انا جبتها لك دي قبل كده قعدت معاك فتره كبيره ولا بمجرد الاحتكاك في الاسفلت هيقول لك لا دي بتقعد معايا يومين ثلاثه، بتقعد معايا اسبوع، لو سمحت لما تيجي تجيب لي ماتيريالز بعد كده او مواد خام او المكنسه اللي انا بشتغل بيها هاتها مواصفاتها كذا 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 كذا. اذا العامل البسيط ده هو خبير في مجاله. وكان حصل معايا بشكل شخصي، انا كنت بشتغل في مكان والطلب مني ان انا ارفع كمهندس مدني، يعني طلب مني ان انا يعني كانت مساحه كبيره تقريبا 500 يعني حوالي 1000 متر مربع رخام كانوا هيركبوا. انا بحكي القصه دي عشان تكونوا عارفين وفاهمين يعني ايه استشاره خبير، وان استشاره الخبير مش مقتصره بس على الناس اللي معاها شهادات.
فمدير المشروع قال لي يا مهندس مصطفى اطلع خد المقاسات وارفعها عشان نوديها للشركه بتاعت الرخام عشان نبدا نقص رخام ونقطع رخام. الرخام ما كانتش يا شباب مساحات سالكه كده يعني طول في عرض ونقول كام في كام ورخام يتقص ويجي يركب، كانت فيها بروزات وشطفات وحاجات كده. انتوا عارفين الرخام لو اتقص غلط مش هيركب لانها مقاسات ولازم تتقفل على بعض. فقلت له ان الكلام ده افضل واحد يقوم بالموضوع ده هو الفني بتاع الرخام، وكان عندنا فني رخام على اعلى مستوى، فقلت له خليه هو يطلع. فطبعا الراجل المدير يعني ما عجبوش الكلام، او قال لي يعني المفروض انت راجل مهندس مدني عندك خبره كبيره. الكلام ده كان تقريبا يا شباب من 10 سنين. قلت له في فرق ان انا اطلع استلم من الراجل شغله صح رخام ولا لا، او في فرق ان انا اطلع اخد المقاسات بايديا هيترتب عليها قص رخام. فن الرخام اللي بيقيس هو اضرب التركيب، هو عارف سماكه المونه اللي ممكن تركب، عارف الرخام هيقفل على بعضه ازاي، عارف المقاسات هتبقى مستريحه معاه ازاي، فهو افضل واحد ياخد المقاس ده. الراجل يعني ما عجبوش الكلام وطلع، هو كان سنه في وقتها 59 سنه كبير في السن يعني، وراح خد كمان عامل، ما خدش الفني ده، خد كمان واحد عامل وخد المقاسات. وصراحه هو اجتهد وتعب كتير جدا وانا شايفه من بعيد وهو بياخد المقاسات تعب، قال لي انا الكبير في السن انا هطلع اخد المقاسات دي. طلع خد المقاسات اوكي وظبطوا الدنيا، بعتناها للشركه اللي بتقص قص الرخام، جينا نركب الرخام ما قفلش على بعضه في الطبيعه. نتيجه لان احنا ما اعتبرناش الراجل الفني بتاع الرخام هو خبير بالنسبه لنا. كانت النتيجه ان احنا عملنا اجتماع عشان نحاول نقلل الخسائر، شفنا الرخام اللي ركب ركب، واللي ما ركبش نقطعه وقطعناه بشكل تاني عشان نستفيد بيه في طرقات او في ممرات صغيره، وبالتالي قدرنا ان احنا نقلل الخسائر. انا بحكي الموقف ده ليه؟ عشان تكون عارف ان زي ما بقول لك العامل البسيط او الفني المتمكن في مجاله هو خبير بالنسبه لك. يبقى تاني اداره المشروعات عباره عن نولج وسكيلز والادوات والاساليب اللي انت بتستخدمها عشان تخرج بيها من مواقف معينه في المشاريع، في المشاريع او المشاكل اللي بتقابلك او بتساعدك بشكل عام في ادارتك للمشروع. لو انا عندي كل ده اكيد ان انا احقق البروجكت اوبجكتيفز او البروجكت ريكويرمنتس اللي هي متطلبات المشروع، وهنجح في المشروع اللي انا بشتغل عليه. طيب في مصطلح مهم جدا يا شباب لازم تعرفوه في المشاريع اسمه الستيك هولدرز. يعني ايه الستيك هولدرز؟ هم المعنيين بالمشروع. مين هم المعنيين بالمشروع؟ من الاسم كده واضح، بس احنا محتاجين يعني ايه نوسع كلمه المعنيين دي عشان نبقى احنا فاهمين يعني ايه معنيين بالمشروع. بنسميهم معنيين او اصحاب المصلحه. فلما اجي اسال حضرتك كده اقول لك يعني ايه معنيين بالمشروع، كلكم ممكن تقولوا ان هو فريق المشروع والمدير. طب وبقيه المعنيين مين هم؟ انا دلوقتي عايز افتح مشروع كبير او صغير، اول حاجه تعملها في مشروعك انك لازم تحدد مين هم المعنيين في مشروعك، لانه بناء على المعنيين دول هعرف متطلباتهم ايه، وبالتالي انا كده بعرف كل واحد متطلباته ايه، واحدد السكوب ما بيني وما بينه اللي هو نطاق العمل، وبالتالي انا بزود من فرصه واحتماليه نجاح المشروع اللي انا بشتغل عليه. فمهم جدا ان انا احدد مين هم المعنيين. طب تعالوا نفهم يعني ايه معنيين. المعنيين يا شباب هو اي فرد، ركزوا في السلايد كويس، اي فرد او مجموعه او جهه تؤثر او تتاثر سلبا او ايجابا بالمشروع اللي انت بتشتغل عليه او المشروع اللي انت بتفتحه او البيزنس اللي انت بتفتحه فهو معني بالمشروع. اي فرد او مجموعه او جهه تؤثر او تتاثر بالمشروع اللي انت بتتاثر او تتاثر سلبا او ايجابا بالمشروع اللي انت بتشتغل عليه اقدر اقول معني بالمشروع واخده معايا في الاعتبار ولازم اجمع منه المتطلبات. ده التعريف اللي موجود في البي ام بوك. انا بقى عايزك تزود عليه حاجه من عندي انا، ان المعنيين بالمشروع هو اي فرد او مجموعه او جهه تؤثر او تتاثر او ده الجديد اللي انا هضيفه بقى، او يرى انه قد يتاثر بالمشروع. لازم اعتبره معايا بالمشروع، اعتبره معني بالمشروع. يعني انت بتعمل مشروع ولا بعد 200 300 متر، في واحد جار ليك هناك وانت مش حاطه في اعتبارك خالص لان انت شايفه ان المشروع بتاعك بعيد عنه، فبالتالي انت ما اعتبرتوش معني بالمشروع بتاعك، بس هو شايف، هو يرى ان هو هيتاثر بالمشروع بتاعك. عشان كده انا بقول لك ضيف او يرى انه قد يتاثر بالمشروع. انت مشروعك على بعد 300 متر منه او 200 متر وانت بتحفر كسرت بنيه تحتيه ممكن تكون بتودي له ميه او غاز او كهرباء او الى اخره، في الحاله دي هو معني بالمشروع. السيارات بتاعتك او العربيات وهي محمله حديد واسمنت ومعديين من قدامه مجرد الغبار
او التراب اللي بيعدي عليه او بيجي على بيته او على الواجهه بتاعته بتسبب له مشاكل، هو كده تاثر سلبا بالمشروع بتاعك وممكن يعمل لك مشاكل ويقضيك و الى اخره. عشان كده انا ضفت جزء او يرى انه قد يتاثر. اذن المعنيين هو اي فرد او مجموعه او جهه تؤثر او تتاثر او يرى انه قد يتاثر سلبا او ايجابا بالمشروع فهو معني بالمشروع. طيب تعالوا ناخد كده مثال عملي. لو انت بتشتغل على مشروع معين، مين المعنيين بالمشروع؟ كل فريق العمل هو معني بالمشروع بما فيهم المدير بالمهندسين بكل العاملين في المشروع. مجلس الاداره بتاعك معني بالمشروع، المالك معني بالمشروع، الاستشاري اللي بيشرف عليك فهو معني بالمشروع، الدفاع المدني اللي ليه متطلبات امن وسلامه برضه معني بالمشروع، البلديه اللي بتدي لك ترخيص للمكان برضه معني بالمشروع، الدوله او المحافظه اللي انت بتعمل فيها المشروع معنيه بالمشروع لانك بتمشي طبق اللوائح والسياسات او القوانين بتاعه البلد دي. الدوله اللي انت بتعمل فيها المشروع معنيه بالمشروع لانك بتعمل المشروع جوه الدوله فلازم تلتزم بالسلوكيات والاداب العامه بتاعه الدوله. قد يتعدى دايره المعنيين، ممكن توسع معاك وتشمل الصحافه والاعلام مثلا. لو انت المشروع بتاعك بيتاثر سلبا او ايجابا بالصحف او بالاعلام، انا هعتبر ان الصحافه والاعلام جزء من المعنيين. المشروع بتاعك المعنيين برضو ممكن يتوسعوا ويخرجوا بره حدود الدوله اللي انت بتعمل فيها المشروع. يعني لو المشروع ده شراكه بين مصر والسعوديه، المشروع ده في مصر، اذا السعوديه هي معنيه بالمشروع. لو المشروع ده شراكه بين مصر وامريكا مثلا، اذا امريكا هي معنيه بالمشروع. اذا دايره المعنيين معاك ممكن تكبر على حسب المشروع. هو ده المصطلح اللي عايزكم تعرفوه، يعني ايه ستيك هولدرز او يعني ايه معنيين بالمشروع. إدارة المشروعات يا شباب، حضرتك بقى عايزك تركز معايا في الرسمة دي عشان هنشرحها واحدة واحدة. إدارة المشروعات يا شباب لازم تمر من خلال العشرة نولج اريا اللي قدام حضراتكم دي. يعني إيه سكوب؟ نطاق العمل. أنت حضرتك عشان تمسك مدير مشروع أو رئيس قسم أو مدير إدارة لازم تحدد السكوب. هتعمل إيه بالتفصيل؟ السكوب أنا هعمل إيه بالتفصيل؟ الجدول الزمني بتاع المشروع ده اصلا بنعرف الجدول الزمني ده ازاي؟ الجدول الزمني ده عباره عن مدد. طب على المشروع بتاعي ده انا بقول عليه مدته سنه او اثنين او ثلاثه، بعرف الحاجات دي ازاي؟ طب المشروع بتاعي هيكلف قد ايه؟ وازاي احدد التكاليف بتاعته؟ طب الكواليتي شكل الجوده عندي ايه في المشروع؟ طب التواصل او الاتصالات اصلا 90% من وقتك انت كرئيس قسم او مدير اداره او مدير مشروع المفروض بتقضيه في عمليه التواصل او الاتصالات مع الناس. طيب البروكيورمنت، انت بتتعامل مع مقاولين الباطن، اكيد انت يعني محتمل وانت شغال على مشروع انك تجيب سب كونتراكتورز او مقاولين من الباطن، بتتعامل معاهم ازاي وعلى اي اساس انت بتختارهم؟ تمام. المشروع اللي انت بتشتغل عليه فيه ريسورسز ريسورسز يعني عماله ومعدات ومواد وموردين، بتتعامل معاهم ازاي؟ وهل في فرق بين ان مدير المشروع يدير الموارد البشريه الاتش ار وبين انه يتعامل مع الفيزيكال ريسورسز اللي هي المعدات والمواد الخام الماتيريالز اللي بيشتغل بيها؟ في فرق؟ هنعرف الكلام ده في السلايدات اللي جايه. المفروض حضرتك وانت بتتعامل مع الريسورسز دي المفروض تكون عارف ايه المراحل اللي بيمر بيها فريق العمل. وانت بتشتغل على مشروع مين هم الستيك هولدرز اللي احنا معرفينهم من شويه المعنيين بالمشروع واللي انت لازم تحددهم من بدايه المشروع؟ طب بعد ما احددهم اعمل ايه؟ الكلام ده هنعرفه في السلايد اللي جايه وهنشرحه بالتفصيل. ايه هي المخاطر؟ هذه من ضمن الحاجات، احد اهم المجالات المعرفيه اللي بيترتب عليها نجاح وفشل المشاريع. مهم جدا 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 واحنا بنشتغل في اي مشروع ان احنا ناخد المخاطر دي معانا في الاعتبار. لازم نحددها، كل مشروع احنا شغالين عليه لازم نحدد ايه هي المخاطر بتاعه المشروع. هنعرف دلوقتي ايه هي الادوات والاساليب اللي هي التولز والتكنيكس اللي اتكلمنا عنها من شويه اللي بتمكنك انت كمدير مشروع وكفريق للمشروع انك تعرف تحدد اي مخاطر بتحيط باي مشروع. واخر حاجه عندنا النولج اريا او المجال المعرفي رقم 10 اللي هو الانتجريشن. ازاي حضرتك تعمل انتجريشن ما بين ال10 نولج اريا اللي موجودين قدام حضرتك دول؟ اهو ده دورك انت كمدير للمشروع، هو الانتجريشن، ان انا اعمل تنسيق ودمج بين مكونات المشروع او عناصر المشروع ال10 دي او المجالات المعرفيه دي. دور حضرتك كمدير او الانتجريشن ده هو اللي بيقول لي ان انا مش لازم كمدير مشروع اكون قوي فنيا. مين اللي قال ان مدير المشروع لازم يكون قوي فنيا؟ علم الاداره يا شباب بيقول ان مش لازم مدير المشروع يكون قوي فنيا. انا عارف ان في ناس منكم مش هيدخل دماغها الكلام ده. ركز بقى معايا في السلايد اللي جاي.
اللي هو نفس السلايد ده، بس هنكون السلايد ده والشكل مع بعض واحدة واحدة عشان تفهم العشر مجالات معرفية دول احنا بنشتغل عليهم ازاي، وحضرتك تعرف تدير اي مشروع ازاي لو فهمت انك تعمل انتجريشن ما بين العشرة اللي موجودين قدامك على الشاشة دي. تعالوا بقى نقول بسم الله ونركز مع بعض في اهم جزء من محاضرة اليوم. اي مدير مشروع يا شباب عشان ينجح في مشروعه، ركز بقى معايا لو تكرمت، اي مدير مشروع عشان ينجح في مشروعه لازم يعمل حاجه مهمه جدا اسمها كوليكت ريكويرمنتس، انه يجمع المتطلبات. طب انا هجمع المتطلبات من مين يا شباب؟ هجمع المتطلبات من الستيك هولدرز اللي هم المعنيين بالمشروع، اللي احنا قلناها من شويه، اي فرد او مجموعه او جهه تؤثر او تتاثر سلبا او ايجابا بالمشروع اللي انت بتشتغل عليه. طب انا بفتح مشروع او ماسك مشروع او بدير مشروع، هجمع متطلبات ايه؟ هتجمع متطلبات السكوب. سكوب يعني ايه يا شباب؟ سكوب يعني نطاق العمل، يعني انت هتعمل ايه بالتفصيل. السكوب هو معرفه تفاصيل ما سيتم تنفيذه. طب انا هعرف السكوب ازاي؟ احد اهم المشاكل اللي بتجي لنا في المشاريع ان احنا ما نعرفش نحدد السكوب كويس. احد اهم الاسباب والمشاكل اللي دايما تعمل مشاكل مع المالك او مع العميل او مع الاستشاري، ان انت كمدير المشروع او كفريق للمشروع مش عارفين تحددوا السكوب بتاعكم كويس. حضرتك بقى عشان تحدد السكوب، خدوا بالكم يا شباب، السكوب هو اهم نولج اريا على الاطلاق في العشره اللي احنا وضحناهم من شويه. لو حضرتك كمدير مشروع فشلت في اداره السكوب، ما تكملش النظر لبقيه العشره مجالات معرفيه اللي احنا هنتكلم عليها. السكوب هو اهم نولج اريا على الاطلاق. اذا فشلت حضرتك في اداره السكوب وتحديد السكوب فانت فشلت في اداره المشروع. اذا نجحت في اداره السكوب فانت بنسبه كبيره جدا جدا هتنجح في المشروع اللي انت بتشتغل عليه. طب انا عشان احدد السكوب بدون مشاكل وما يكونش في خلافات مع المالك او مع العميل او مع الاستشاري، احدد السكوب بشكل واضح وصريح ازاي؟ ركز بقى معايا، حضرتك لما تيجي تحدد السكوب لازم تكون عارف وانت بتجمع المتطلبات دي من المعنيين، لازم تكون عارف وانت بتجمع المتطلبات دي من المعنيين ان في ثلاث انواع من المتطلبات. عندي المتطلب الاول او المتطلبات الاولانيه دي اسمها متطلبات صريحه. انت بتروح تجمع المتطلبات من المعنيين، يعني انت كمدير مشروع انت مش سوبر مان، مش هتعمل الحاجات دي لوحدك، انت بمساعده فريق العمل. مين هتبعته للدفاع المدني عشان يحدد السكوب اللي بينك وبين الدفاع المدني؟ مين هتبعته للمالك عشان نعرف السكوب اللي ما بينك وبين المالك؟ مين اللي هتبعته للبلديه او هتقعد مع البلديه عشان تشوف السكوب ما بينك وبين البلديه، التصاريح والتراخيص والى اخره؟ كل المعنيين بالمشروع انت لازم تجمع منهم المتطلبات، عشان لما بتجمع منهم المتطلبات كده انت بتحدد السكوب اوف ورك. حلو جدا. لما بروح اجمع المتطلبات لازم اكون عارف بقى الثلاث انواع من المتطلبات دي. في متطلبات اسمها متطلبات صريحه اكسبليسيت نيدز، دي مش هنختلف عليها لانها واضحه، ركز بقى معايا، وصريحه وقابله للقياس. يعني حضرتك لما تيجي تقول لي اعمل لي ترابيزه او طاوله متر في متر، فجيت عملتها لك متر في متر، لما تيجي تقيسها ورايا هنختلف عليها؟ لما تقول لي اعمل لي فتحه الباب بتاع الاوض او كل الغرف اللي عندي 90 في 2 متر 20، لما اجي اعمل لك فتح الباب 90 في 2 في 2 متر 20 وتيجي تقيسها ورايا، هل هنختلف عليها؟ مش هنختلف عليها. دي بنسميها اكسبليسيت نيدز او متطلبات واضحه وصريحه، ميجرابل ومانجابل وتستابل، قابله للقياس والاختبار، فمش هنختلف عليها. فانا بجمع منك المتطلبات دي، لو هي متطلبات صريحه انا بكون مستريح لان اقدر اقيسها ومش هنختلف عليها. رقم 2 متطلبات ضمنيه. هنا الخوف من دي، لان دي وانا بجمعها من المعنيين هم مش هيقولوا لي عليها على اعتبار ان هي متعارف عليها ضمنيا من ضمن اصول الصناعه، انا مش هقول لك عليها. يعني لما اجي اقول لك صنع لي موبايل وتيجي تصنع الموبايل واجي اشوفه كده ايه مش بيكتب عربي، فازعل منك واقول لك انت ليه ما عملتش الموبايل بيكتب عربي، فانت تقول لي انت لما قلت لي صنع الموبايل ما قلتليش يكتب عربي او انجليش او فانا مش لازم، انا يا سيدي مش هقول لك اكتب لازم يكون الموبايل بيكتب عربي لانه متعرف عليه ضمنيا من ضمن اصول صناعه الموبايل او اللابتوب او ان السيتنج بتاعتها لازم تكون بتتكلم كل اللغات، صح ولا ايه؟ دي معروفه، دي ضمنيه من ضمن اصول الصناعه. هو انت عارف الموبايل اللي بتصنعه ده هيتباع فين؟ في مصر ولا السعوديه ولا الهند ولا الصين؟ اذا من ضمن السيتنج بديهي من ضمن اصول الصناعه ان لازم تكون بتراعي اصول الصناعه، مش هقول لك عليها. لما تيجي الملك معدي في الموقع بتاعك ولقاك بتحط خمس شكاير اسمنت
فيزعل منك، فتيجي تقول له انت ما قلتليش احط كام كيس اسمنت في المتر. انا مش هقول لك حط كام كيس اسمنت في المتر، لان متعارف عليه ضمنيا من ضمن اصول صناعه الخرسانه مثلا ان انا بحط مثلا يعني الطبيعي 7 اكياس، الوزن الكيس 50، يبقى 350 كيلو جرام على المتر المكعب، ودي قوه او مقاومه الخرسانه. الجماعه بتوع المدني فاهمين الكلام ده، فدي اصول الصناعه مش هقول لك عليها، هي دي المتطلبات الضمنيه. احيانا انت بتجمعها من المالك او العميل او مختلف الاستيك هولدرز اللي هم المعنيين مش بيبوحوا بيها او بيقولوا عليها على اعتبار ان هي متعارف عليها من ضمن الصناعه اصول الصناعه. طب اعمل ايه في دي؟ ان انا انفذ الشغل طبقا لاصول الصناعه، ويكون عندي مهنيه ويكون عندي ضمير وانفذ الحاجه طبقا لاصول الصناعه بتاعتها. بس وانا بجمع المتطلبات، لو في متطلبات زي ضمنيه زي دي مش واضحه قوي، احاول اجتهد مع الراجل في الوصف عشان نحاول نحولها لمتطلبات صريحه ان امكن، وان كان ده بيبقى صعب كتير في حاجات كتيره. مش كل حاجه انا هراعي فيها اصول الصناعه لازم الناس توضحها، مش انت ادرى بالكلام ده. فبالتالي يكون عندي مهنيه عشان انفذ المتطلبات الضمنيه دي طبقا لاصول الصناعه. يبقى رقم واحد متطلبات صريحه، رقم اتنين ضمنيه، رقم ثلاثة مهمه جدا بقى وانا بجمع المتطلبات من المعنيين، لازم اوصل لسقف التوقعات بتاع المالك او العميل ده. اوصل لسقف توقعاته ازاي وانا بجمع منه المتطلبات؟ لو انا بعمل له فيلا مثلا او بعمل له سياره، عايز اوصل لسقف توقعاته اروح اعمل له موك اب او مجسم او بروتوتايب، اجيب له ماكيت كده او موك اب او مجسم، تعالى شكل الفيلا بتاعتك بالمتطلبات بتاعتك، عملنا لك كده فيلا، تعالى شوف الفيلا على الترابيزه اللي انت حاططها قدامه، فتبدا توصل لسقف توقعاته. يقول لك لا والله انا شايف ان المدخل هنا كبير، المدخل صغير، لا والله انا عايزك تعمل لي الدور الثاني ازاز، فانت تقنعه تقول لا ازاز ممكن يكشف الناس اللي جوه، طب ايه رايك نركب ستاير او ما نخليش الازاز عاكس، او ايه رايك نقفله شبابيك او ايا كان، طب ايه رايك الممر اللي قدام البيت ده، يقول لك اوكي كويس، تقول له لا بس انا شايف ان هو ضيق نوسعه شويه عشان السياره بتاعتك كبيره، طب لو حطينا لك نخلتين او شجرتين في المكان ده. اذا انت عمال توصل لسقف توقعاته، فبالتالي لما تيجي تعمل له المنتج في الاخر او الفيلا دي في الاخر هو اصلا متوقعها وشايفها، بدل ما يتفاجئ بيها وبعد ما تجيبها له في الاخر يقول لك لا مش هو ده اللي اتفقنا عليه. ما هي دي المتطلبات اللي انا مجمعها منك. لا ما كنتش متوقع ان المنتج يطلع كده، فلو انا اعمل له بقى موك اب او مجسم او بروتوتايب ويجي قدامي كده ويشوفه، طب شايف شكل المدخل ده؟ انا شايف ان ارتفاع البوابه صغيره، يقول لك لا ارتفاع البوابه كافيه. ما انت لو جيت بعد كده تجيب عربيه البلديه او حد من في يعني لو انت لو المشروع ده شركه مثلا والعربيه بتيجي تشيل المخلفات من جوه القلاب وهو بيرفع ارتفاع البوابه قليل معاه، فبالتالي انت عمال تاخد وتدي معاه فتوصل لسقف التوقعات بتاع المالك او للعميل. يبقى انت عندك متطلبات صريحه مش هنختلف عليها لانها واضحه وقابله للقياس، متطلبات ضمنيه انفذ الحاجه طبقا لاصول الصناعه بتاعتها، اوصل لسقف التوقعات من خلال ان انا بعمل له موك اب او مجسم او بروتوتايب. لو انت عرفت الثلاث انواع من المتطلبات دول، فانت هيكون ليه دور كبير جدا جدا في انك انت بتحدد السكوب مع الناس تحديد واضح وصريح. حلو جدا، عرفت الثلاث متطلبات دول ورحت جمعتهم من كل الستيك هولدرز. ركز بقى في اهم خطوه، ودي المشكله اللي بتوقعنا في مع الناس ومع العميل ومع الاستشاري، ان انا باخد المتطلبات دي واروح اشتغل على طول. امال نعمل ايه؟ مش رحنا حددنا المتطلبات وعرفنا الثلاث انواع زي ما انت بتقول؟ حضرتك هتروح تشتغل على طول وهتيجي تعمل الحاجه وتسلمها للراجل، هيقول لك لا مش هو ده اللي احنا متفقين عليه، يعني مش هي دي المتطلبات اللي احنا جمعناها منك، لا انت فهمتني غلط، انا دي البند ده ما كنتش اقصد فيه كذا وكذا، انت اللي رحت استعجلت ورحت نفذت، وبالتالي انت عملت من فكرك او من دماغك انت. انت رحت اشتغلت، لا انت قلت لي انت هتعمل ايه ولا انا وافقتك على اللي انت هتعمله. طب يعني نعمل ايه برضه؟ حضرتك بقى بعد ما تاخد المتطلبات دي منه، ركز بقى معايا مع فريق العمل بتاعك، اقعد بقى نقح المتطلبات دي وفلترها وعيد الصيغه والصياغه وانتقي الكلمات كويس، لان الفي ممكن تكون من والمن ممكن تكون على ويتقلب معنى الكلمه، والبند بدل ما يكون ليك تلاقي البند عليك. فبالتالي انا بقعد وانتقي الالفاظ وفلتر واعيد الصيغه والصياغه وارجع لكل واحد من المعنيين اللي انا جمعته المتطلبات دي. هرجع للمالك مثلا اقول له بالمتطلبات اللي انا جايبها لك دي بعد ما نقحتها وفلترتها، انا فهمتك صح ولا غلط؟ فتقعد انت وهو كده يشوف الحاجات دي ويشوف الكلام اللي مكتوب، تمام قول له وقع بقى، لان احنا هنبدا نشتغل. فتخليه لو اعترض على حاجه معينه تروحوا وتيجوا كده مع بعض لحد ما تعدلوها وتوصلوا لصيغه تتفقوا عليها، وقع، لان هو انت كده معاك حاجه اسمها
لما تجمع بقى المتطلبات وكل وقع المتطلبات بتاعته تجمعهم مع بعض، يبقى انت معاك حاجه اسمها بروجكت سكوب ستيتمنت، او هو ده نطاق العمل بتاعك، هو تفاصيل ما سيتم تنفيذه، وده بنعتبره السكوب بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه. مهم جدا بقى لما بتحدد السكوب بتاعك ده وتيجي تشتغل، عندنا ممارسات في اداره المشروعات اسمها الممارسات الغير مرغوب فيها في اداره المشروعات. زي ايه يا شباب؟ زي ان يحصل حاجه معايا اسمها سكوب كريب، زحف النطاق. زحف النطاق يعني ايه؟ يعني العمالة مثلا بيحصل تغييرات في المشروع اوت اوف اجنورنس، عن جهل، او حد بيطلب طلبات وانا عمال اعملها له وهي بره السكوب، اصلا هي اوت اوف سكوب، ما اتفقناش على الكلام ده وانت عمال شغال، ده بنسميه سكوب. طبعا انتوا عارفين يا شباب ان الكتابه بالقلم بيبقى صعب شويه، ده بنسميه سكوب كريب دبل اي، يعني بنسميه زحف النطاق، النطاق زحف منك او هرب منك، لانك انت عمال كل واحد يطلب منك حاجه عمال تعملها له وانت خرجت عن السكوب بتاعك ده وانت مش فاهم، واوقات بتكون فاهم برضه بس ما عندكش كنترول على التغييرات اللي بتحصل في المشاريع. دي الممارسه الاولى، ان انا اعمل حاجه عن جهل زياده وانا مش واخد بالي، يحصل تغييرات عندي وكل واحد يطلب مني تغييرات اروح اعملها له بدون دراسه، فده بنسميه سكوب كريب. عندي حاجه ثانيه بنسميها، ركز بقى معايا فيها، اسمها جولد بليتنج او جيفنج اكسترا. يعني ايه بقى؟ بدي لك حاجه زياده، لا ده انا بخرج عن السكوب، لا ده انا كده فاهم وعارف ان انا خارج عن السكوب بس عايز اجامل الملك او العميل، وهنا مشكله. يعني الملك والعميل يطلب منك 1 2 3 تروح عامل له 1 2 3 4 5، يقول لك اعمل لي ايس كريم بالفراوله تروح عامل له ايس كريم بالفراوله وحاطط شوكولاته وفانيليا والى اخره، وانت عمال تدي له حاجات زياده عشان تجامله، وبالتالي دي ممارسات بنسميها ممارسات غير مرغوب فيها في ادارتنا للمشاريع. طب ما انا لازم اعمل كده يا باشمهندس عشان الشغل يمشي. انا بشدك لاداره المشاريع الاحترافيه، بلاش انت تشدني اللي بيحصل في المواقع. فهنرجع نقول ما انا لازم برضو اقدم تنازلات عشان الشغل يمشي. في حاجات كتيره تخليك ترضي المالك او العميل بدون ما تعمل الممارسات الغير مرغوب فيها دي، زي ان انا اعمل له الشغل بالجوده اللي احنا متفقين عليها، زي ان انا اسلم له المشروع بدري شويه لو هو مستعجل، زي ان انا اسمع كلامه وكلام الاستشاري مثلا من مره واحده، ما اتعبهمش في ان انا ما نفذش الشغل من اول مره. في بعض المقاولين بتفضل لازم تتكلم معاه ثلاث اربع مرات وتنبه عليه كتير، فبالتالي حتى لو هو استلم منك المشروع ده في الاخر هو واخد قرار انه لن يتعامل مع الشركه بتاعتك ابدا، وبالتالي انت كده فشلت في اداره المشروع، لانك حتى لو حققت الارباح اللي هي الماديه الملموسه فانت ما حققتش الفوائد الغير ملموسه اللي هي السمعه والعلامه التجاريه والى اخره، لان الملك والعميل ده مقرر انه مش هيتعامل معاك تاني لان انت تعبته جدا في المشروع. هتقولي ما ممكن ما يستلمش منك، هو استلم منك المشروع لانه مستعجل على المنتج بتاعه ده انه يطرحه في الاسواق، فبالتالي رضي ان هو يعمل معاك كلوزنج او يغلق معاك المشروع، لكن هو واخد قرار انه لن يتعامل معاك او مع شركتك ابدا. انت في الحاله دي فشلت رسميا في اداره المشروع، لانك ما قدرتش تكسب الساتسفاي للستيك هولدر او ترضي المعنيين. يبقى ارضاء المعنيين بالطرق بقى المشروعه، ان انا اعمل له الشغل طبقا للجوده اللي متفقين عليها، ان انا انفذ التعليمات اللي في جوه السكوب كويس، ان انا اعمل له السكوب بالشكل اللي احنا متفقين عليه، بالجوده اللي احنا متفقين عليها، ان انا اوفر له في الوقت شويه وممكن اخلص له مشروعه بدري. تمام كده يا شباب؟ حلو جدا. ده المقصود بالسكوب، ان انا جمعت كده وحددت السكوب تحديد واضح وصريح عن طريق الثلاث انواع من المتطلبات اللي اتكلمنا عليها. مهم جدا بقى لما اجي السكوب ده اجي انفذه في الطبيعه، مهم جدا ان انا بقى اجي اشوف الشغل الاكشوال اللي انا عملته في الطبيعه ده، هل هو مطابق للخطه بتاعتي ولا في تباينات، في فاريانس، في تباينات او انحرافات؟ وبالتالي لو انا اكتشفت تباينات ما بين الاداء في الطبيعه، اداء السكوب في الطبيعه عن الخطه بتاعتي، لازم ارجع الخطه بتاعتي لمسارها الصحيح، بان انا اي هاف تو تيك اكشن بقى، لازم اخد الاجراءات الوقائيه والتصحيحيه عشان ارجع الخطه بتاعتي او السكوب لمساره الصحيح. ادي المقصود بالسكوب، هو تفاصيل العمل اللي انت بتشتغل عليه. طيب هجمع متطلبات ايه كمان يا شباب؟ هجمع متطلبات السكيدول. مهم جدا 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 السكيدول. يبقى المتطلبات دي بجمع متطلبات السكوب، انت هتعمل ايه بالتفصيل في مده زمنيه قد ايه؟ هو ده الجدول الزمني ليه المشروع. الجداول الزمنيه او الجدول الزمني للمشروع، الناس اللي بتشتغل في البلانر او مع فريق البلاننج هم ممكن يفهموا كلامي كويس، ازاي بيحددوا الجداول الزمنيه وازاي بيحددوا الديوريشن، المدد الزمنيه بتاعت المشروع، ومن فين بنعرف ان المشروع ده مدته سنه او اثنين او ثلاثه او خمسه؟ عن طريق حساب الديوريشن يا شباب، اللي هي المدد.
للي هيتوسع ان شاء الله فيكم في اداره المشروعات هيعرف ان احنا عندنا حاجه لما بنيجي نشرح السكوب حاجه اسمها ورك باكج زي العمود الخرساني يا شباب. العمود الخرساني مثلا اقدر اقول عليه ورك باكج. بنسميه حزمه عمل، حزمه عمل يعني ايه؟ لان انا عارف ان حزمه العمل دي جواها مجموعه من الانشطه. العمود الخرساني جواه نشاط نجاره وحداده وثبت خرسانه، مش هم دول الثلاث انشطه اللي غالبا بيكونوا لي العمود الخرساني؟ اعمال نجاره واعمال حداده وثبت الخرسانه. لو انا جيت شفت الراجل النجار ده بيخلص لي العمود في مده قد ايه؟ والراجل الحداد بيخلص لي العمود في كام ساعه مثلا؟ وهيصب خرسانه عشان ايه؟ في العمود ده هياخد كام دقيقه في ثبت الخرسانه بتاعته؟ لما اجمع مثلا الثلاث مدات دول اذا العمود ده مثلا يا شباب هيخلص في ساعتين. لما اعرف العمود الواحد هيخلص في ساعتين اضرب في عدد الاعمده بتاعت الدور اضرب في عدد الاعمده بتاعت الادوار كلها انا كده عرفت الاعمده بتاعت المبنى ككل هتاخد قد ايه. اللي انا عملته للعمود هعمله للسقف. انت كده بتشتغل لو انت مهندس مدني والجماعه بتوع المدني اللي بيشتغلوا في البلاننج بيقدروا المدد بتاعت الانشطه بتاعت المدني، والجماعه اللي بيشتغلوا في الكهرباء هيقدروا المدد بتاعت السوكت بالكهرباء بتوصيلات السلوك، وكذلك الجماعه بتوع الميكانيكا انا بركب الفاير فايتنج والسبرينكلر بيركب في وقت قد ايه فيقدروا يحددوا المدد الزمنيه، وعندهم طبعا خطط عشان يقدروا يشتغلوا برامج مايكروسوفت بروجكت او برامافيرا يقدروا يشتغلوا عليها عشان يعملوا كنترول على البرامج الزمنيه. اذا انا اقدر احسب المدد الزمنيه بتاعه الانشطه. حلو جدا. لما باجي احسب المدد الزمنيه بتاعه الانشطه المفروض ان انا برسم شبكه اسمها شبكه الجدول الزمني بحدد الاول العلاقات ما بين الانشطه. ارسم شبكه للانشطه من اول ما بشتغل المشروع انا هعمل حفر وبعدين ردم وبعدين ثبت مثلا خرسانه والنشاط اللي بعده هيكون ايه والنشاط اللي بعده هيكون ايه وشبكه نرسمها كده زي الشبكه العنكبوتيه. بس الشبكه دي لما باجي احددها لازم اعرف العلاقات ما بين الانشطه يا شباب. يعني لو انا بشتغل خرسانات الاول اعمل نشاط النجاره ولا نشاط الحداده؟ في ممكن يقول لي لا نشاط النجاره، مش بالضروره ان نشاط النجاره يكون الاول. يعني لما اجي اعمل سقف خرساني اجباري عليا ان النجاره هي تكون الاول قبل الحداده. يبقى لما اجي ارسم شبكه الجدول الزمني للانشطه بتاعت السقف هحط النجاره الاول وبعدين الحداده. لكن مثلا لما باجي اعمل عمود خرساني في تلاقي نجار يقفل لك كده حرف اليو يسيب لك جنب يسقط فيه الحديد ويعمل لك الحديد جاهز بره ويجي يقفل ويقفل وحطه فوق وحطه تحت ويسلم العمود على هذا الاساس. وفي واحد لا يقول لك انا هسقط الحداد الاول وبعدين اقفل نجاره. ففي انشطه بتبقى اجباري عليا لازم نشاط النجاره هو الاول وبعدين نشاط الحداده، وفي انشطه فيها اختياريه. الاول هعمل مواسير الكهرباء ولا مواسير الفاير فايتنج؟ على حسب بقى الممارسات الجيده وعلى حسب الاحسن ايه، بس ممكن اعمل مواسير الكهرباء الاول، ممكن اعمل الفاير فايتنج الاول، ايا كان. اللي انا عايز اقوله لك ان في انشطه اجباري عليك لازم تتم الاول والنشاط ده بعده على طول، وفي انشطه بناخد وندي فيها مع بعض ونحطها اختياريه مع بعض. يبقى انا برسم شبكه الجدول الزمني دي الاول وبعدين احط المدد على الانشطه واحسب بقى من اول ما ببدا المشروع امشي كده مسارات مع كل نشاط والنشاط اللي بعده. اقول النشاط ده مدته يومين، النشاط ده مدته خمسه، واجمع المدد دي اوصل ان بيكون عندي كذا مسار اشوف اطول مسار فيهم بنسميه المسار الحرج اللي هو اهم مسار عندي في المشروع، اللي هو لو المشروع اتاخر لو المسار الحرج ده اتاخر اكيد المشروع بتاعي هيتاخر. مهم جدا جدا الناس اللي بتشتغل على الجداول الزمنيه، ومهم جدا انت كمدير مشروع تاخد بالك من حاجه اسمها الكريتيكال باث. مهمتك انت ايه كمدير مشروع؟ ان انا اتاكد انا وفريق العمل والناس اللي في المستودعات واللي في المخازن والمشتريات ان كل الريسورسز موجوده اللي هتنفذ الانشطه اللي موجوده على المسار الحرج. عشان لو المسار الحرج ده اتاخر المشروع بتاعي هيتاخر وبالتالي يفرض عليا عقوبات. فهمتوا يعني ايه مسار حرج؟ يعني لو انا قلت لكم يا شباب ان انا عندي الثلاث سيارات هتطلع مثلا من مكه للمدينه. المشروع هو بدايته ان الثلاث سيارات تتحرك مع بعض. ونهايه المشروع ان الثلاث سيارات يوصلوا في مكان واحد، مش لازم يوصلوا مع بعض، يوصلوا في مكان واحد. السياره الاولى هتطلع من مكه توصل المدينه مثلا في ساعتين. السياره الثانيه هتطلع توصل في ثلاث ساعات. السياره الثالثه هتوصل في خمس ساعات. كده المشروع اكتمل بوصول السياره الثالثه. المسار الحرج بالنسبه لي هو اطول مسار فيهم اللي هو الخمس ساعات. المشروع مش هيكتمل الا اذا السياره الثالثه دي وصلت. تمام؟ يبقى ده المسار الحرج بالنسبه لي اللي هو اطول مسار. يبقى انا لما باجي ارسم شبكه الجدول الزمني اشوف اطول مده عندي ايه؟ المدد الزمنيه بتاع الانشطه، هوصل مثلا ان اطول مسار عندي مدته ثلاث سنين، خد بالك بقى معايا، اذا ده هو المسار الحرج اللي لازم اجتهد
انا والمشروع والمستودعات والمخازن والفريق اللي تحت مني انا كمدير، ان انا اوفر للمصاري الحرج ده كل المواد اللازمه والريسورسز اللازمه عشان المصاري الحرج ده ما يتاخرش. يعني العربيه اللي وصلت من مكه للمدينه مصاري الحرج في 5 ساعات، دوري ايه انا كمدير في ان انا اتعامل مع العربيه دي؟ اهم مسار عندي لازم اتاكد ان محطات البنزين موجوده على الطريق، لازم اتاكد ان محلات الكاوتش او البنشر موجود على الطريق، لازم اتاكد ان عندك الادوات والمعدات اللي لو العربيه دي اتعطلت اصلحها بسرعه جدا، لان ده اهم مسار عندي، لان لو العربيه دي اتاخرت عن ال5 ساعات هيفرض عليا عقوبات لان المشروع بتاعي هيتاخر. عندنا حاجه اسمها كونتنجنسي، يعني مش معنى ان المسار الحرج لمشروع عندك 3 سنين ان انت تقول ان انت هتخلص المشروع في 3 سنين، لا، ادي نفسك احتياطي بنسميه احتياطي الطوارئ، هنفهمه في السلايد في لما نتكلم عن الكوست، عشان تبقى انت في السيف سايد زي الفاكتور اوف سيفتي كده، عشان تبقى انت في السيف سايد بس ما يكونش عندك مبالغه في التقديرات. يعني ما يكونش المصاري الحرج عندك 3 سنين وانا اقول لا المشروع هعمله في 4 سنين، انت عمال تبالغ كده في التقديرات. تمام كده يا شباب؟ مهم جدا بقى وانا بشتغل على الجدول الزمني، ومهم جدا ليك انت وانت مدير مشروع لو انت حضرتك بقى اتاخرت في الجدول الزمني. مش احنا قلنا ان بعد 3 شهور المشاريع بتاعتي بتكون بعد شهر او 2 او 3؟ من ضمن مميزات الاداره الفعاله ان المشاريع بي مور بريدكتبل، اللي شرحناها من شويه، ان المشاريع اكثر قابليه للتوقع لو انا عندي اداره فعاله. تمام كده؟ لو جيت بعد شهرين وشفت الجدول الزمني، هل يا شباب احنا ماشيين طبقا للجدول الزمني؟ كنت المفروض اعمل 100 نشاط في الشهرين دول، لقيت نفسي عامل 80 نشاط، اذا انت متاخر في 20 نشاط. اذا انت متاخر في الجدول الزمني، تعمل ايه عشان تلحق؟ وضع طبيعي كده لما نكون متاخرين في مشروع، فيعني نزود عماله نزود معدات، هنضغط الجدول الزمني بان نزود عماله او زود معدات. دي بنسميها طريقه ضغط الجدول الزمني بطريقه اسمها الكراشنج. ازود عماله وازود معدات بس من عيوبها ان التكاليف بتزيد. يعني وضع طبيعي طالما انت هتزود عماله، لو انت بتشتغل شيفت الصباح هتزود عماله التكاليف هتزيد، لو زودت شيفت بالليل برضو التكاليف هتزيد. لو انت بتحفر بالعماله، لو انت بتحفر بالعماله هتاخد منك وقت طويل، طب لو بتحفر بالمعدات هتكلفك زياده بس هتوفر في الوقت. اذا ضغط الجدول الزمني زياده العماله والمعدات هيزود لي التكاليف، هل انا مشروعي يتحمل ان انا ازود التكاليف؟ طب هل في طريقه ثانيه لضغط الجدول الزمني؟ هل في طريقه ثانيه لضغط الجدول الزمني ما يكلفنيش فلوس؟ في طريقه بنسميها الفاست تراكنج، اللي هي ان انا اخلي الانشطه تشتغل على التوازي بدل ما تشتغل على التوالي. يعني بدل ما اعمل مواسير الكهرباء في 20 يوم واعمل مواسير الفاير فايتنج في ال 20 يوم اللي بعدهم، يبقى كده 40 يوم. طب ايه رايك في اول 20 يوم هشتغل الاثنين مع بعض، مواسير الكهرباء ومواسير الفاير فايتنج، يبقى الانشطه بتشتغل على التوازي، فانا كده وفرت 20 يوم من الجدول الزمني. يبقى لما اخلي الانشطه تشتغل على التوازي اقدر اوفر في الجدول الزمني، بس من عيوب الطريقه دي ان المخاطر بتزيد. عشان اخلي الكهرباء يشتغل جنب الفاير فايتنج وادخل معاهم نشاط كمان والدنيا تعك مني وبحرك سقاله هنا تخبط والدنيا والعماله تزيد في موقع واحد، فممكن يحصل ريورك، يحصل لخبطه في الشغل وبعيد الشغل، وطالما بتعيد الشغل يبقى اكيد برضو تكلفه بتزيد. اللي ناوي منكم يخش في اختبار البي ام بي، الاسئله بتاعت البي ام بي ما بتجيش حفظ خالص. الاسئله بتاعت البي ام بي بتيجي على سيناريوهات، يجي يقول لك انت مدير مشروع والمشروع بتاعك متاخر، فقررت ان انت تضغط الجدول الزمني، تضغط الجدول الزمني باي طريقه، علما ان مجلس الاداره او الراعي بتاع المشروع بيقول لك ما تتحملش تكاليف زياده. فبالتالي ما هقدرش اضغط الجدول الزمني بالطريقه اللي تكلفني فلوس ان انا اروح ازود عماله ومعدات. يبقى انا مش هختار الاختيار ده لو جالي في الاختبار، انا اكيد هختار طريقه الفاست تراكنج ان الانشطه تشتغل على التوازي. كل الاسئله اللي بتجي لك في الاختبار بتعتمد على الفهم. مفيش مجال للحفظ خالص. تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبه للمتطلبات الجدول الزمني والتعامل مع الجداول الزمنيه. التكاليف، اي مشروع تكلفته قد ايه؟ لما بنيجي نحسب تكلفه المشروع يا شباب، مهندس محمود انت حضرتك سامعني؟ طيب تمام. لما بنيجي نحسب تكاليف اي مشروع يا شباب، الناس اللي بتشتغل على التكاليف دي بيحسبوها ازاي؟ خد بالك بقى في فرق بين ميزانية المشروع وميزانية التكلفة. هتفهم الفرق ما بينهم دلوقتي، في فرق بين ميزانية المشروع وميزانية التكلفة. طيب هي التكاليف دي بتتحسب ازاي؟ قلت لك الورك باكج اللي هو اللي اسمه العمود ده، انا عارف الانشطة اللي جوه اسمه نشاط الحدادة ونشاط النجارة ونشاط الخرسانة. هحسب التكلفة بتاعت نشاط النجارة. اقدر احسب التكلفة بتاعت النجارة ولا ما اقدرش؟ اقدر. هشوف المتر المكعب خرسانة بيجي بكام؟
والعمود فيه كام مية من المتر المكعب، حسبت التكليف بتاع التكاليف بتاعت النجاره، هحسب اشوف تكلفه الحداده، هشوف ان العمود بياخد 200 كيلو 300 كيلو، طيب الطن الحديد بيجي بكام، واشوف ال 200 كيلو من السعر بتاع الطن، يبقى انا كده جبت تكلفه الحديد مع الصنايعي اللي شغال. هشوف تكلفه المتر الخرسانه، هجيب البامب هيصب لي بكام، او المتر المكعب خرسانه بكام. لما اجمع الثلاث تكاليف دول بتاع النجاره والحداده والنجاره، اذا انا عرفت تكلفه العمود الواحد، اضرب في عدد الاعمده بتاعت الدور، اضرب في عدد الادوار، انا كده جبت تكلفه الاعمده بتاعت المبنى كله. اللي انا عملته برضو للاعمده هعمله للسقف، وبتوع الكهرباء وبتوع الميكانيكا، كل هيشتغل كل فيما يخصه. حلو جدا. لما رحت انت بقى مجمع انشطه تكاليف الانشطه دي كلها، هل معنى كده ان لما بتجمع التكاليف هل هي دي ميزانيه المشروع؟ لا طبعا، ده دي كده تكاليف الانشطه، اروح ضايف عليها حاجه اسمها الفيكسد كوست، اللي هي التكلفه الثابته، اللي هي زي الرواتب الثابته كل شهر، اضيفها على التكلفه بتاعت الانشطه اللي انا حسبتها، واضيف حاجه اسمها الاندايركت كوست، اللي هي التكلفه غير المباشره. التكلفه غير المباشره اللي هي زي الضرايب مثلا، الضرايب اللي بتيجي على شركتك ما بتجيش على مشروعك بس، طب انت نسبه مشروعك ايه من الضرايب دي؟ تمام، دي بنسميها تكلفه غير المباشره. يبقى بجمع تكاليف الانشطه، واضيف عليها الرواتب، واضيف عليها التكلفه غير المباشره او الاندايركت كوست، زي مثلا ان هي طلعت مليون، هل معنى كده ان المليون دي هي ميزانيه المشروع؟ لا طبعا. لو انت جمعت الكلام ده طلع مليون، انا كمدير بقى مع فريق المشروع بتاعي بضيف حاجه اسمها كونتينجنسي ريسيرف، يعني احتياطي طوارئ، هضيف مثلا 500,000. ليه بضيف الاحتياطي دي؟ عشان اواجه بيها المخاطر، بنسميها نوين ان نوين، مخاطر معروفه ولكن مجهوله الحدوث، ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. يعني وانا بحفر كسرت بنيه تحتيه، اعالجها منين البنيه التحتيه دي لو انا ما عملتش حسابها في التكاليف من الاول؟ فلازم اخلي معايا كونتنجنسي ريسيرف، احتياطي الطوارئ، عشان اواجه بيها المخاطر اللي انا ممكن اكون محددها مسبقا. هتقول لي احنا نعرف المخاطر دي ازاي؟ في ادوات واساليب بتساعدك انك انت تحدد بيها اكبر عدد ممكن من المخاطر من قبل ما تبدا المشروع، وفي مخاطر بتكون معروفه مسبقا وانا لسه في مرحله بوقع العقد والميثاق ولسه في البدايه خالص. رايح اعمل مشروع في اليابان، عارف ان من قبل ما اروح اليابان ان في مخاطره من قبل ما ابدا المشروع، ومن قبل ما اروح هناك ان ممكن يحصل زلازل ويحصل لي كراكس او شروخ في المبنى اللي انا شغال عليه. فلازم احط لنفسي كونتنجنسي عشان اقدر اواجه بيها الكلام ده. رايح اعمل مشروع في روسيا، عارف ان في مخاطره عامه من قبل ما اروح روسيا ان ممكن يحصل لي امطار وسيول تاثر لي على المشروع، تصدي لي الحديد والى اخره. لازم يكون معايا كونتنجنسي عشان اقدر اعالج المواقف اللي انا بتحط فيها. تمام كده يا شباب؟ هو ده المقصود باحتياطي الاداري، اسمه كونتنجنسي ريسيرف، لمواجهه المخاطر. نوين، نوين يعني انت عارفها وكاتبها عندك في سجل المخاطر، النوين يعني ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. اذا حصلت يبقى في مبلغ في جيبي اقدر اصرف بيه على المخاطره لو حصلت، واذا ما حصلتش المبلغ كده كده متوفر في جيبي، لان انا مش عارف ايه اللي هيقابلني بعد كده في المشروع. فمثلا حضرتك هتروح بقى مزود 500,000 على المليون، بقى انت حضرتك كده معاك، خد بالك بقى، مليون ونص. المليون ونص دي اسمها، ركز معايا بقى، ميزانية التكلفة مش ميزانية المشروع. ميزانية التكلفة بنسميها ميزانية التكلفة، بنسميها الكوست بيز لاين، يعني الخط المرجعي للنطاق، بنسميها الميزانية عند اكتمال الأعمال. هي المليون ونص دي اللي المفروض حضرتك هتخلص المشروع بيه، هو ده المليون ونص اللي هو في جيبك انت كمدير، اللي هو اندر يور كنترول از بروجكت مانجر، هو ده اللي تحت سيطرتك كمدير مشروع، هو ده اللي الشركه او مجلس الاداره عندك هتوفره لك بناء على تدفقات نقديه مطلوبه، كل فتره هيوفروا لك مبلغ معين. يبقى انت حضرتك هتخلص المشروع بالمليون ونص ده، اسمها ميزانيه التكلفه. ركز بقى معايا، ده اللي انت هتطلبه من الاداره. خدوا بالكم يا شباب عشان تفهموا حاجه الناس مش فاهمها كويس، هو ايه التكاليف وبتحسب التكاليف، وعمال تقول لي عمود ونجاره وخرسان، وليه هحسب التكاليف اصلا؟ هي مش المشروع رسي علينا من زمان وخلاص؟ يعني انا الشركه بتقول لي المشروع تعالى رسي علينا ب 50 مليون ومده المشروع 4 سنين. تعالى يا مهندس فلان، تعالى امسك مدير المشروع، خلاص المشروع رسي علينا. طب واحنا بنحسب تكاليف ليه؟ واتعب فريق التخطيط معايا او فريق المشروع او فريق الحسابات معايا اللي بيشتغلوا على التكاليف واللي بنعمل جداول زمنيه ليه اصلا؟ طب ما المشروع رسي علينا 50 مليون ومدته 3 4 سنين. لانك انت لازم تعيد الحسابات دي من تاني كمدير، او انه يقول لك تعالى امسك مدير المشروع، هات بقى الفريق بتاعك وتعالوا يا جماعه نحسب التكاليف ونحسب الجداول الزمنيه، نشوف احنا هنخلص المشروع في قد ايه ونخلص المشروع بكام. ليه؟
هو معنى ان المشروع راسي عليك ب 50 مليون معناه ان انت هتنفذه ب 50 مليون؟ امال انت هتحقق مربح ايه للشركه بتاعتك؟ العقد حاجه والخطط اللي انت بتحطها مع فريقك حاجه تانيه. كل اللي احنا بنعمله في الخطط والعشره اللي احنا بنشرحهم دول ليس للمالك اي علاقه بيه نهائي، المالك ممكن يتدخل معاك في جدول زمني ويقول لك الجدول الزمني معاك ازاي، لكن لما نيجي نتكلم عن خطه التكاليف مفيش مالك هيجي يقول لك انت حاطط دي بكام وهتكسب فيها قد ايه؟ فاللي احنا بنعمله ده شان داخلي ما بين المدير وفريقه. في حاجات بنبلغ بيها المعنيين بعد كده، لكن مش كل الخطط اللي احنا بنتكلم عليها دي الملك من حقه ان هو يتدخل فيه. تمام؟ فانا كمدير مشروع لما يقول لي تعالى امسك مدير مشروع انا بعيد بقى حساباتي من تاني عشان اقول للشركه بتاعتي انتوا راسي عليكم المشروع ب 50 مليون انا هنفذ المشروع ب 30 مليون وهحقق لكم مكسب 20 مليون. المشروع راسي علينا في 4 سنين انا هنفذ المشروع في 3 سنين ونص عشان ندي لنفسنا 5 6 شهور نعرف نسلم المالك، عندنا مشاكل في التسليمات، لو الراجل زعلان من حاجه معينه نضمن كده نكون في الـ في الـ في السيف سايد عشان ما تحصلناش مشاكل ونتاخر وبالتالي يفرض علينا عقوبات او غرامات اللي موجوده في العقد. فالمليون ونص دي المليون اللي هي تكلفه الانشطه وزودنا عليها الرواتب وزودنا عليها التكلفه غير المباشره كده مليون. هزود 500,000 انا كمدير اسمها كونتنجنسي ريزيرف احتياطي الاداري اسف الاحتياطي الطوارئ لمواجهه المخاطر النون اللي انا عارفها وكاتبها عندي في سجل المخاطر ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. يبقى المليون ونص دي اللي في جيبي انا كمدير مشروع اللي هاخدها بناء على تدفقات نقديه مطلوبه الشركه او الاداره العليا هتوفرها لي. حلو جدا. بنسميها ميزانيه التكلفه. يروحوا جايين بقى مجلس الاداره بتاع الشركه بتاعتك يروح ضايف كونتنجنسي كمان مثلا 500,000 اسمها بنسميها مانجمنت ريسيرف احتياطي اداري. ال 500,000 اللي انت ضفتها كمدير مشروع الاحتياطي اللي في جيبك انت لمواجهه المخاطر النون انون. لكن الاداره لما بتضيف 500,000 او 300,000 ايا كان المبلغ بناء على حساباتهم طبعا الاحتياطي ده بنسميه مانجمنت ريسيرف لمواجهه المخاطر النون انون. النوين النوين يعني ايه يا شباب؟ يعني مواجهه المخاطر الحاجات المخاطر اللي على البال ولا على الخاطر اللي انت اصلا يا مدير المشروع ما كتبتهاش عندك في سجل المخاطر ممكن تحصل حاجه معديه عليك انت مش واخد بالك منها. لو حصلت المخاطره دي نقوم نعرف انت يا مدير المشروع تصرف عليها من فين؟ ها؟ تصرف عليها من المانجمنت ريسيرف من الاحتياطي الاداري اللي بتخصصه الاداره لمثل هذه الانواع من المخاطر. يبقى اي مخاطره حصلت وانت شغال في المشروع انت عامل حسابك عليها وكاتبها عندك في سجل المخاطر تاخد من الكونتنجنسي بتاعك ال 500,000 اللي انت حاططها. لكن لو حصلت حاجه بلول على الخاطر وانت ما كنتش عامل حسابك عليها خالص ولا كاتبها عندك في السجل ما تصرفش عليها من الكونتنجنسي اللي في جيبك، لا خد من الاحتياطي الاداري بتاع الاداره العليا. عشان كده هم بيسموها لمواجهه المخاطر الانون انون. لو حصلت عندك حاجه يا مدير المشروع مش مكتوبه عندك في السجل وانت ما كنتش عامل حسابك اعمل لنا حاجه اسمها تشينج ريكويست او اكتب لنا طلب تغيير عشان تطلب فلوس لمواجهه المخاطره اللي حصلت وانت مش كاتبها عندك في السجل. اهو ال 500,000 اللي بيضيفوها الجماعه بتوع المانجمنت ريسيرف دول يبقى كده ميزانيه المشروع بالنسبه لي 2 مليون وهي دي بنسميها البروجكت بادجت او ميزانيه المشروع وليس ميزانيه التكلفه. يبقى اذا المليون ونص بتاعتك انت دي بنسميها ميزانيه التكلفه اللي المفروض هتخلص المشروع بيه، لكن لما بنضيف المانجمنت ريسيرف الاحتياطي الاداري بتاع الاداره العليا ال 500,000 يبقى الاجمالي كله 2 مليون هي دي اللي بنسميها البروجكت بادجت او ميزانيه المشروع. ادي باختصار موضوع التكاليف. مهم جدا بقى لما نيجي نعمل كوست كنترول على التكاليف بعد شهر او 2 او 3 تعالى نعمل نقطه من اول السطر. يا شباب اللي بيشتغلوا على التكاليف احنا المفروض في الثلاث شهور اللي فاتوا او في الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا كنا المفروض نصرف قد ايه؟ يا شباب احنا هنعمل الناس اللي بترفع ايديها احنا هنعمل فقره في الاخر للي عنده سؤال، اي حد عنده سؤال يكتبه وبعد ما انا اخلص هقدر اجاوبكم على كل الاسئله اللي انتم عايزينها. بس عشان لو انا سمحت بالاسئله دلوقتي والمحاضره هتكون ممله وهنفقد تركيزنا من الموضوعات اللي انا بتكلم فيها لو تسمحوا لي يعني. مهم جدا بقى بعد شهر 2 3 اشوف هل في الفتره اللي فاتت دي انا صرفت طبقا لما هو مخطط لي؟ كنت المفروض اصرف 100,000، لا ده انا الاقي نفسي وركزوا معايا يا شباب صرفت ها كنت المفروض اصرف مليون لقيت نفسي صارف 1,100,000. اذا انا متجاوز في التكاليف. الناس بقى اللي هتاخد كورس اداره المشروعات وتتعمق في الموضوع ده حلو جدا يا باشمهندس مصطفى، لو احنا بقى متجاوزين في التكاليف او عرفت الاداء فيما سبق، خد بالك بقى معايا الاداء فيما سبق بيقول ان انا ماشي كويس خلاص هكرره في المستقبل عند النقطه اللي انا واقف عندها. طب لو الاداء مش كويس عندي 4 حالات
ان انا الاداء اللي فات ده خدوا بالكم يا شباب هيتكرر معايا في المستقبل. طب الاداء اللي فات ده هيتكرر معايا في المستقبل بسلطاته ببابا غنوجه، يعني لو انا متاخر في التكاليف او صارف 100,000 معناها ان انا لو مشيت، لو مشيت في الفتره اللي جايه على نفس الخطه بتاعتي معناه ان ال 100,000 زياده دي هتترحل معايا لاخر المشروع. فلو انا هخلص المشروع بمليون يبقى انا كده هخلصه بمليون و100,000. تمام كده؟ حلو جدا. في اربع حالات انا مش حابب ان انا اخش فيها واتعمق فيها دلوقتي لان هتاخد وقت كبير في الشرح. جوه شابتر التكاليف حاجه اسمها الكوست كنترول، نعرف ازاي نتحكم في التكاليف في المشروع. لو انا تجاوزت في التكاليف اعمل ايه عشان ارجع خطه التكاليف للوضع الطبيعي. اذا وانا بجمع المتطلبات بتاع اي مشروع لازم تكون عارف انك بتجمع متطلبات السكوب، انت هتعمل ايه بالتفصيل في مده زمنيه قد ايه، ده الجدول الزمني، بتكلفه عامله ازاي، هي دي التكاليف، بتكلفه قد ايه، بجوده شكلها عامل ازاي، انت الجوده بتاعتك ايه نظامها في المشروع بتاعتك. هل احنا لما بنيجي نشتغل على المشاريع بنشتغل بمواصفات الجوده العالميه؟ بناء على المشروع بتاعك، بناء على حجم المؤسسه، بناء على ثقافه المنظمه، انت بتحط خطه اداره الجوده تتناسب مع امكانيات الشركه او المنظمه او المؤسسه اللي انت بتشتغل فيها. ما حدش يقول احنا بنشتغل بمواصفات جوده عالميه لان المشاريع بتختلف من مشروع لمشروع والجوده بتختلف من مشروع لمشروع. طيب الجوده دي من احد اهم الاشياء او اهم المجالات المعرفيه اللي بترتب عليها نجاح وفشل المشاريع، ان احنا بنعمل شغل كويس او مش كويس. ركزوا معايا يا شباب، بدايات الجوده دي لما نشأوا عن طريق جماعه اسمهم الكيو سي. في منكم اللي بيسمع عن الجوده وفي منكم اللي شغال في الجوده، دايما بنسمع عن الكيو سي كواليتي كنترول والكيو اي اللي هم الكواليتي اشورنس، ولا احنا عارفين الفرق من الكواليتي اشورنس ولا الكواليتي كنترول، والدنيا بتعك مننا. وهنفهم بقى مع بعض في ثلاث دقايق كده يعني ايه الجوده. الجوده دي لما نشأت يا شباب نشأت عن طريق جماعه الكيو سي كواليتي كنترول. جماعه الكواليتي كنترول دول في الاول كده كانوا بيفضلوا قاعدين حاطين ايديهم على خدهم كده ما بيعملوش اي حاجه غير ان هم يستنوا المنتج يجي لهم في الاخر ويعملوا عليه انسبكشن، يعملوا عليه فحص. بصوا لي كده يا شباب، مش احنا قلنا ان احنا بنعمل المشروع عشان نطلع بمنتج؟ لو المنتج ده موبايل مثلا فبعمل المشروع. مشروع يعني ايه؟ مشروع يعني اعداد الموبايل ده والديزاين بتاعه وشكل الموبايل هيكون عامل ازاي وفي ايدج ولا ما فيهوش ايدج، وبعدين اخش اشتغل على المذر بورد من جوه زي كده. انت بتعمل مشروع عشان تطلع بفيلا، المنتج بتاعك فيلا. طب المشروع بقى مليان تفاصيل جدا، حفر وردم واساسات وخرسانات وهيكل وتشطيبات والى اخره عشان اطلع بالفيلا. اذا بعمل مشروع عشان اطلع بالمنتج اللي اسمه الموبايل ده. حلو جدا. جماعه بقى الكواليتي دول، الكواليتي كنترول دول كانوا يفضلوا قاعدين كده حاطين ايديهم على خدهم لحد ما الموبايل ده يجي لهم في الاخر ويبداوا يعملوا عليه الانسبكشن، ويبداوا يعملوا عليه انسبكشن يعني فحص، ويبداوا يطلعوا فيه القطط الفطسانه بقى، الموبايل ده كذا كذا ومشكلته كذا ومش عارف ايه. فتيجي حضرتك تصلح العيوب اللي ظهرت فيه تلاقي ان تكلفه الاصلاح عاليه جدا جدا جدا، لان حضرتك منتظر المنتج يجي لك في الاخر عشان تشوف انت شغال صح ولا لا. دي بدايات الجوده. ففطنوا كده جماعه الكيو سي وربنا هداهم لمبدا اسمه البريفنشن اوفر انسبكشن، يعني الوقايه خير من العلاج زي ما احنا بنقوله. قال لك احنا ننشئ فريق من ضمن فريق الجوده اسمه الكواليتي اشورنس كيو اي. مهمه الفريق ده انه يراقب عليك اثناء البروسيس وانت شغال، واقف لك هنا في الحل. كل ما تيجي تعمل خطوه يقول لك استنى، انت بتشتغل طبقا للشروط والاشتراطات والمعايير بتاعت الجوده ولا بتشتغل من دماغك وخلاص؟ اذا جماعه الكواليتي اشورنس اللي بيراقبوا عليك اثناء التنفيذ لهم دور كبير جدا ومهم جدا في نجاح وفشل المشاريع. لا هم فاهمين كده ولا الادارات العليا بتدعمهم ولا بتوفر لهم متطلباتهم عشان يقدروا يسلموا الديليفرابلز او الاوتبوتس او التسليمات طبقا لمعايير الجوده. هم خط الدفاع الاول، كل ما تيجي تعمل حاجه يقول لك استنى. ودايما بضرب مثال وبشبههم بان انت لو بتيجي تعمل كوبايه شاي او قهوه او نسكافيه وتيجي تفتح الحنفيه كده، وتيجي تفتح الحنفيه وتحط البراد تحته منه، جماعه الكره الشمس يقول لك استنى، هي الميه دي اصلا معالجه ولا مش معالجه؟ انت مفلترها ولا لا؟ فيتاكد انك ماشي تمام في الميه والميه اوكي. طب لما تحط الميه في البراد يقول لك استنى، هو انت يعني مين قال لنا ان الميه لما تنزل تتفاعل مع البراد مش هيحصل مشكله؟ لحد ما اتاكد ان التفاعل ما فيش اي مشاكل فيه. تيجي تشغل البوتاجاز عشان تحط البراد ده، عمال يقول لك استنى، انت بتولع البوتاجاز ازاي؟ بالكبريت ولا بالولاعه ولا سيلف ولا ولا؟ اذا كل خطوه واقف لك في الحل يشوفك انت بتعملها مظبوط ولا لا. تيجي الميه تغلي وتشيل البراد من على النار يقول لك لا استنى، انت اصلا بتشيلها ليه؟ انت وصلت لدرجه الغليان ولا لا؟
تعال حط الميه في الكاسه، يقول لك الميه وهي مغليه لما تتفاعل. طب حطها في كاسه ورق ولا كاسه ازاز ولا كاسه فخار ولا مين قال ان الميه وهي مغليه كده لما تنزل في الكاسه مش هتتفاعل، وبالتالي التسليمات بتاعتك مش هتطلع كويسه والى اخره. اذا واقف لك في كل خطوه، هو ده دور جماعه الكواليتي اشورنس، بيراقب عليك اثناء البروسيس انت بتعمل ايه وطبقا للمعايير بتاعت الجوده ولا لا. فبالتالي ركزوا معايا يا شباب، فبالتالي الديليفرابلز او التسليمات اللي بتعدي من جماعه الكيو اي اللي هم خط الدفاع الاول عشان تروح بعد كده للكيو سي اللي كانوا نايمين وحاطين ايديهم على خدهم، بيطلع المنتج او التسليمات بتروح لجماعه الكيو سي دي باقل عدد ممكن من الاخطاء. فبالتالي الكيو سي دول لو اكتشفوا خطا بيكون تكلفه الاصلاح بتاعته بسيطه، لان هيكون خطا بسيط جدا عدى من جماعه الكواليتي اشورنس. ركز بقى معايا. طب حتى لو في خطا بسيط عدى من جماعه الكواليتي اشورنس راح لجماعه الكواليتي كنترول دول، اذا البروسيس فيها مشكله، الخطا ده طلع منين؟ اذا في مشكله في العمليه اللي احنا بنشتغل عليها، ومن هنا بنعمل حاجه اسمها بروسيس امبروفمنت، تحسين الجوده عن طريق حاجه اسمها السكس سيجما واللين سكس سيجما. دي شهادات اللي منكم سمع عنها. اللين سيجما السكس سيجما هي اللي بتعمل التحسينات بقى وتكتشف المشاكل والاخطاء وتعمل حاجه اسمها كونتينوس امبروفمنت، التحسين على الجوده، ان هي بتاخد التسليمات او الديليفرابلز او بتشتغل على المنتج اللي طالع ده وتوصله تقريبا لدرجه الكمال. يعني بتشتغل على المنتج ده عشان توصله لدرجه 99.9999، يعني يكاد يكون المنتج مكتمل. دول جماعه السكس سيجما. جماعه اللين سكس سيجما بيشتغلوا من ناحيه ثانيه، ان هم بيقللوا الهدر، الويست، الهدر اللي بيحصل في مشاريعنا من وقت وجهد وفلوس وموارد وريسورس بنستغلها استغلال سيء، والمعده مثلا تبقى عليها المفروض يشتغل عليها عامل واحد، نخلي المعده يشتغل عليها 3 و4 عمال، فانت كده بتستخدم العماله استخدام سيء، مش عارف تستغلهم كويس. فكل الهدر اللي بيحصل من وقت وجهد وفلوس دول بيشتغلوا عليهم جماعه اللين 6 سيجما. من هنا بتيجي التحسينات على الجوده. جماعه ال 6 سيجما بيوصلوا لي المنتج بتاعي والتسليمات اللي طالعه دي لدرجه الاكتمال 99.999، وجماعه اللين 6 سيجما بيقللوا لي الهدر اللي بيحصل في المشاريع بتاعتنا، وهو ده الهدف بقى من الجوده، ان انا بعمل احلى شغل باحلى مواصفات باقل التكاليف. ادي كده ملخص شابتر بنتكلم فيه عن الجوده اللي حابب يتوسع بعد كده من خلال ان هو يتعمق شويه في البي ام بي، وانا تحت امركم في اي حد يطلب اي حاجه مني في اداره المشروع. اذا لو سمحتوا بقى، لما نيجي ندير مشروع لازم اكون عارف ان في متطلبات 4 لازم اجمعهم. متطلبات السكوب هعمل ايه بالتفصيل، متطلبات الجدول الزمني هعمل ايه بالتفصيل، في مده زمنيه قد ايه، بتكلفه كام، بجوده شكلها ازاي. دول المتطلبات الاربعه لاي مشروع. عشان تمسك مدير مشروع خليك فاهم انك لازم تجمع الاربع متطلبات دول. حلو جدا. تعالوا بقى ننقل نقله ثانيه وعايزك تركز معايا فيها. حضرتك مع مين بتتعامل في المشروع؟ ورك وذ هو او وذ هوم تو ديل، انت بتتعامل مع مين؟ انا بتعامل مع الريسورسز. خدوا بالكم يا شباب، الريسورسز عباره عن 4 حاجات. الريسورسز عباره عن 4 حاجات: عماله ومعدات ومواد وموردين. البي ام اي اللي هي الجهه اللي بتصدر العلم ده، المعهد الامريكي لاداره المشروعات، كان في الاصدار السادس ما كانش مسميها الريسورسز، للاسف كان مسميها الاتش ار. ودي كانت احد الاخطاء الظاهره عندهم، لان انا كمدير مشروع ما بتعاملش مع الاتش ار بس، يعني ما بتعاملش مع بشر بس. طب والمعدات والموارد والموردين، الماده الخام اللي بشتغل فيها. فتداركوا الخطا ده في الاصدار السادس وسموها الريسورسز بشكل عام. خليك عارف بقى ان الريسورسز عماله ومعدات ومواد وموردين. حضرتك بقى وانت بتتعامل مع الريسورسز دي، هل في فرق بينك انت كمدير لما اجي ادير الاتش ار اللي هي الموارد البشريه او الموظفين، وبين ان انا ادير المعدات والمواد الخام اللي بشتغل بيها؟ طبعا هنا بتعامل مع بشر. ركز بقى معايا، حضرتك لازم تكون فاهم تتعامل مع الموارد البشريه ازاي، ايه السكيلز اللي بتمكنك انت كمدير انك تتعامل مع البشر. حضرتك لازم تكون عارف وانت بتتعامل مع الموارد البشريه دي ايه هي المراحل اللي بيمر بيها اي فريق عمل. حضرتك كمدير لازم تكون عارف ان في 5 مراحل بيمر بيها اي فريق عمل. حتى انت كموظف وانت داخل تشتغل في مكان جديد خليك عارف ان في 5 مراحل هتمر بيها. اول مرحله بنسميها الفورمينج، يعني التشكيل او التكوين، لسه الفريق بيتكون والموظفين بيبداوا جديد يخشوا المكان جديد، فوضع طبيعي ان المرحله دي بتكون مرحله هدوء واستقرار ومحدش عايز يعبر عن نفسه وكله عمال يقرا المشهد من بعيد،
وكله كده شغال في صمت. فالمرحله دي بنسميها هدوء ونازليه واستقرار. تخش بقى على المرحله الثانيه، انت مش هتفضل نايم كده، تبدا تعلن عن نفسك بقى، كل واحد يبدا يعلن عن نفسه، وهنا تبدا الصراعات في العمل، كل واحد يبدا يشتغل، تضارب المصالح. تيجي تتكلم مع موظف زميلك يقول لك لا ما ترفعش صوتك عليا، لا انت كده تعديت على شغلي، لا انت كده مش عارف ايه، يا سيدي انا ما ارفعش صوتي عليك، انا اللي صوتي بس عالي شويه، انت يعني طباع بعض وسلوكيات بعض ومش فاهمينها. فالمرحله دي اسمها مرحله العصف، ودي اصعب مرحله على اي رئيس قسم او مدير اداره او مدير مشروع لما يجي يتعامل مع الموارد البشريه. خليك عارف انك لازم تمر بالخمس مراحل دول. مرحله الهدوء اللي في الاول بنسميها الفورمينج، بعدين الستورمينج اللي هي العصف والصراعات والمشاكل. بعد كده الوقت يعدي شويه، تبدا تخش على مرحله اسمها النورمينج، اسمها التكيف والموائمه او السلاسه والتكيف. ان كلكم كده بتعرفوا طباع بعض وسلوكيات بعض. اه ده المهندس مصطفى هو بيكلمني، ده هو بس طبيعه صوته عالي شويه، لكن انا فهمته وايقنت انه مش بيرفع صوته ولا حاجه. ده فلان ده وهو بيعمل المشكله دي فعلا ما كانش يقصد ده شغلي، بس هو ما كانش فاهم ان ده شغلي. فتبداوا تعرفوا عادات وسلوكيات بعض، فتبدا الدنيا تمشي شويه. عشان كده بنسميها الموائمه والتكيف. المرحله الرابعه من مراحل تكوين الفريق اسمها البرفورمينج، ودي اي رئيس قسم او مدير اداره او مدير مشروع يتمنى ان فريق العمل يوصل للمرحله اللي اسمها البرفورمينج، مرحله بنسميها مرحله الاداء العالي. اهم ما يميز المرحله دي ان الفريق بيقتنع تماما انه لازم يجنب مشاكله الشخصيه كده على جنب، ويفضل مصلحه العمل ومشاكل العمل ومصلحه المشروع. بيقتنع تماما ان احنا حتى لو بنختلف مع بعض لازم نوصل لحل، ما بنحاولش نشخصن المشكله، لا احنا بنختلف عشان نوصل لاتفاق في الاخر وحلول للمشاكل اللي بنمر بيها في المشاريع. دي المرحله الرابعه. اخر مرحله بيسموها ريليزنج او ادجورنينج، اللي هي تسريح فريق العمل. خلصت مشروعك تمشي فريق العمل، او لو عندك مشروع تاني تودي الفريق على مشروع تاني. مهم جدا انت كمدير تكون عارف ايه الخمس مراحل اللي بيمر بيها اي فريق عمل. مهم جدا انت حضرتك كمدير تكون عارف ايه الخمس اساليب اللي بنحل بيها الاشكالات والصراعات والنزاعات اللي بتحصل في بيئه العمل. عندي خمس اساليب. لو اثنين موظفين زعلانين تحت منك، اول اسلوب بنسميه افويد او ويزدرو، يعني التجنب او الانسحاب. اثنين موظفين جايين زعلانين، فتقول لهم طب معلش مش وقته، طب انا عندي اجتماع، طب بس ناجلها شويه لبكره. انت كده ما حلتش المشكله، بس هديت الجو شويه. ده اسلوب من اساليب حل الصراعات والاشكال، ان انا بهدي الدنيا بس شويه، الدنيا شايطه فانا بهديها. تاني اسلوب بنسميه سموث او اكوموديت. تعالوا بقى اللي انتوا الاثنين اللي زعلانين من بعض، ايه رايكم نركز على نقاط الاتفاق وسيبوا بس نقاط الخلاف نتكلم فيها بعدين. برضو انت برضو ما حلتش المشكله جذريا، لكن برضو امتصيت وريحت الناس شويه وهديت المشكله. تمام كده؟ في اسلوب تاني اسمه كولابوريت او بروبلم سولفنج، ان انا بقى ايه بجيب الطرفين وممكن اقول لفلان انت غلطان وانت غلطان، واحاول اقنعهم باسلوبي انا بالمهاره اللي عندي. ممكن نجمع اكبر عدد ممكن من الاطراف، اجيب المدير المباشر اللي هنا واجيب المدير المباشر اللي هنا، عشان احيانا انت ما تيجي تقول لواحد غلطان ما يقتنعش، بس لما يكون كذا شخص يقول له لا انت غلطان فتبدا الناس تقتنع. ولازم هي افضل وسيله في حلول الاشكالات والصراعات والنزاعات اللي بتحصل في بيئه العمل، انك انت لازم تخرج بالنتيجه وين وين، يعني الطرفين لازم يكونوا فايزين، الناس يكونوا مقتنعين، ومين غلطان، لا انت هنا غلطان، لا انت غلطان في الحته دي. وبالتالي هي افضل وسيله لحلول الاشكالات والصراعات والنزاعات اللي بتحصل في بيئه العمل، بنسميها كولابوريت او بروبلم سولفنج. اصلا حلول الاشكالات قايمه على التعاون ما بين الناس وبعضها. طب مين اللي المفروض يحل الصراع في اوله؟ الاطراف المتصارعه نفسها، اي حد يحصل خلاف او موظفين او اثنين عمال، المفروض هم يحاولوا يحلوا المشكله ما بينهم وبين نفسهم. الكلام ده ما بيحصلش في مشاريعنا بس، انا كمدير عن طريق التدريب او المحاضرات نبدا نوعي الناس ان لو في مشاكل في العمل نحتويها، المشكله ممكن تروح للمراقب، وبعدين ممكن تروح للمشرف، تروح للسوبرفايزر انجينير، لكن مش كل مشكله تحصل هنرفعها لمدير المشروع. فبالتالي انت عشان تختار اي اسلوب، في اسلوب تاني اللي هو الاسلوب الاخير تقريبا، اللي هو بنسميه فورس دايركت، اللي هو بيعتمد على الاثوريتي او القوه او الباور او الصلاحيه بتاعتك انت كمدير مشروع. اثنين زعلانين من بعض وتيجي تجرب معاهم الاسلوب الاول مش نافع، الاسلوب الثاني مش نافع، الاسلوب الثالث مش نافع، والمشروع بتاعك متاخر في الجدول الزمني، وانت صارف اكتر مما هو مخطط ليه، والناس عماله تتدلع، عمال تحاول توفق ما بينهم والناس عماله تتدلع. في الحاله دي انت بتعمل ايه كمدير؟ بستخدم سلطتي او صلاحيتي كمدير المشروع بالاثوريتي بتاعتي، انت اعمل كذا وانت اعمل كذا، اتفضل على مكتبك وانت اتفضل على مكتبك، والكلام ده مش عايزه يتكرر مره ثانيه. سلطتك وصلاحيتك انت كمدير للمشروع بالباور بتاعك، بنسميه الفورس دايركت.
لكن انا ما انصحش ان المدراء دايما، ودي احد الاخطاء اللي بيقع فيها المدراء، ان كل قراراته بتعتمد على الفورس دايركت، على سلطتي وصلاحياتي. فبالتالي انت بتكره فريق العمل فيك وبتكره الموظفين فيك لانك بتعتمد على السلطه والصلاحيه. في شابتر الريسورسز، واحنا بنتكلم عن الريسورسز، لازم حضرتك بقى ركز بقى، انت تعرف تكون ليدر يعني قائد، وانت تكون مانجر يعني مدير. عمرك ما هتكون مانجر الا لما تكون عارف مهارات القياده بتاعتك. في ناس بيختلط عليها الفرق بين الليدر القائد والمانجر. يعني لو احنا راكبين سياره وانت حضرتك سواق هنا وانت المدير هنا البيج بوس وفي ناس هنا، والسياره دي اتلت منك، الكفر ده ضرب، فالناس دي كلها نزلت تزق العربيه كده وانت قاعد قدام زي الباشا، في الحاله دي انت كده بتتعامل مدير. لكن لو حضرتك مشكوره نزلت من العربيه وبدات تزق العربيه مع الناس عشان تركنوها على جنب من الطريق او تودوها البنشر اللي هنا او محل الكاوتش اللي هنا، فانت في الحاله دي حضرتك بتتعامل كليدر. لما نيجي نعقد مقارنه بين الليدر والمانجر، بتلاقي المقارنه كلها رايحه في مصلحه مين؟ الليدر. انا مش عايزك تفهم ان احنا بنتكلم عن شخصين مختلفين، حتى لو انت حسيت ان انا بتكلم عن شخصيتين مختلفين اللي هي الليدر والمانجر، انا عايز حضرتك تحطهم في شخصيه واحده اللي هي المانجر. هي اداره المشروعات بقى، عشان تكون مانجر ناجح لازم تعرف مهارات القياده. عمرك ما هتكون مانجر ناجح الا لما تكون ليدر ناجح. الليدر بيبقى عارف قيمه التولز والتكنيكس، عارف قيمه العماله اللي بيشتغل بيها. الراجل المانجر ده بيتعامل دايما بلغه الارقام، هتخلصوا دي امتى؟ انا عايز الحاجه دي تخلص بعد اسبوع، ملوش دعوه بقى تخلص بعد اسبوع ازاي، هو عمال يدي اوامر وخلاص. اللي يعرف مين الراجل الليدر ده؟ هو اللي عارف قيمه الناس بتوعه، هو اللي بيتعامل معاهم لانه عارف قيمتهم. هنا الراجل المانجر ده بيتعامل معاهم يقول لك اه ده بيجوا الساعه 9 عشان خايفين مني، لازم كل واحد يجي بدوامه. ده بيتعامل معاهم وبيديهم ثقه في نفسهم ويخليهم ياخدوا قرارات وبيمكنهم وبيكون واقف على مسافه قريبه منهم ويسيبهم ياخدوا قراراتهم، ده كده الليدر. فالشخصيتين اللي انا بتكلم عليهم دول لازم حضرتك تجمعهم في المانجر عشان تكون مانجر ناجح. عشان تكون مانجر ناجح لازم حضرتك تكون فاهم يعني ايه ليدر. في حاجه اسمها سيرفنت ليدر شيب، القائد الخادم او القياده الخادمه. على سبيل المثال منها انك انت ليزس فير. ليزس فير يعني ايه؟ يعني ما بتتدخلش في شغل الناس، انت بتديهم الخطوط العريضه، القائد يعني الناجح للناس بتوعك، وتبقى واقف على مسافه قريبه منهم. ها، ومش معنى ان انت تديهم ظهرهم وتسيبهم يشتغلوا ويكونوا بيشتغلوا غلط، لا، اديهم الخطوط العريضه وخليك واقف على مسافه قريبه وشوفهم بيعملوا ايه، لو احتاجوا توجيه وجههم. سيبهم ياخدوا قراراتهم، سيبهم يحلوا اشكالاتهم، خليك واقف على مسافه قريبه منهم ومكنهم من شغلهم. في الحاله دي انت ايه؟ ليدر ناجح. ليزيس فير ما بتتدخلش في شغلهم، بتسيبهم ياخدوا قرارات برضه عشان تضمن ان المخرجات بتاعتهم تطلع مطابقه للمواصفات. سيرفنت ليدر شيب، قائد خادم، ما يكونش كل العلاقه ما بينك وبين فريق العمل انك تديهم اوامر وخلصوا لي دي واعملوا لي دي، لازم تخدمهم برضه. فلان بيشتغل معاك في الشركه والشركه بتدي له شهر ونازل يتجوز وشايف ان الشهر ده مش كفايه، اتوسط له وادي له شهرين ثلاثه. الناس بتشتغل اوفر تايم ومش عارفه تاخد مستحقاتها من الشركه، اخدم الناس وطالبهم بحقوقهم. يعني مش كل حاجه العلاقه بينك وبين فريق العمل ان هي تكون رسميه وشغل بس، لازم تقف مع الناس وتخدمهم وتكون انت قائد خادم. لازم تكون اكتف ليسننج وجود ليسنر، يعني بتسمع كويس وبتسمع كويس مش من طرف واحد. يعني احنا احد اهم الاخطاء اللي بنقع فيها كمدراء او كمشرفين، ان احنا اللي بيسبق ويلعب في ودننا كده شويه نسمع كلامه وناخد قرارات، لان احنا سمعنا من طرف واحد وده مش صحيح. انت لازم تسمع الاطراف كلها وتدي مجال تكون جود ليسنر، والعامل البسيط اللي جاي لك او المراقب او المشرف وهو بيحكي لك ادي له اهتمام، مش هو قاعد بيكلمك وانت قاعد شغال على الكمبيوتر، قول بس وانا معاك انا سامعك، ادي له اهتمام وادي له احترامه كده. لازم تتوفر فيك مهاره اسمها انك انت تكون جود ليسنر وبتسمع كويس. وانت بتتعامل بقى مع ريسورسز لازم تكون عندك كل المهارات المطلوبه في التعامل مع تحل الاشكالات والصراعات، تكون فاهم الخمس مراحل اللي بيمر بيها فريق العمل، تكون عارف امتى تتعامل كليدر وامتى تتعامل كمانجر. ده كده وانت حضرتك جزء بسيط انت بتتعامل مع ريسورسز ازاي والموارد البشريه. طب ده تعاملك مع الموارد البشريه، طب لما اجي اتعامل بقى مع المواد والمعدات، دوري انا فيها كمدير ايه بقى؟ دوري انا كمدير ان انا لازم اعمل التنسيق ما بين المستودعات والمخازن والمشتريات،
ان الموارد دي بتتوفر في الوقت المناسب والمكان المناسب عشان اروح انفذ الانشطه اللي موجوده على المسار الحرج هنا اللي هو اكبر مسار اللي اتكلمنا عليه عشان اضمن ان المسار ده ما يتاخرش، وبالتالي اضمن ان المشروع بتاعي ما يتاخرش واسلم المشروع في الميعاد اللي انا موقع عليه العقد. هو ده دورك وانت بتتعامل مع الفيزيكال ريسورسز. طب بتتعامل مع مين تاني يا شباب؟ خلاص عرفنا الريسورسز، بتتعامل مع مين تاني؟ بتعامل مع البروكيورمنت، بتعامل مع الستيك هولدرز اللي هم المعنيين. مين هم المعنيين؟ اي فرد او مجموعه اللي اتكلمنا عليها في الاول. طب اتعامل معهم ازاي؟ لازم تحددهم في بدايه المشروع. طب لما احددهم في بدايه المشروع لازم بقى تاخد كل واحد كده وتعمل حاجه اسمها ستيك هولدر اناليسيز، تحليل للمعنيين دول، يعني افهم كل واحد ايه الباور بتاعته، ايه سلطته وايه صلاحيته، وده هتعامل معاه ازاي. في واحد تري عنده باور عالي جدا بس مش مهتم بالمشروع، طب ده هتعامل معاه ازاي؟ في واحد تري عنده باور وعنده انترست وارجنس يعني لحوح، لا ده مهتم ولحوح يعني نطلب منك الطلب اكتر من مره، طب ده تتعامل معاه ازاي؟ وفي واحد تلاقيه عنده باور وعنده ايرجنسي وعنده ليجيتيميسي يعني شرعيه، شرعيه يعني لما يجي يتكلم معاك في الحته دي هو من حقه يتدخل فيها ولا لا؟ هتقول لي طب ما طالما بيتكلم معايا يبقى من حقه، لا مش بالضروره. يعني عندنا مشكله تخص بتوع الكهرباء بنتكلم فيها، ايه دخل الجماعه بتوع المدني مثلا؟ رغم ان الجماعه بتوع المدني من ضمن المعنيين بالمشروع، فبنتكلم في حته معينه ده مش ما تتدخلش فيها. انا بقول مثلا بضرب مثال يعني. تمام كده؟ يبقى مهم جدا ان انا اعرف الباور عند كل واحد، كل واحد اكتب قدام اسمه كده، ده راجل عنده باور، ده راجل بيهتم، ده راجل عنده شرعيه، لا ده راجل ما بيهتمش، ده راجل عنده واحده من الثلاثه، عنده باور بس. ها؟ لا ده راجل عنده اثنين، ده عنده باور وعنده شرعيه، ده عنده الثلاثه بقى، ده بيسموه خطير. ها؟ يعني عنده باور وعنده شرعيه وعنده ارجنسي يعني رغاي ولحوح، طب ده تتعامل معاه ازاي؟ مهم جدا الحاجات دي نفهمها واحنا بنيجي نتعامل مع المعنيين. مهم جدا وانت بتتعامل مع المعنيين ركز بقى تعرف الستيك هولدر اتيتيود، موقفه ايه من المشروع بتاعك. انت كمدير مشروع الراجل الملك ده ها او العميل ده ريزيستنت ليا، مقاوم ليا، كل ما نيجي نقول له عايزين نغير او في حاجه في مصلحه المشروع يقول لا انا مش موافق، فهو كده ريزيستنت ليك يعني مقاوم ليك. طب هل المعني الفلاني ده سبورت يعني مؤيد ليك؟ طب هل هو نيوترال يعني زي اللي راقص على السلم، له مؤيد وله معارض؟ طب هل هو ليدنج؟ ليدنج يعني استباقي، ده هو اللي بيدفعني انا كمدير ان احنا نغير لمصلحه المشروع. مهم جدا تحدد الاتيتيود ده في البدايه. لو واحد دايما مقاوم ليك تعمل ايه كمدير مشروع؟ هنا السكيلز اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان انا كمدير للمشروع الراجل ده مقاوم، هستخدم مهاراتي في ان انا انقله من الكرنت ستيت اللي هي الحاله الحاليه اللي هو عليها اللي هو مقاوم للديزايرد ستيت، الحاله اللي انا عايزه يوصل ليها. انا عايز انقله من مقاوم لمؤيد سبورت، بس الفجوه كبيره قوي والراجل ده دماغه متنحه معايا، همشي معاه واحده واحده، هنقله من 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 ريزيستنت يعني مقاوم ان انا اخليه على الاقل نيوترال، وبعدين انا هحركه من النيوترال دي اخليه بعد كده مؤيد ليا في المشروع. طب هتيجي ازاي؟ بالكلام. طب ما اقتنعش بالكلام احاول معاه مره ثانيه. طب ما اقتنعش لانك مصمم تمشي بنفس الاسلوب، المره الجايه بقى مش هتعامل بالكلام هتعامل بالصور. شوف يا عم لما قلنا التغيير ما كانش مقتنع بالكلام، لكن لما اعمل له برزنتيشن وعرض وباوربوينت، لما اجيب له موك اب او مجسم، ها شوف العربيه وهي داخله ارتفاع البوابه صغير، طب شوف لما حطينا نخلتين او شجرتين او الى اخره شكل المدخل بتاعك عامل ازاي، اتعامل معاه بالصور او البرزنتيشن. فاكيد طبعا الصور بيكون ليها دور كبير جدا جدا في انك تقنع بيها الناس او الفيديو، فبالتالي انت بتنقله من الحاله اللي هو مقاوم فيها للحاله اللي انت عايز يوصل ليها. بتتعامل مع البروكيورمنت اللي هي المشتريات. كلنا بنجيب سب كونتراكتورز بنتعامل معاها او مقاولين من الباطن، ايه هي السورس سيلكشن كرايتيريا؟ ايه معاييرنا في اختيارنا لمقاولين الباطن؟ كلنا بنروح نختار المقاول بناء على اقل سعر. وده مش صحيح. في بعض الاحيان مش صحيح. يعني خمس ست مقاولين، واحد مقدم اقل، واحد بمليون، تعالى يا عم نرسي عليك العطب، بس فنياته شغله مش كويس. فبالتالي لو شغله مش كويس انت هيبقى شغلك مش كويس وهتبقى تتفشل قدام المالك. المالك ملوش دعوه بالسب كونتراكتور، انت المسؤول قدام المالك. فلو جبت مقاول مش كويس انا شغلي هيبقى مش كويس، لو جبت مقاول هياخرني انا شغلي هيبقى برضو متاخر. يبقى لازم لما اجيب مقاول لازم عندي حاجه اسمها سورس سيلكشن كرايتيريا، معايير اختيار المقاول ايه؟ بختار بناء على اقل سعر ولا على الجوده؟ واحد مقدم لي بمليون، واحد قدم لي بمليون و200، واحد مقدم لي بمليون ونص، اروح انا مختار اقل سعر. طب اختار ابو مليون و200 عشان شغله كويس شويه، هطلع من وراه بارباح واطلع بجوده عاليه جدا، تعمل لي ايه بقى؟ السمعه اللي انا كلمتكم عليها في الاول. انا مش مهم عندي ان انا اكسب فلوس بس، كسبت فلوس ووفرت فلوس بس مش عارف احقق
جوده كويسه، وبالتالي العميل او المالك او الناس دي مش هتتعامل مع شركتي مره تانية يبقى انا فشلت في المشروع لان انا ما حققتش الانتنجبل، انا حققت فلوس بس وما حققتش الحاجات الغير ملموسه زي السمعه والريبوتيشن والعلامه التجاريه والى اخره. تمام كده؟ يبقى برضو لما باجي اختار مقاول البطن لازم اسال عليه هو ايه الشغل اللي كان عمله؟ ايه البيانات التاريخيه بتاعته؟ لازم اما اختار مقاول البطن لازم اختار مقاول عنده قدره على تحمل المخاطر. اصلا كلنا معظمنا بنتعامل مع مقاولين تلاقي المقاول ما عندوش القدره انه يبدا في المشروع بتاعك الا لما ياخد دفعه اولى. طب ده عنده قدره على تحمل المخاطر لو قابله مشكله في مشروع. لما نيجي نضرب بقى مثال بالشركات اللي عندها قدره رهيبه على تحمل المخاطر زي شركه بن لادن مثلا. ما عندها مشاكل كتيره جدا ومن ساعه حادثه الرفعه وهي عماله تقاوم ومفيش رواتب بتتاخر ولا اي حد مستحقاته دايما الناس بتاخدها وبتقاوم مخاطر كتيره جدا، لو اي شركه مكانها كانت ممكن تعمل ايه؟ فانت لما تجيب مقاول من اول قلم هتلاقيه اعترف لانه ما عندوش قدره على تحمل المخاطر، وبالتالي لو هو بيحفر كسر بنيه تحتيه ما عندوش قدره ان يتحمل البنيه التحتيه دي، هيصرف عليها منين؟ فكل دي حاجات لازم تراعيها لما تيجي تختار مقاول الباطن. لما نيجي نتعامل مع مقاول الباطن نقعد نقول للواحد قدم لي بروبوزل وقدم لي كوتيشن، ولا احنا فاهمين البروبوزل من الكوتيشن، عايزين نميز بين المصطلحين البسط دول. لما اقول لواحد قدم لي كوتيشن، كوتيشن يعني عرض سعر فقط، يبقى لوجيك ومنطقي لما اقول لواحد قدم لي عرض سعر فقط معناها الراجل ده كواليفايد عندي مسبقا، معناها الراجل ده مؤهل عندي قبل كده، فما بكلموش في الفنيات، انا طلبت منه عرض سعر بس، فبالتالي الراجل ده معروف عندي مسبقا، فانا مش هكلمك في فنيات، اهم حاجه تقول لي بس عرض السعر بتاعك كام. ده اسمه كوتيشن. لكن لما اقول لواحد قدم لي بروبوزل يعني قدم لي فنياتك ايه وسعرك ايه، فبالتالي بشوف فنياته عامله ازاي والجوده عنده شكلها ايه، هو ده الفرق بين البروبوزل والكوتيشن. مهم جدا بقى لما نيجي نتعامل مع مقاولين الباطن ان انا اعرف انواع العقود. هل مدير المشروع هو الطرف الرئيسي في التفاوض مع مقاولين الباطن يا شباب؟ هو مدير المشروع بيوقع على عقود؟ مدير المشروع ملوش في الشغل بتاع التعاقد مع مقاولين الباطن، اللي المفاوض الرئيسي في التعاقد مع مقاولين الباطن هم قسم المشتريات او مدير المشتريات او احد فريق المشتريات. انما مدير المشروع على الاقل يكون عارف بنود العقد عشان لو المقاول ده اخطا في حاجه معينه يعرف العقد بينص على ايه ويعرف يفهمه كويس. فمن باب احرى لما نيجي نتكلم عن المشتريات لازم اعرف انواع العقود. جوه شابتر المشتريات ده في ثلاث انواع من العقود، اشهر انواع العقود يعني. اول عقد بنسميه الفيكسد برايس او اللي انتم بتسموه اللام صم او المقطوعيه. المقطوعيه ده لما اجي اجيب مقاول واقول له تعالى خد لي الشغلانه دي انا عايزك تعمل لي 1 2 3 10 اتفقنا على السكوب وواضح، يقول لي انا هاخد الشغلانه دي منك بمليون، اقول له روح اشتغل الله يسهل عليك. لما المقاول ده يروح يشتغل كل المخاطر اللي بتقابله في المشروع مين بيتحملها؟ هو اللي بيتحملها لان هو قال انا هاخد المشروع ده بكذا وبالتالي انا وافقت كمالك، فبالتالي انت هتروح تحفر تكسر بنيه تحتيه، هتروح تشتغل تقابلك اي مخاطر، انت اللي شايل الشيله. فلما باجي اتكلم عن عقد اسمه فيكسد برايس اكون عارف ان المخاطر كلها مين بيتحملها؟ سب كونتراكتور او السيلر او المقاول. تمام كده؟ عندي نوع تاني، انا بتكلم باختصار عن انواع العقود، لكن جوه كل عقد ليه تفاصيل. تمام كده؟ حلو جدا. في نوع تاني اسمه كوست بلس، اللي هي المشاريع اللي بتبقى ميزانيتها كبيره زي مشاريع الحرم ومشاريع ميزانيتها كبيره. بنقول عليها كوست بلس، عقد استرداد التكلفه. او كوست ريمبرسبل يعني عقد استرداد التكلفه. ايه نظام العقد ده يا شباب؟ المقاول بيشتغل ويقدم فواتير انه عمل شغل بمليون، الملك يقول له اتفضل المليون وهتفق معاك بقى على الارباح بتاعتك، كل مليون هتجيبه هيبقى ليك عليه 100,000 مكسب، مثلا يا شباب انا بقول مثلا مش ارقام حقيقيه يعني. او كل مليون هتجيبه هدي لك عليه 10% من المليون، يا اما مبلغ ثابت يا اما على الفاتوره اللي بيجيبها، يا اما مبلغ ثابت يا اما نسبه. تمام كده؟ تفتكروا عقد بالشكل ده المخاطر مين يتحملها؟ أكيد المالك طبعا، هو المقاول ماله. شباب في حد بيشكي من الصوت، حد يرد عليا، الصوت واضح ولا إيه؟ الصوت طب الحمد لله. تفتكروا عقد بالشكل على فكره ممكن تتفاعلوا معايا وممكن تتكلموا يعني. تفتكروا عقد بالشكل ده الكوست بلس ده ان المقاول يقدم فواتير وياخد المبلغ اللي دفعه وياخد عليه النسبه بتاعت الارباح، تفتكروا عقد زي ده مين يتحمل المخاطر؟
المالك طبعا هو المقاول الخسران ايه؟ يعني انا هشتغل بمليون، هرفع هاخد المليون ياخد النسبه عليه. جوه العقد ده في ثلاث انواع من العقود مثلا. اول حاجه بنسميه الكوست بلس انسنتيف في، يعني ايه؟ فيكسد في، الاول حاجه اسمها فيكسد في، يعني كل مليون هتجيبه هدي لك عليه الرقم بتاعك بتاع الارباح، يعني نسبه يا رقم زي ما قلت لك. النوع الثاني ويز انسنتيف في، يعني كل مليون هتجي له هندي لك الربح بتاعك زائد هدي لك كمان حاجه اسمها انسنتيف في، يعني قيمه تحفيزيه، بس شروطها ايه بقى؟ انك تحقق لي معايير معينه، انك تخلص لي المشروع بدري، انك تخلص لي بجوده معينه انا عايزها، انك توفر لي مثلا في التكاليف. لو انت حققت لي دي، لا هدي لك مكسبك وادي لك عليه كمان قيمه تحفيزيه، ولو انا ما اديتها لكش تقدر تحاسبني وتقاضيني كمان. النوع الثالث بقى بنسميه كوست ريمبيرسبل اوورد في، يعني ايه اوورد في؟ زي الانسنتيف كده، احط لك مكافاه يعني، بس المكافاه دي انا كمالك انا اللي بحطها بناء على ايه؟ ولو ما اديتها لكش مش من حقك ان انت تقاضيني. عشان كده ما حدش بيلجا للنوع ده يعني. فبالتالي عقد زي ده انا كمقاول يعني انت تقريبا بتقول له، انت تقريبا بتعلمه السرقه يعني. يعني انا اقدر اضرب فواتير واقدر، عشان كده بقول لك المخاطر كلها مين بيتحملها؟ المالك. المالك مش 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 مخاطر بس فلوس، مخاطر انك لازم تراقب على المراقب، تراقب على الشركه دي كويس عشان تشوف الفواتير بتاعته كويسه ولا مضروبه ولا 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 ولا. فبتاخد جهد ووقت وموظفين من المالك انه لازم يراقب على المراقب ده في كل حاجه، في الشركه دي في كل حاجه، في الاشراف على الشغل، في التكاليف اللي بيرفعها، في الفواتير اللي بيقدمها، صح ولا ايه؟ ده فيها نوع كمان يعني تقريبا المقاول بياخد نسبه الارباح من الشغل نفسه. يعني المقاول هو اللي بيحدد، يعني مثلا تلاقي المقاول شغال في موقع والعربيه جابت رد حديد ولا جابت الخلاطات وهي داخله، دخلت الخلاطه اتحسبت، خلاطه اتحسبت بالعربيه، العربيه كذا رقم واحد، تطلع تلف في اخر الشارع وترجع فاضيه، خلاص الراجل اللي واقف على البوابه انا اشتريته وانا رشيته وعمال يعد في العربيات وخلاص. كل عربيه تخش ده طيب خارجه فاضيه، اطلع بس لف وارجع تاني وانا هحسبها لك عربيه. ده انت كده بتعلم الناس السرقه. فموضوع العقود ده موضوع كبير يعني، اللي حابب يتعمق شويه نبقى ندخل فيه في تفاصيل الكورس ان شاء الله، اللي حابب ياخد الكورس معانا. فمهم جدا النوع الثالث من العقد بيسموه تايم اند ماتيريال، وده هجين كده هايبريد ما بين اللمسم اللي هو المقطوعيه وما بين الكوست بلس اللي هو عقد استرداد التكلفه. التايم ماتيريال ده لما تيجي تتعاقد مع دكاتره، مهندسين، مدرسين، اللي هو بيعتمد شويه على عدد ساعات العمل. دول الثلاث انواع الرئيسيه من العقود. ركز بقى معايا عشان هننقل الرسمه نقله ثانيه خالص. اذا هفكرك بس بحاجه كده، ان انا المشروع اللي بشتغل عليه عشان انجح فيه لازم اجمع المتطلبات الاربعه دول لاي مشروع: سكوب، سكيدول، وكوست، وكواليتي. ولما باجي اشتغل على مشروع هم دول المعنيين اللي انا بتعامل معاهم. حلو جدا. مهم بقى حضرتك تفهم ان المعنيين دول هم اللي هيحققوا المتطلبات دي. نتفق ولا نختلف يا شباب؟ اكيد طبعا المعنيين دول هم اللي هيحققوا المتطلبات دي. هم عمرهم بقى كده على الرسمه دي ما يحققوا المتطلبات دي خالص، عمرهم ما يحققوها الا لما اربط بينهم بحاجه مهمه جدا 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 اسمها البروجكت انفورميشن او الكوميونيكيشن مانجمنت. اداره الاتصالات، كان اسمها الاتصالات الاول وبعدين في التعديل الجديد سموها اداره التواصل. التواصل هو ميك ايفري بادي نو او ميك ايفري بادي اوير، خلي كل الجميع على علم كلا فيما يخصه. احنا شغالين في الشركات، الواحد يجي له ايميل يروح عامله ريبلاي تقول او فورورد تقول، وعمال تبعت الايميل لكل الناس، ابعت المعلومه للي تخصه كلا فيما يخصه. التواصل مش اتصالات بس بالتليفون، تليفون وفيس وواتس وايميلات وفيديو كونفرنس، مؤتمرات فيديو واجتماعات، التواصل بكل اشكالها. اصلا 90% من وقتك انت كمدير المشروع بتقضيه في موضوع التواصل مع المعنيين. مهم جدا لما باجي اعرف التواصل ان انا المعنيين اللي انا بحددهم هنا دول واحد اثنين ثلاثة من المعنيين، ايا كان عندي 100 معني او 20 معني او 1000 معني بالمشروع، لازم كل واحد اشوف آلية التواصل اللي بيفضلها ايه. انت عايزني اتواصل معاك عن طريق الايميل ولا عن طريق الكول ولا عن طريق الفيديو؟ اذا مهم جدا احدد آلية التواصل المناسبة. ليه؟ لان انا عندي ثلاث انواع من التواصل لازم حضرتك تفهمهم. اول نوع بنسميه الانتر اكتف كوميونيكيشن، وده افضل انواع التواصل على الاطلاق. ان انا بتواصل مع الشخص المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب عشان اضمن انا وهو ان احنا نخرج بقرار في مصلحه المشروع. وده بيجي ازاي؟ مش فيس تو فيس بس، فيس تو فيس اشوفك وتشوفني، ده كده انتر اكتف كوميونيكيشن، لان اقدر اكلمك تقول لي مش فاهم فاشرح لك. انتر اكتف كوميونيكيشن عن طريق التليفون، اكلمك في التليفون حتى لو مش شايفك،
بس بشرح لك حاجه مش فاهمني فاضطر اشرحها لك، وناخد وندي مع بعض لحد ما اتاكد انك فاهمني، وبالتالي هنخرج بقرار في مصلحه المشروع. ها بتتكلم بالفيديو شايفك وشايفني، ده برضه انتر اكتف كوميونيكيشن. يبقى الانتر اكتف كوميونيكيشن بتواصل مع الشخص المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب باليه التواصل المناسبه عشان نخرج بديسيجن او بقرار في مصلحه المشروع. طب النوع الثاني بنسميه بوش كوميونيكيشن، ده بنسميه انتر اكتف. خلاص ده بنسميه بوش. يعني انا مطلوب مني ابعت لك ايميل ببعته لك، اللي مطلوب مني عملته، هل فتحته؟ هل فهمت الايميل؟ هل هترد عليا؟ ما يشغلنيش، اللي مطلوب مني عملته، بنسميه بوش كوميونيكيشن. انا بدفع لك بدفع لك الاتصال وخلاص. النوع الثالث بنسميه بول كوميونيكيشن، بجذبك وبشدك ناحيه معلومه معينه. انا شغال في شركه، بدل ما كل واحد يتعين في الشركه جديد انا بقى كموارد بشريه هقعد اقول له اللوائح والسياسات بتاعت الشركه، لا انا بروح عامل الحاجات دي على ويب سايت او سيرفر او رابط معين، واروح باعت الرابط ده لكل الناس اللي عاملين في الشركه، خش على الرابط ده اللي حابب يطلع على لوائح الشركه والسياسات والقوانين والمكافئات والتحفيزات والى اخره. تمام كده يا شباب؟ انا كده بشدك، بدي لك الرابط او السيرفر وانت تخش عليه، فانا بشدك ناحيه المعلومه دي. دول الثلاث انواع من التواصل، مهم جدا ان انت تكون عارفهم. مهم جدا بقى لما باجي اتكلم، عندي حاجه اسمها الموديل، كوميونيكيشن موديل، اللي هو نموذج الاتصال. انا ببعت ايميل لواحد، طب الرساله اللي انا ببعتها دي عباره عن مرسل ومستقبل. لما باجي ابعت ايميل، الايميل ده عباره عن ايه؟ افكار في دماغي، بحرك صوابعي على الكيبورد فتتحول الافكار اللي في دماغي للغه عن طريق الكتابه على الكيبورد ليفهمها الاخرون. يبقى الافكار اللي في دماغي عن طريق لوحه المفاتيح بعبر، ها الافكار بعبر عنها بكلمات عشان لما توصل للطرف اللي هيفتح الايميل يفهمها. انت كده بتعمل حاجه اسمها انكود او ترميز. طب الراجل اللي هيفتح الايميل اللي انت بعته له ده يقرا الايميل، فالكلمات اللي قدامه قدام عينه تتحول لافكار في دماغه فيفهم انت بعت له ايه. لو هو بقى هيرد عليك تاني تتعكس الايه، فمره تكون انت مرسل ومره يكون هو مستقبل والعكس. مهم جدا تكون عارفين الكوميونيكيشن موديل. فلازم بقى لما بحول الافكار اللي في دماغي لكلمات بصوابعي عن طريق لوحه المفاتيح، لازم اجتهد وافلتر ونقي الكلمات واختارها عشان لما توصل للطرف الثاني توصله كويس. مش بنبعت ايميل اي حاجه في اي حته، صح ولا ايه؟ تمام. فمهم جدا ان عن طريق التواصل الاشخاص دي كلها هي اللي هتحقق لي المتطلبات الاربعه دي. بدون التواصل عمرهم ما يحققوا المتطلبات الاربعه دي يا شباب. حلو جدا كده. انا شرحت لحضرتك اربعه، 1 2 3 4 5 6 7 8 من العشره اللي احنا بنتكلم عليه. عندي النولج اريا او المجال المعرفي رقم 9، اللي هو مهم جدا جدا جدا، اللي ما فيش اي مشروع بيخلو منه، واللي بيترتب عليه نجاح وفشل المشاريع حاجه اسمها المخاطر. احنا قدامنا ان شاء الله ربع ساعه ونخلص فيه. الريسك اللي هي المخاطر بتاعه المشروع حاجه بتمخور وتخرب بيت كل نولج اريا من العشره دول. الريسك لما بنتكلم عن المخاطره يا شباب، فالمغناطيس بيسحبنا ناحيه السيفتي زي ما قلت لك، وده بس في حد ذاته مش صحيح. المخاطر عباره عن حدث في الفيوتشر، لو حصل ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، بس لو حصل ممكن ياثر على واحد او اكثر من اهداف المشروع. طب المخاطر دي يا شباب بتنقسم لجزئين، خد بالك بقى. عندي مخاطر سلبيه اللي هي التهديدات اللي دايما المغناطيس بيسحبنا منها، بيسحبنا ليها وبنخاف منها، بنسميها المخاطر السلبيه او النيجاتيف ريسك. النوع الثاني بنسميه الاوبورتيونيتي او الاوبورتيونيتيز اللي هي الفرص، بنسميها البوزيتيف ريسك اللي هي المخاطر الايجابيه. يبقى انا عندي مخاطر سلبيه ثريتس تهديدات، وعندي مخاطر ايجابيه بنسميها بوزيتيف او اوبورتيونيتيز اللي هي الفرص. هي الفرص تعتبر مخاطر؟ اه. انا وجود المهندس محمود معايا في المهندس محمود معتز معايا في المشروع، مجيته معايا في المشروع او ان انا عايز اجيبه هيوفر لي في التكاليف ويوفر لي في الجدول الزمني وهيساعدني كتير في المشروع. ما عرفتش اجيب محمود معايا، اذا محمود فرصه ضائعه. ها تعتبر مخاطره ضائعه، فرصه رائعه. طب اعمل ايه بقى عشان اجيب بديل لمحمود؟ نبدا نحط لها خطه ونشوف ايه البديل لمحمود والى اخره. اذا الفرص الضائعه منك تعتبر مخاطر. تمام كده يا شباب؟ حلو جدا. اذا المخاطر مش سيفتي بس، مش امن وسلامه، ده المخاطر ده امن وسلامه جزء بسيط جدا من المخاطر. امال هي ايه المخاطر دي؟ طب ايه مخاطر السكوب؟ ان انا ما اعرفش احدد السكوب كويس،
ان انا الراجل جمعت منه المتطلبات وما وقعش عليه ورحت اشتغلت، جه قال لي مش هو ده اللي متفقين عليه، انت رحت اشتغلت، لا انت قلت لي انت هتعمل ايه ولا انا وافقتك على اللي انت هتعمله. مخاطر السكوب ان انا دايما بعمل حاجات زياده، الجولد بليتنج اللي اتكلمنا عليه او التجويد بالذهب او الجيفنج اكسترا، عمال اديله حاجات زياده هتكلفني فلوس زياده، هتكلفني جدول زمني زياده، ها ان انا عمال اعمل تغييرات اصلا مش محسوبه، واي حد يطلب مني تغييرات في المشروع عمال اعملها له. الخروج عن السكوب هو مخاطر. طب ايه مخاطر الجدول الزمني؟ ان دايما المشروع متاخر مني، ها مطلوب مني 20 نشاط. في حد الصوت في مشاكل يا شباب؟ اه تمام، الناس بتكتب، واضح الصوت يا شباب؟ حد يجاوبني من فضلكم. طيب تمام، مخاطر الجدول الزمني ايه؟ ان دايما متاخر في الجدول الزمني، ان المفروض اعمل 100 نشاط عملت 80 نشاط، مش عارف اضغط الجدول الزمني، مش هلحق اسلم المشروع في الميعاد المتفق عليه العقد، المصاري الحرج هيتاخر، والانشطه او الموارد مش متوفره للانشطه اللي هتتم على المصاري الحرج اللي انا اتكلمت عليه، فدايما المشروع متاخر مني. مخاطر ولا مش مخاطر؟ لان لو المشروع اتاخر هيفرض عليا غرامات وعقوبات على حسب البنود بتاعت العقد. يبقى دي مخاطر، برضه في مخاطر الجدول الزمني. مخاطر الكوست ايه؟ ان دايما التكاليف زياده ودايما بصرف اكتر مما هو مخطط ليه. كنت المفروض اصرف مليون صرفت مليون و200، دي مخاطره. مخاطر التكلفه زياده، انت بتقلل من الارباح وممكن ما تكسبش. دي مخاطر الكوست، صح ولا ايه؟ مخاطر الجوده، ان انا ما اعملش الجوده المطلوبه وبالتالي العميل مش هيستلم، وبالتالي هرجع اعيد الشغل، وبالتالي التكلفه هتزيد والجدول الزمني هيهرب مني، فبالتالي لو انا ما عملتش الجوده مظبوط عندي مخاطر للجوده. ايه مخاطر الكوميونيكيشن؟ مخاطر الكوميونيكيشن ايه؟ اني مش عارف اتواصل مع العميل في الوقت المناسب ولا المكان المناسب، اني ببعت ايميلات للعميل وهو ما بيفضلش الايميلات. في بعض الناس ربنا مديها فلوس بس لكن ملهاش في التكنولوجيا ولا الكلام ده، يعني هو بكتير يرد على التليفون ويفتح الرساله وخلاص، تبعت تقول له ايميل هو ما بيعرفش يفتح الايميل اصلا. تقوم انت كمدير مشروع تصمم ان وسيله التواصل معاه تكون عن طريق الايميل، ما بيفتحوش. يقول لك انت لو عايز تنجز وتاخد مني قرار، عايز تصب خرسانه كلمني وانا اقول لك اصب، لا تعالى لي الساعه كذا، انما تقعد تبعت لي ايميلات والكلام ده انا ماليش في الكلام ده. فمهم جدا مخاطر التواصل انك تحدد اليه التواصل المناسبه مع كل واحد من المعنيين دول. صح ولا ايه؟ بتعمل مشروع في الصحراء، اصمم ان كل التعامل عن طريق الانترنت واصلا ما فيش شبكه، يبقى التعامل يكون عن طريق مثلا بريد او ساعه بريد، تمام ولا ايه؟ بعمل مشروع في مكان معين، لازم اشوف العوامل البيئيه المحيطه واشوف المعنيين دول كل واحد بيفضل اليه التواصل ازاي مع المعنيين. ده مخاطر التواصل. ايه مخاطر الريسورسز؟ مخاطر الريسورسز ان الموارد ما تكونش متوفره، فبالتالي المصاري الحرج ده هيتاخر عندي لان مش عارف اوفر له الموارد ولا المعدات ولا العماله، دايما بتتاخر عندي. المعدات الموارد بتاعتي بتيجي عن طريق البحار والانهار، فلازم اتحرك قبلها بثلاث اربع شهور، هي اصلا بتاخد شهرين لحد ما تيجي. اجي بقى انا قبل الشغلانه وقبل النشاط اللي انا هعمله ادور على الموارد، ولا اتحرك بقى عن طريق قسم اللوجستيات وعن طريق المشتريات وعن طريق المستودعات؟ كل دي ليها خطط اسمها خطه اداره الموارد، لازم نشتغل عليها مع الناس اللي تحت منك انت كمدير للمشروع عشان تتاكد ان الموارد متوفره في الوقت المناسب والمكان المناسب، وبالتالي المصاري الحرج ده مش هيتاخر. ها مخاطر التعامل مع الايه؟ مع الاتش ار، ايه البشر او الموظفين، ان انا ما اعرفش احل الاشكالات والصراعات والنزاعات اللي بتحصل في بيئه العمل، فالمخاطر عندي في المشروع هتزيد. المخاطر ان انا ما اعرفش الخمس مراحل اللي بيمر بيها اي فريق عمل اللي احنا اتكلمنا عليها، مرحله الهدوء والاستقلال، مرحله العصف، مرحله التكيف، مرحله الاداء العالي، كل الحاجات دي انت لازم تكون فاهمها وعارف ان ليها مخاطر. طيب مخاطر التعامل مع المعنيين ايه؟ ان انا يكون عندي معنيين انا اصلا ما صنفتهمش في الاول، ما عرفتش مين مقاوم ليا ومين معارض ومين مؤيد، ما عرفتش مين اللي عنده باور في المشروع. في معنيين كتير بيبقى عندهم باور، الباور كله مش مالك بس، مش انا اللي يخصني المالك بس، في باور للدفاع المدني، باور للشرطه، باور للبلديه، كل واحد لازم اعرف الباور بتاعه ايه، ومين اللي ارجنسي ومين اللي لحوح ومين اللي رغاي. لو انا ما عرفتش الحاجات دي المخاطر دي بتسمع لي في المعنيين بشكل كبير جدا. ها تروح توقع ورقه من واحد عنده باور يقول لك انت فين من ساعتها، ده عدى 3 4 شهور اخيرا افتكرتني، تقدر تقول له مش انت اللي نايم؟ ما تقدرش تقول له كده. واحد ينزل بيكلمك في الموقع تقول له انت مين؟ يقول لك انا مين. طب تعالى بقى ورايا على المكتب وانا اقول لك انا مين، لان انت ما خدتوش معاك في الاعتبار اصلا وما عرفتش تجتهد في تحديد المعنيين من بدايه المشروع. مهم جدا ان انا احدد المعنيين عشان احدد متطلباتهم. مهم جدا لو انت بتفتح بقالة يا شباب ما تستقلوش بالمعنيين دول، لو انت بتفتح بقالة شوف بقالة صغيرة، في بعض الناس بسطاء كده
يروح جاي كده مأجر. شوف انا بضرب لك مثال بأبسط المشاريع، بتفتح بقالة صغيرة كده، كشك كده صغير او محل صغير في بيت، ها مين المعنيين بالمشروع بتاعك ده؟ العامل البسيط معني بالمشروع اللي هيقف يبيع للناس، صح ولا ايه؟ الراجل صاحب العمارة او البيت اللي انت مأجر منه من اهم المعنيين، ها البلدية اللي بتدي لك تراخيص معنية، الدفاع المدني ليه اشتراطات امن وسلام. مهم جدا بقى المعنيين دول تحدد الباور وكل واحد متطلباته ايه. لازم تراعي المتطلبات حتى العامل البسيط. العامل البسيط ده اللي واقف في المحل ده لازم تراعي متطلباته. ليه؟ يعني انت لو اديته راتب ضعيف، واحنا معظمنا بيقع في المشاكل دي، تفتح بقاله وتجيب عامل تاكل في لحمه وتدي له راتب ضعيف، فهتلاقيه يسرقك، عمال ياكل من المحل وانت مش عارف، لان انت مش بتدي له راتب يعرف يصرف بيه ويعيش مع مراته وعياله، فبالتالي هو يسرقك. يبقى نتيجه لتخطيطك السيء وانك انت مش عارف تحط راتب كويس، الراجل هيسرقك. مهم جدا الراجل اللي انت مستاجر منه، لو انت فاتح محل، الشباب بيقفوا كل شويه قدام المحل، لو انت فاتح محل ومشغل الكاسيت بصوت عالي، فبالتالي الراجل ده مش هيجدد لك عقد الايجار او ممكن يمشيك. طب انت كنت عملت رجل على المحل وبدات تحقق سمعه كويسه، لكن عدم سلوك او سلوكياتك اللي مش مقبوله خليتك تخسر المكان، لسه هتروح مكان تاني وتفتح مكان تاني وتعمل لك شهره تاني. فمهم جدا ان انت تشوف كل واحد من المعنيين دول ايه متطلباته عشان تعرف السكوب اوف ورك بينك وبينه ايه وتبدا تلتزم بيه. فالمخاطر دي بتسمع في المعنيين، مهم جدا، صح ولا ايه يا شباب؟ كويس جدا. المخاطر بتسمع في ايه تاني؟ في المشتريات، البريكيورمنت اللي انت بتتعامل مع مقاولين الباطن. ادي البريكيورمنت، ايه المخاطر اللي انت بتمر بيها وانت بتتعامل مع مقاولين الباطن؟ ان انت لو جبت مقاول مش كويس، شغله مش كويس، شغلك انت هيتاخر. مقاول من اللي بيشتغل تحت السلم ابو لبه اللي ما عندوش قدره على تحمل المخاطر، انت شغلك بيتاخر وهتتورط. ها ايه المخاطر؟ ايه المخاطر اللي ممكن يمر بيها المشروع هنا؟ مخاطر العقود نفسه، مخاطر العقد نفسه اللي بينك وبين المقاول. هل المخاطر دي انت بتتحملها ولا المقاول اللي بيتحملها؟ تمام. نوع العقد نفسه انت لازم تاخده معاك في الاعتبار. العقد الثابت او المقطوعيه المقاول هو اللي بيتحمل، العقد الكوست بلس هو المالك هو اللي بيتحمل المخاطر. فمهم جدا 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 وانت بتتعامل مع المشتريات ومقاولين الباطن انك انت تكون ملم ببنود العقد، تعرف ايه انواع العقود عشان ما تمرش بمشاكل. المخاطر بتسمع وتنخور في المشتريات. تمام كده يا شباب؟ لو تسمحوا لي بس اركب الشاحن لان ممكن يفصل مني، استاذنكم بس دي ثانيه واحده. معلش انا بعتذر يا شباب، كان لازم اغير الاتجاه عشان مصدر الكهرباء بس. فمهم جدا اعرف ان المخاطر بتسمع لي في كل النولج اريا دي. ادي كده 9 نولج اريا من ال10 اللي احنا بنتكلم عليهم. دورك انت بقى كمدير للمشروع انك تعمل تنسيق ودمج بين كل دول عشان تحقق حاجه مهمه جدا اسمها اللي هي رقم 10 واللي احنا نتكلم عليها شويه ومهمه جدا بالنسبه لنا اسمها الانتجريشن، وهو ده اهم الادوار ليك كرئيس قسم او مدير اداره او مدير مشروع، ان حضرتك تعمل انتجريشن ما بين الخطط دي كلها. كل خطه من دول بنسميها خطه فرعيه، خطه فرعيه، خطه فرعيه، عشان لما باجي بقى اجمعهم في الاخر انا خططت السكوب والسكيدول والكوست، اجي اعمل تنسيق ودمج بين ال10 دول عشان اطلع بحاجه اسمها البي ام بي اللي هي البروجكت مانجمنت بلان، اللي هي خطه اداره المشروع، اللي هي بتقول لي انت ازاي هتصمم المشروع، واللي انت صممته ده ازاي هتنفذه، واللي انت نفذته ده ازاي تعمل عليه مونيتور وكنترول عشان تتحكم فيه وتتاكد انك بتنفذ صح، ولو انت نفذت صح اكيد ان انت هتعمل كلوزنج في الاخر عشان تسلم المشروع في الميعاد اللي انت موقع عليه العقد. يبقى دي ال10 خطط، دول ال10 خطط فرعيه بيكونوا لي في الاخر حاجه اسمها خطه اداره المشروع. الانتجريشن ده بقى مهمتك انت بقى مع فريق العمل انك تعمل تنسيق ودمج وتتاكد ان كل الخطط دي بتتكلم نفس لغه المستندات. نفس لغه المستندات مش المقصود بيها عربي وانجليش واسباني، نفس لغه المستندات ان لما يحصل اي تحديث
في خطه لازم اتاكد ان الكل بيشتغل طبقا لاخر تحديث. يعني واحد من المعنيين دول مات لا قدر الله، جاله كورونا كده وقعد اتلقح في البيت شويه، وواحد هيخش مكانه، يبقى اعمل تحديث في خطه المعنيين ولا لا؟ الراجل اللي هيدخل جديد ده اكيد ليه متطلبات في الاتصال، ممكن الراجل اللي استقال او مشي يقول لك تواصل معايا بالايميل، الراجل ده يجي يقول لك تواصل معايا بالتليفون. اذا لما دخل واحد زياده هنا لازم، او دخل واحد هنا، السجل اسمه سجل المعنيين اللي انا بكتب فيه اسماء المعنيين لازم يحصل عليه ابديت، ولما يحصل ابديت هنا لازم يسمع في خطه اداره التواصل، لان الشخص ده ليه متطلبات تواصل. هو ده المقصود بالانتجريشن، تنسيق ودمج. ولما يحصل لي تغيير، يعني لما يجي مثلا واحد من المالك او العميل، خدوا بالكم يا شباب، طلب تغيير على السكوب، قال انا عايزك تعمل حاجه زياده مثلا، على حساب مين؟ قال لي ما تقلقش انا هدي لك الفلوس الزياده. يبقى في سكوب هنا زياده هيحصل ولا لا؟ طب ما في جدول زياده، لان في اعمال زياده، جدول زمني، وفي تكلفه زياده. اذا عن طريق التغيير في السكوب انا ممكن يحصل تعديل على السكيد ولا على الكوست. هو ده اللي انا بقول لك عليه، لما يحصل التغيير في حاجه نتاكد ان التحديثات بتسمع في ال10 نولج اريا اللي احنا بنتكلم عليها ده. دورك انت بقى كمدير، اهم ما يميز دورك انت هو الانتجريشن، او الانتجريشن ده هو اللي بيقول لي ان احنا عندنا مصيبه سوداء، ان احنا بنختار مدراء المشاريع بناء على خبرتهم وليس بناء على كفاءتهم. انا مش ضد الخبره، المفروض ان انا افضل الكفاءه شويه بخطوه عن الخبره. الخبره ما بتحسمش الامور في كل حاجه. الانتجريشن ده بيقول لي مش لازم تكون قوي فنيا انت كمدير، انت اهم حاجه عندك انك تكون قوي اداريا. مين قال ان مدير المشروع، مين قال ان احنا دايما في المشاريع الانشائيه نلاقي مدير المشروع دايما مهندس مدني، او نادرا لما بتلاقي عماره، مين قال ان لازم يكون المدير مهندس مدني؟ هو بيفهم في كل حاجه؟ لا ما بيفهمش. طب ليه ما يكونش كهرباء؟ ما هو كهرباء برضه ما بيفهمش في كل حاجه. عشان كده احنا لما بنقول المجالات المعرفيه، خد بالك اسمها نولج اريا، مش بنسميها سبيشاليست متخصص. نولج اريا يعني عندك معرفه عن كل حاجه من دول. اذا ما فيش مدير بيفهم في كل حاجه، عشان كده بنقول نولج. مش احنا معرفنا اداره المشروعات في الاول قلنا نولج؟ طب ليه انت بتختار مهندس مدني؟ مش بالضروره، انا ممكن اجيب واحد محاسب يدير اصعب المشاريع الانشائيه، بس مش هجيبه من الباب للطاق، اجيبه يكون دارس البي ام بي وراجل معتمد وسيرتيفايد وعنده نوليدج وفاهم يعني ايه اداره مشروعات. الانتجريشن بتقول لي مش لازم تكون قوي فنيا، انت لازم تكون قوي اداريا. ليه؟ لان انا الامور الفنيه اقدر اوكلها كمدير لمختصيها. انا هجيب مدير في التشطيبات في الخرسانات امسكه مدير للخرسانات، هجيب مدير قوي في التشطيبات امسكه مدير للتشطيبات، مدير قصر وقوي في الكهرباء همسكه قسم الكهرباء والميكانيكا. انت عمال تفوض الاعمال لمختصيها والفنيات لمختصيها. انا كمدير مشروع فوق، الانتجريشن ده بيقول لي ايه؟ تعمل اللي تحت منك دول المدراء دول ما بيعرفوش يعملوا. ايه هو؟ ان انا ما اخليش المغناطيس يسحبني ناحيه التخصص بتاعي. انت مهندس مدني بس، تعالى جابوك من موقع عندك خبره 30 40 سنه، تعالى يا عم امسك مشروع كبير فلقيت المعنيين فيه كتير جدا، فتلاقي المغناطيس بيسحبك ناحيه التخصص بتاعك. ان انا مهندس مدني اجيب مهندسين المدني والمخططات بتوع المدني وافضل ارازي فيهم ويرازوا فيا طول مده المشروع، لاني مش بفهم غير في المدني بس، ومش عارف اعمل انتجريشن بين عناصر المشروع كلها، سايب الماليه والمحاسبه والمشتريات والعقود والكوست والجوده، مش عارف اعمل الانتجريشن. المغناطيس سحبني ناحيه التخصص بتاعي. الانتجريشن ده بيقول لي ما تخليش المغناطيس يسحبك، مش مهم تكون قوي فنيا، لان انا عندي اداه اللي كلمتكم عليها اللي اسمها استشاره الخبير. في حاجه انا مش فاهمها استشير الراجل بتاع الخرسانات، هو خبير بالنسبه لي لو في حاجه تخص الخرسانات. هرفع سماعه التليفون، مش عيب انا كمدير ان انا لو في امور فنيه اتكلم فيها مع الناس بتوعي. مين قال ان المدير لازم يكون قوي فنيا يا شباب؟ امال استشاره الخبير دي بتعمل ايه؟ هيقول لي طب ما هيضحك عليك يا باشمهندس. ما يقدرش يضحك عليك لو انت فاهم اداره. تعالى الراجل بتاع الخرسانات، ليه التسليمات ما بتطلعش منك مظبوطه؟ ليه الملك مش راضي يستلم منك؟ امال الراجل بتاع الجوده ده انت قاعد بتعمل ايه بتاع الجوده؟ كيس جوافه انت في المشروع؟ تعالى قول لي ليه التسليمات بتطلع مش حلوه؟ فين الكواليتي كنترول؟ وفين الكواليتي اشورنس اللي واقفين على كل خطوه وواقفين لك في الحل؟ اذا انتم مش شايفين شغلكم كويس، خد اكشن مع الناس دي. الراجل بتاع الخرسانات مش مظبوط، مشيه وهات واحد تاني يقدر يعمل كنترول على الشغل كويس. دورك انت ان انا تعالى اشوف يا بتاع الجوده مشاكلنا ايه؟ فريق العمل عندك ايه؟ ايه اللي ناقصك؟ طب نعمل ايه عشان تضمن ان التسليمات تطلع مظبوطه؟ وافهم من الراجل ده واحل له مشاكله. تعالوا يا جماعه تشتغلوا على السكيدول، فين المسار الحرج عندي؟ عندي كم مسار حرج في المشروع؟ الموارد متوفره ولا مش متوفره؟ تعالوا يا جماعه بتوع الريسورسز والمستودعات والمخازن، هنعرف نوفر الموارد دي عشان اضمن المسار الحرج ده ما يتاخرش؟ ها؟ تعالوا يا جماعه بتوع السكوب، السكوب عندنا تمام؟ هل في تغييرات بنعملها واحنا مش واخدين بالنا؟ اي تغييرات تحصل عندك في المشروع
لازم تمر من خلال عمليه مهمه جدا اسمها انتجريتد تشينج كنترول بروسيس، عمليه التحكم في التغيير. اي واحد يطلب طلب تغيير بره عن السكوب نقول له اعمل حاجه اسمها تشينج ريكوست. هتطلب سكوب زياده، حاجه زياده، الراجل الملك والعميل قال لك اعمل لي موبايل فيه 10 فيتشرز، 10 خصائص، 10 ميزات، وانت شغال راح طلب واحده زياده، جاب لك حاجه زياده تاني، تعالى يا عم بقى الزياده اللي انت بتطلبها دي على حساب مين؟ اعمل بقى تشينج ريكويست وتبعته لي انا كمدير مشروع وادرسه مع فريق العمل، اقول لك السكوب الزياده هيكلفك 100,000 وهيكلفك جدول زمني شهر زياده. لو وافقت عليه يبقى المشروع لو مدته سنه هنخليه سنه وشهر، المشروع لو مدته مليون هيبقى مليون و100 الف. فلما نمشي بالمنظومه بتاعت التشينج ريكويست دي يبقى لو اي تغييرات مطلوبه احنا عاملين عليها كنترول، مفيش حاجه تخليني اخرج عن السكوب عشان ما اخسرش. هو ده جزء من الانتجريشن اللي انت المفروض تعمله، ان انا عمال ادور الناس دي كلها كده مع بعض كده. يعني معظمكم اللي بيسمع لي مهندسين، لما اقول لواحد فيكم روح امسك مستشفى، انت مدير المستشفى، ما حدش يقول لي انا ما بفهمش في الطب، ازاي هدير مستشفى؟ مش لازم تكون انت فنيا في الطب قوي. هجيب واحد امسكه رئيس قسم الاشعه، هو خلاص عنده خبره في الاشعه، تعالى بتاع الاشعه انت عندنا مشاكل ايه في الاشعه، الصوره بتطلع كويسه ولا لا، اشوف الناس المرضى بيشكوا من ايه، لا ده الجهاز اللي عندنا قديم اجيب له جهاز جديد لان انا المدير وعندي صلاحيات، عندي جهاز واثنين وثلاثه ناقص، لا هجدول معاك لان الميزانيه لا تسمح، هجدول معاك في خلال ثلاث شهور اوفر لك اللي انت عايزه، تعالى رئيس قسم البطنه عندنا مشاكل ايه في البطنه، العنايه المركزه الاجهزه تمام ولا لا، طب ايه مشاكلك، طب الناس بتشكي من ايه، انت عملت ايه، تعالى بتاع الموارد البشريه الناس الدكاتره دي بتنزل اجازه ازاي، اللي بينزل بيكون ليه بديل ولا لا، طب الاجازه مدتها قد ايه، بتاخد وتدي، انت عمال تتكلم مع الناس، مش عيب تكون انت مش فاهم في الحاجه وتاخد وتدي، عندك راي، عندك مقترحات، طب تقترح على ايه بتاع الجوده، طب المشكله دي نحلها ازاي، ارفع سماعه التليفون على مدير قبلك كان بيدير مشاريع قبل كده، عندي مشاكل في الجوده احلها ازاي. هو ده كله ده جزء من الانتجريشن اللي احنا بنتكلم عليه، مش بالضروره اكون قوي فنيا، المهم اكون قوي اداريا، صح ولا ايه؟ ليس معنى كده ان انا مش ضد الخبره، يعني انا 21 سنه المفروض اصنف ان انا خبره في المشاريع، ولكن انا بقول لك اما لو خيرت بين الخبره والكفاءه اختار الكفاءه، لان وانت مغمض، ركز بقى معايا، وانت مغمض الكفاءه هتخليك تاخد الخبره، لكن الخبره مش بالضروره هيكون عندك كفاءه. ليه؟ انا جبت واحد عنده 30 40 سنه خبره، تعالى دير مشروع، ما عندوش سكيلز، الراجل بيستحي، ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض، الراجل هو بيدير الاجتماعات دايما مكسوف من الناس، طب وده مدير ازاي؟ ها مش راكب الاجتماع كويس، واحد داخل لي بمشروب الاجتماع، واحد داخل لي مش عارف بسجاره، واحد داخل لي مش عارف ايه، ملوش شخصيه، ما بيعرفش يحل الاشكالات والصراعات والنزاعات اللي بتحصل في بيئه العمل. ها هل ده كده عنده كفاءه؟ انت جايبه عنده خبره، بس تعالى دير، تعالى اعمل انتجريشن، مش عارف اعمل انتجريشن، لكن لو انا عندي كفاءه، كفاءه يعني سكيلز، يعني مهاره، اعرف ادير، حتى لو انا ناقصاني الخبره استشير الخبير اللي احنا بنقول عليها اكسبيرت جادجمنت او استشاره الخبير. يبقى انا مغمض، طالما انا عندي كفاءه هتعلم مع الوقت واخد الخبره، لكن هات واحد خبره ومش عارف يدير، زي ما قلت لكم اذا توفر بقى عندنا مدير مشروع عنده خبره وعنده كفاءه فاحنا محظوظين بمدير المشروع ده وما نفرطش فيه، لان الراجل بقى عنده سكيلز وعنده خبره وعنده كفاءه الى اخره. كده انا خلصت المحاضره بعنوان بي ام بي اوفر فيو، هو ده تقريبا كورس اداره المشروعات، المشروعات بتاعتنا لازم تمر من خلال ال10 نولج اريا، اتمنى ان انا اكون وفقت في توصيل علم اداره المشاريع الاحترافيه، وان الناس بقى تبدا تشتغل على نفسها، لان الفتره اللي جايه اللي هيقعد على كرسي مش اهل ليه مش هيكون ليه مكان. اللهم هل بلغت اللهم فشل. اتفضل يا مهندس محمود، ابدا افتح المايكات للناس، اي حد عنده سؤال انا تحت امركم يا شباب. شكرا جزيلا من حضرتك على المحاضره القيمه دي، يعني انا اظن ان كلمات الشكر جميعها لا تكفي يعني على يعني المحاضره الجميله دي ومعلومات حضرتك. جماعه اللي عنده اي سؤال او عايز يعمل اي مداخله ممكن يعمل رايز هاند او يبعت السؤال في الشات. طيب انت حضرتك يا مهندس محمود يعني ممكن تقرا السؤال وتبلغني، معلش هتعبك معايا لو امكن يعني. عادي يا دكتور انا متابع الشات. طيب اوكي. انا برضو هفتح الشات واحاول اتفضل يا شيخ. انا اللي بشكركم جدا، الناس كلها بتشكر في المحاضره، انا اللي بشكركم جدا ان انا كنت عند حسن ظنكم، وان شاء الله على تواصل على صفحتي الشخصيه، كل ده موجود في الروابط، تليفوني متاح للناس اللي حابب يتواصل معايا على الواتساب في اي وقت، انا تحت امركم، اي ماتيريالز هتطلبوها هبعتها لكم على طول. اتفضلوا يا شباب اللي عنده اي سؤال اتفضل.
باشمهندس احمد سعيد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى وليك وحشه يا غالي، وربنا يسعدك وجزاك الله خير. طبعا حابب اشكرك. اهلا مهندس احمد. اهلا مهندس احمد، الله يكرمك. ما توقعتش ان اكون موجود، انا عارف. المهندس احمد يعني ما شاء الله، انا بشكره ان هو حضر المحاضره رغم ان هو خد معايا الكورس قبل كده ونجح في البي ام بي. طبعا شهاده البي ام بي يا شباب هي الشهاده رقم واحد في العالم في اداره المشروع، يعني شهاده. فانا بشكر المهندس احمد ان هو برغم نجاحه وحصوله على الشهاده الا ان هو حريص يعمل لنفسه ابديت، ويمكن تكون في حاجه اتغيرت او اتقالت زياده، فهو حريص انه يحضر المحاضره. الف شكر يا باشمهندس احمد. الله يعزك يا باشمهندس. انا سؤالي لحضرتك بعد طبعا شكر ليك، دلوقتي في الاجايل احنا اتكلمنا عن الطريقه المرنه في التعامل، فاتفقنا ان دايما انا بجلس مع الاونر مثلا كل مثلا اسبوعين بقول له انا وصلت لفين، وبوري له شكل البرودكت بتاعي وبشوف متطلباته الجديده، وعشان ما يبقاش عندي متغيرات كتير. عكس احنا في طريقتنا التقليديه ما كنا بنعمل دايما تشينج اوردر واكتشف ان في كوست وفي تايم وبقى في عندي اهدار في كذا حاجه. فهل ده بيتم في الاجايل برضه، ان انا ممكن يبقى عندي فيه تشينج خلال الاسبوعين او الثلاث اسابيع اللي بقعد فيهم مع الاونر؟ ازاي بتتعامل الاليه في الاجايل مع النظام الجديد؟ انت عارف سؤالك ده هيخليني طبعا افهم الناس. بص يا شباب، الشرح اللي انا شرحته ده في البي ام بي، شكرا يا مهندس احمد، الشرح اللي انا شرحته ده في البي ام بي هو غالبا بيخص الطريقه التراديشنال او الطريقه التقليديه اللي احنا متعودين عليها، ان السكوب فورك بتاعنا واضح، فلو حصل اي تغيير عليه بنتعامل بنفس المنظومه بالتشينج ريكوست اللي احنا بنتكلم عليه. وانا بعرفكم على الشهادات، في الاول كان في شهاده اسمها الاي سي بي اجايل سيرتيفايد براكتيشنر، اللي هي اداره المشاريع المرنه او المشاريع الرشيقه. في منهجيه لاداره المشاريع المرنه او المشاريع الرشيقه يعني اسمها الاجايل. ايه الاجايل دي يا شباب؟ لما تكون انت بتتعامل مع مالك او عميل هو مش عارف هو عايز ايه، دايما تغييراته كتيره، في تغييرات كتيره بتحصل على المشروع، فالراجل ده ما ينفعش نتعامل معاهم بالطريقه اللي احنا شرحناها دي، اللي انا بتعامل معاه ان السكوب واضح وان انت لما تيجي التغييرات فيها بتكون قليله جدا، يعني الطريقه التراديشنال او التقليديه دي بتكون التغييرات فيها قليله جدا، فلو في تغييرات نقول له امشي بالتشنج ريكويست زي اللي انا وضحتها من شويه. طب ايه بقى موضوع الاجايل دي؟ عشان كده الاجايل لما طلعت هم قالوا عليها انها بتناسب الاي تي او الجماعه اللي بيشتغلوا في السوفت وير. يعني انا لما اجي اقول لواحد اعمل لي ويب سايت مثلا زي حبيبك كده يا مهندس احمد اللي مزعلني، بعدين اتكلم معاك فيه. لما اجي اقول لواحد اعمل لي ويب سايت الراجل هيقعد يشتغل شهر اتنين، انا ممكن اجي بعد الشهرين دول اضيع كل اللي عمله. التغييرات، لان في النهايه هدي له تكلفه كام؟ يعني هدي له راتب شهرين 10,000 20,000 وخلاص. فالتغييرات في الاجايل مقدور عليها شويه. انما في الطريقه التقليديه اللي احنا شرحناها من شويه اللي قعدنا نشرح فيها، ما ينفعش تكون طالع لي فندق 15 دور وتيجي تقول لي كسر اخر اربع ادوار لان طلعت في دماغي فكره. لا طبعا التغييرات بتكون مكلفه وعاليه جدا. ما ينفعش تعمل لي كوبري وتيجي تعمل لي اتجاه وتيجي تاخد يوتيرن ونبدا في الاتجاه الثاني، ولما نيجي نبدا في الاتجاه الثاني تقول لي لا هد الاتجاه الاول اصل طلعت في دماغي فكره. الكلام ده غير مسموح وغير مقبول في الطريقه التراديشنال اللي احنا كلنا عارفينها لان السكوب فيها واضح. لكن لما تكون بتتعامل بقى مع مالك او عميل هو مش عارف هو عايز ايه، فبالتالي السكوب عندك مش واضح. طب بتتعامل معاه ازاي؟ اتعامل معاه بقى، ادي فكرة الاجايل بقى، بطريقه السبرنتات. سبرنت يعني بيسموه تكرار، او بمعنى مدته كل 15 يوم. كل 15 يوم تعالى بقى انت طالب مني ان انا اعمل لك ويب سايت، ما نقعدش نتكلم في الفيتشر كلها بتاع الويب سايت، هنشتغل في ال 15 يوم نتكلم في الفيتشر كلها ونجمعها في سجل كده. بس تعالى بقى انت جمعت لي 30 40 فيتشر، تعالى هنشتغل اول 15 يوم من ال 30 40 فيتشرز دول، طلع لي 10 هم اهم 10 عندك انت عايزني اخلصهم لك في ال 15 يوم دول، وماليش دعوه بالباقي خالص. فبحدد السكوب معاك على قد ال 15 يوم دول. ال 15 يوم دول لما بخلصهم بطلع حاجه اسمها انكريمنت، يعني المنتج اللي هيطلع مني بعد شغلي في ال 15 يوم اعمل حاجه معاك انت كمالك او عميل اسمها سبرنت ريفيو. تعال نراجع اللي احنا عملناه ده مع بعض ونشوف الاخطاء. عندهم شفافيه، الجماعه بتوع الاجايل عندهم شفافيه غير طبيعيه، ما تخبيش حاجه على الملك والعميل، تعال شوفه. شعارهم فيل ايرلي، يعني افشل بدري مبكرا عشان تعلم وتتعلم وتتاكد ان انت لما تفشل بدري وعامل الحاجه غلط واكتشفتها وهتبدا تشتغل صح، فانت كده ماشي على الطريق الصحيح. تعالى هات الراجل ده بعد ال 15 يوم واعمل معاه سبرنت ريفيو، راجع المنتج اللي انت طلعته في ال 15 يوم ده، يطلع لك ملاحظات ويدي لك فيدباك، ولما يجي يقول لك انا عايز كذا كذا اقول له هندخلها في ال 15 يوم اللي بعده. فانت عمال تمشي معاه كل 15 يوم، هو ده اللي بيسال عليه المهندس احمد. ايوه، في خلال ال 15 يوم حتى لو هو ليه تعديل او ليه تشنج ما ينفعش نغير جوه السبرنت يا مهندس احمد، هو ده اللي بيميز الاجايل. ما ينفعش يعني يخليني، لان انا قبل ما ببدا ال 15 يوم بخلي الفريق يعمل حاجه اسمها سبرنت بلاننج، هنخطط
للخمسه فيتشر اللي انت اديتهم اولويات يا مالك انت او يا عميل، قلت لنا انا اهم حاجه عندي الخمسه دول، خلاص خدنا الخمسه دول نعمل عليهم شغلنا وحساباتنا وتقديراتنا والاستيميشن بتاعتنا، هنبدا نشتغل. بدانا نشتغل، ما تجيش تقول لي انا عندي تغيير، التغيير اللي عندك نقول له في النكست سبرنت يعني في ال 15 يوم التانيين، ونقدر برضو نقول له اعمل تشينج ريكويست و الى اخره. المنظومه هي مهندس احمد، بس فرق ان احنا بنمشي معاه كل 15 يوم. الميزه بتاعت الجماعه بتوع الاجايل ان هم ليه انا بقول لك بيناسب شويه الجماعه بتوع السوفت وير، مساحه العمل بتاعتهم مفيش حاجه اسمها كل واحد ليه مكتب يا شباب، ده هي ورك سبيس كبيره كده، اريا سبيس، والاريا سبيس كبير، والمكاتب عباره عن بارتيشن كده جنب بعض، فانت شايف فريق العمل. فرق الاجايل دي من 9 ل 12 واحد بس. انت دورك انت كمدير للمشروع او كسكرام ماستر، بيسموها سكرام ماستر الليدر بتاعهم، يعني دورك زي المنسق. الفريق هو اللي بيحسب حساباته، والفريق هو سيلف مانج وسيلف اورجنايز، بينظم نفسه وياخد قراراته، انت دورك كده زي المنسق، توجههم من بعيد، تخليهم ده انت اللي بيتمكنهم انهم يحلوا مشاكلهم. دور مدير المشروع في الاجايل مش زي الطريقه التراديشنال. يعني انت لما تجيب واحد شغال في المشاريع الانشائيه مدير مشروع وتيجي تقول له تعالى اشتغل مدير مشروع مع الجماعه بتوع الاجايل، مش هيتقبل الوضع، لانه واخد على السيطره في المشاريع، يعني واخد ان هو يكون ليه كلمه ويفرض على العماله رايه والى اخره، الكلام ده مش موجود في الاجايل خالص، فريق المشروع هو كل شيء. تمام كده؟ يعني موضوع تاني ممكن نبقى نعمل محاضره تانيه نتكلم فيها عن اداره المشاريع المرنه او المشاريع الرشيقه، ازاي نتعامل مع الناس اللي دايما متطلباتها كتيره، وده في نفس المجال بتاعنا، الناس اللي بتشتغل في التشطيبات، وخصوصا لو انت بتتعامل مع حريم، الحريم او النساء متعبين جدا لما تكون واحده بتشطب لها الشقه، دايما متطلباتها كتيره، دايما تاخد راي صاحبتها وتغير في المتطلبات، الناس دي بقى ما ينفعش تمشي معاها بالطريقه القديمه، يفضل ان انت تمشي معاها بطريقه الاجايل. فعشان كده عملوا منهجيه هايبريد، قال لك لا الاجايل بس مش للمشاريع الاي تي او للسوفت وير، ده احنا ممكن نطبق الاجايل في فكر المشاريع الانشائيه. ازاي يا عمي؟ قال لك في حتت لما يكون، ثواني اجيب القلم عشان يكون الكلام واضح، قال لك لما تكون انت عارف السكوب وانت بتشتغل على المشاريع الانشائيه، يعني الجزء مثلا بتاع الخرسانات واضح والسكوب فيه واضح ومش هنغير فيه كتير، في الحاله دي استخدم الطريقه التراديشنال اللي احنا شرحناها المحاضره دي كلها. لكن لما تخش في التشطيبات وعارف ان التغييرات كتيره والمالك والعميل مش عارف هو عايز ايه، يبقى تتعامل معاه بفكر الاجايل. الاجايل عشان تكون واضحه قدامكم يا شباب. ان انا امشي معاه بنظام السبرنتات، كل 15 يوم اجمع منه المتطلبات، فبالتالي انت بتروح ماشي كده تجمع منه المتطلبات وتشتغل ال 15 يوم بتاعتك وتطلع في ناتج ال 15 يوم بحاجه اسمها انكريمنت. اهو. وتروح جايب الراجل الملك او العميل، تعالى نراجع المنتج اللي احنا طلعنا بيه ده. ها قال ملاحظاته، ليه اي حاجه هتخش في ال 15 يوم اللي بعده. واطلع بانكريمنت هيكون اكبر شويه. وبعدين اجيب واعمل سبرنت ريفيو ونطلع نخش اي حاجه، اي فيتشر زياده، اي حاجه عايز اعملها له في ال 15 يوم اللي بعده. ورحت جاي كده ال 15 يوم اللي بعده الانكريمنت يفضل يكبر معايا لحد ما اوصل اسلم له المنتج في الاخر، اذا كان موبايل او سياره او الاخر. اذا اداره المشاريع المرنه او المشاريع الرشيقه لما يكون فيها تغييرات عاليه جدا فامشي معاها بنظام الاجايل او فكر الاجايل. المشاريع اللي ينفع فيها الهايبريد، الهايبريد اللي هي يا شباب الميكس، اللي هي الطريقة اللي بتجمع ما بين الأجايل والطريقة التقليدية اللي بنتعامل فيها اللي هي الطريقة التراديشنال، الاثنين دول كده مع بعض بنسميهم هايبريد. خليك عارف امتى لما ما بيكونش عندك تغييرات والسكوب واضح اشتغل بالتراديشنال، لو التغييرات كتيرة جدا وكل شوية الراجل يغير او تغييرات بتحصل على المشروع اشتغل بفكر الأجايل. هل انا كده قدرت اجاوبك مهندس احمد؟ طيب حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ مهندس محمود لو امكن يعني ممكن نفتح المايكات للناس كلها بس نشارك بهدوء كده يا شباب. لو امكن، ما امكنش خلاص. انت الليدر بتاع السيجن. تمام. تسلم. انا فتحت المايكات لجميع الحضور. تسلم يا باشمهندس. مايك كان مقفول، شكرا جزيلا، واحب اشكرك على الخاص، وطبعا انا سعدت بصداقتك بعد الكورس، وتشرفت ان انت كنت سبب الصراحه في اخذ الشهاده، وبشكرك شكرا جزيلا يعني. الله يكرمك يا مهندس احمد، شكرا، تحياتي. حد عنده اي سؤال يا شباب تاني؟ اتفضلوا المايك معاكم. هو في سؤال في الشات يا دكتور بيقول الفرق بين الاصدار السادس والاصدار السابع. الاصدار السابع هو لسه نازل حاليا، يعني انا ما اطلعتش عليه جامد عشان ما اكونش يعني اتكلم كلام، لكن واضح ان في تعديلات مش بسيطه يعني. فانا مش هقدر اقول الفرق بين الاصدار السادس والسابع لان هو لسه نازل من اسبوع تقريبا، فانا لسه ما طلعتش على السابع.
تمام كده يا شباب؟ تمام. في سؤال تاني بيقول ازاي اتعامل مع مالك لا يعترف الا بالتعديلات الشفويه ويرفض التعديلات بشكل رسمي تشينج اوردر هنا في السعوديه؟ طيب تمام. احنا قلنا يا شباب ان احنا بنيجي نعمل حاجه اسمها تشينج ريكويست، اللي انتوا بتسموها عندكم في المشاريع فاريشن اوردر، تمام كده؟ عشان بس تبقى واضحه، انا وانا بتعامل مع مالك بالشكل اللي انت حضرتك بتقول عليه ده يا باشمهندس، مش هتعامل معاه من الاول. احنا عندنا مشكله برضو احنا كعرب، ان احنا دايما بنتعامل مع المقاولين، انت كمالك ها بتتعامل مع المقاول بطريقه مش حلوه، وتفرض عليه وتهدده دايما بالمستخلصات، ولو ما عملتش كذا المستخلص مش هيطلع مظبوط، وتجيب لي عربيه تودي ابني المدرسه وتودي ابني الدرس وتودي. مش ده بيحصل يا شباب؟ لان احنا ما عندناش احترافيه في الاداره. بره في الدول الاوروبيه المقاول راسه براس المالك. انا لو عملت لك شغل مش كويس اقطع رقبتي، لكن لو عملت لك شغل كويس اوعى اسمع صوتك كمالك. بره الكلام ده بيحصل، عندنا ما بيحصلش. عندنا الثقافه بتاعتنا في التعامل مع في مقاولين يعني على مستوى عالي جدا في الاداء وبيعملوا شغل كويس، ومع ذلك انا كمالك بمارس سلطتي عليهم. يعني ايه هفرض عليك تغيير ومش معترف غير بالتغييرات الشفويه؟ ولما اعمل لك تغيير واجي اطلب الفلوس تيجي تقول لي هو انا قلت لك؟ كلام فاضي طبعا، في المشاريع غير مقبول بالمره، سواء اداره احترافيه او غيرها. مين المقاول اللي يتعامل بالشكل ده؟ لما اجي ارفع لك انت طلبت مني التغيير وعملته لك كده يعني حبيا وديا كده على ثقه منك، ولما باجي اطلب فلوسي تيجي تقول لي هو انا قلت لك؟ اثبت منين بقى ان انت قلت لي؟ هو انا هسجل لك كل مكالمه؟ فالتغييرات بالذات لازم تتعامل ده دي لما يعني اللي منكم هيخش في الكوميونيكيشن لازم تكون عارف ان انواع التواصل، في تواصل منها فورمال ريتن يعني رسمي ومكتوب زي العقود. هل ينفع اغير على العقود اورال كده شفوي؟ لازم تكون فورمال ريتن، حاجات رسميه مكتوبه. التغييرات برضو اللي تشينج ريكويست دي لازم تكون فورمال ريتن. تمام كده يا شباب؟ خدوا بالكم ان احنا كلنا بنتعامل في الشركات عن طريق الايميل. ركز بقى في المعلومه دي، عن طريق الايميل. انتوا عارفين ان الجهه اللي صدرت لنا العلم ده بتقول لك ان الايميل ده غير رسمي؟ ازاي يعني كل تعاملاتنا في الشركات؟ لا، البي ام اي او البروجكت مانجمنت انستتيوت، المعهد الامريكي لاداره المشروعات، صنف ان الايميل غير رسمي الا اذا كانت لوائح وسياسات بتاعت الشركه بتاعتك بتقول لك ان الايميل او وسيله التواصل الرسميه هي الايميل، خلاص اعتبره رسمي، لكن هو مصنف عندهم غير رسمي. فتيجي انت تقول لي تغييرات على العقود وتغييرات شفويه تتم بشكل غير رسمي، الكلام ده غير مقبول بالمره. فانت بتعامل معاه ازاي؟ ما تتعاملش معاه. ليه تتعامل معاه اصلا من الاول؟ وليه توقع معاه عقود وهو كده؟ طب انا مش عارف اتعامل مع، صعد الموضوع يعمل اسكاليشن للسبونسر. حد فاهم يعني ايه سبونسر يا شباب؟ سبونسر البروجكت سبونسر او راعي المشروع. خدوا بالكم السبونسر، في فرق بين السبونسر وبين الاونر. هو حد يفتكر ان السبونسر هو الاونر؟ ده حاجه وده حاجه، هما ممكن يكون الاثنين واحد. هقول لك دلوقتي، الاونر ده مالك المشروع، طب السبونسر ده هو مدير المشروع. يعني انت وهو في مركب واحد كمدير. السبونسر ده هو الشخص القادر على توفير التدفقات النقديه المطلوبه لحضرتك كمدير مشروع عشان تنفذ انشطه المشروع. اللي بيدي لك صلاحيات انك انت تستخدم بقى صلاحياتك كمدير مشروع، ان الفلوس اللي هديها لك اصرفها على موارد الشركه وعلى الناس وعلى ادارتك للمشروع. ده السبونسر، انما الاونر ده المالك. اوقات بيكون السبونسر هو الاونر في حاله ان المالك الشركه اللي بتنفذ هي الجهه المالكه وهي الجهه المنفذه وهي كل شيء. تمام كده؟ يعني مثلا زي شركه بن لادن عندها عماله كتيره جدا، كان الاول عندها اكتر من 300,000 عامل. طب كانوا بيسكنوها فين؟ فيعملوا لهم مجمعات سكنيه. المجمعات السكنيه دي كبيره مثلا، اللي بيجي ينشئها مين المالك؟ هو بن لادن. ومين المقاول اللي بيعمل؟ هو بن لادن. في الحاله دي ممكن يكون السبونسر هو المالك وهو كل شيء. ده لو المشاريع نفس المالك هو نفس اللي بينفذ. بارك الله فيك يا مهندس. مهندس معايا حضرتك، شرفتني في المحاضره دي من الاول. ايوه طبعا باش مهندس. المهندس بهاء جاري، ويعني متخصص في العقود، ويشرفني ان هو يحضر المحاضره دي. ان شاء الله خير. هل المحاضره اتت ثمارها يا باشمهندس؟ وانت شايف ان هي يعني هل استفدت فعلا ولا ضيعت وقت؟ يا باشمهندس ان شاء الله يعني محاضرة كانت كثير كثير مفيدة، وفي امور كثيرة يعني وضحت. الو
في امور وضحت بالنسبه لك في المشاريع اللي انت شغال عليها، تمام؟ ايوه، في امور كثيره يعني احنا سبق يعني نعرفها، وفي امور ثانيه يعني هي وضحت يعني. تمام. يعني انا بعقلي كنت اربطها في 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 مواقف معينه في المشروع. انت ممكن تكون عارف معظم اللي اتقال، بس بعد المحاضره انت صنفتها وحطيت المفردات تحت كل واحده. تقريبا هيك صحيح. تمام، شرفتنا يا باشمهندس. بارك الله فيك يا باشمهندس. الله يبارك فيك. المهندس فايز، عندك اي سؤال؟ المهندس ايمن اسماعيل، انا بختار كده راندوم كده بشكل عشوائي. في سؤال في الشات اللي هو بيقول ايه الرابط ما بين اللين 6 سيجما واداره المشروعات؟ طب ثواني كده، خليني انا اشوف السؤال في الشات. هو السؤال اللي قبل الاخير، اخر اللين، مبدا اللين يا شباب، خدوا بالكم، الاجايل اللي انا اتكلمت عليها من شويه، ها، وال6 سيجما واللين 6 سيجما، اللين هي المذر مايند سيت، يعني اللين هي العقلية الأم، والأجايل انبثقت منها. أنت معايا؟ يعني الأجايل دي كده قالت لك إيه؟ أيوه أنا جاية من اللين بس لن أعيش في جلباب أبي. فروحوا عاملين إيه؟ حاجة اسمها سكرام فريم ورك، وحاجة اسمها الإكس بي. فأنا عايز أقول لك إن العقلية الأساسية اللي جاية منها الأجايل هي اللين. اللين بشكل عام قايمة على إنها تقلل الويست، الهدر. اللي بيحصل في المشاريع زي ما قلت لك، هدر في الموارد، هدر في التكاليف، هدر في الريسورسز. اللين قايمه على الهدر في المشاريع. فاللين هي المذر مايند سيت اللي انبثقت منها مشاريع الاجايل. دلوقتي قطر شغاله معظم شغلها باللين، كونستراكشن شغاله باللين او مبدا اللين، وكل مشاريع الانفرا ستراكشر بتاعتها قايمه على مبدا اللين. السكس سيجما اللي حضرتك بتقول عليها هي دي التحسينات اللي انا قلت لك، ما انا قلت لك لما بنيجي نعمل تحسينات على الجوده، اجيب القلم تاني معلش، قلت لك لما بنيجي نعمل تحسينات على الجوده دي، قلت لك جماعه الكواليتي اشورنس دول لو عدى منهم خطا بسيط راح لجماعه الكيو سي، الخطا البسيط ده لازم اعمل حاجه اسمها بروسيس اناليسيز، لازم احلل العمليه اللي اشتغلوا عليها دي عشان اشوف الخطا البسيط ده طلع منين، امال التحسين بيجي منين؟ فجماعه فالتحسين دول بيشتغلوا عليه بقى، يا اما جماعه السكس سيجما اللي هم بياخدوا الديليفرابلز او المنتجات اللي خارجه من هنا ويوصلوها لدرجه الكمال ويشوفوا الخطا ده جاي منين، وجماعه اللين 6 سيجما ان لو العمليه دي فيها هدر في الموارد، لا اللين 6 سيجما بتشتغل على انها تقلل الهدر في الموارد. فناس بتشتغل على انها توصل لك، اللي هم السكس سيجما عايزين يوصلوا المنتج ل 99.999 يعني لدرجه الاكتمال، وجماعه اللين 6 سيجما دول شغالين على الاكتمال، واللين 6 سيجما عمالين يقللوا لي الهدر اللي بيحصل في المشاريع. فانت بتطلع بمنتج عالي وكمان مفيش هدر، فبتعمل احسن شغل باحسن مواصفات باقل التكاليف. كويس يا مهندس معتز محمود ان انت نشرت الروابط على الشات يا شباب اللي حابب ينسخها، وتتابعوني على صفحتي وانا تحت امركم. ايه الفرق بين السيكوردر والاتش جي؟ طب وضح لي ايه الاتش جي دي؟ بص يا شباب، خلينا يعني انا هجاوبك ممكن اوصل للي في دماغك، وانت تقدر تقول يمكن الاتش دي جي دي انا يعني انت مش معبر عنها كويس. بشكل عام انا شرحت لكم المعنيين، مين هم الستيك هولدرز؟ اللي هم المعنيين بالمشروع، اللي قلت لك اي فرد او مجموعه او جهه تؤثر او تتاثر سلبا او ايجابا، او يرى انه قد يتاثر سلبا او ايجابا بالمشروع. كده انا بعرف لك اي واحد له علاقه بالمشروع. لكن انا ممكن اصنفهم بقى لحاجه اسمها انترنال ستيك هولدر واكسترنال ستيك هولدر. انترنال ستيك هولدر دول الخاصين اللي بيشتغلوا معاك في نفس الشركه او المنظمه، اللي كل ما هو تحت مدير المشروع واللي فوق مدير المشروع، بنسميهم ايه بقى؟ انترنال ستيك هولدر، معنيين داخليين داخل الشركه بتاعتك. الاكسترنال اللي هم المعنيين الخارجيين اللي انت بتتعامل معاهم، المالك والاستشاري والعميل والبلديه والدفاع المدني والى اخره. في بقى نوع تاني اسمه كي ستيك هولدرز، مش عارف ده اللي انت تقصده ولا لا. كي ستيك هولدرز اللي هم المعنيين الرئيسيين، ممكن يكونوا ميكس كده ما بين الداخليين والخارجيين، يعني مدير المشروع معني رئيسي ولا مش معني رئيسي؟ كي ستيك هولدرز. المالك كي ستيك هولدر معني رئيسي، السبونسر من اهم المعنيين الرئيسيين، اللي هم بمعنى اصح بايديهم صنع قرار، دول بنسميهم كي ستيك هولدر. كلهم على بعض كده الثلاثه سواء انترنالي او اكسترنالي او كي ستيك هولدر، كلهم على بعض بنسميهم ستيك هولدرز او المعنيين بالمشروع او اسمهم اصحاب المصلحه بالمشروع. تمام كده؟ تمام.
السؤال ازاي في الاتصال او في التواصل اني اوصل المعلومه لكل المعنيين وفي نفس الوقت للمعني المختص بالمعلومه. ما انا قلت لحضرتك بقى جوه شابتر التواصل بنحط خطه اسمها خطه اداره التواصل. عندي قائمه باسماء المعنيين كلهم، اسم المعني اللي اسمه مصطفى مجاور، وسيله التواصل معاه ايه؟ ايه المتطلبات الاساسيه بتاعته؟ تمام كده؟ ايه المعلومات اللي المفروض هو يطلع عليها؟ وده سيناريو سؤال في الاختبار، يجي يقول لك المعني اللي اسمه مصطفى زعلان ان التقارير ما بتوصلوش. خد بالك بقى. انت المفروض ترجع ليه كمدير مشروع ويجيب لك اربع اختيارات، خطه اداره المعنيين، خد بالك بقى، ولا خطه اداره التواصل؟ يعني خطه اداره الستيك هولدر ولا خطه اداره التواصل؟ الناس اللي بتذاكر، في ناس منكم بتذاكر وعايزه تخش الاختبار، بتتلخبط ما بين خطه المعنيين وخطه التواصل. خطه اداره التواصل انا بتكلم عن تقارير وريبورت وتبادل معلومات وانفورميشن وريبورتس، دي خطه اداره التواصل. فاذا سيناريو السؤال بيعبر عن حاجه ليها علاقه بالتواصل او الريبورتات او المعلومات اللي بتتبادل بين الاطراف، معناها في الاجابه في الاربع اختيارات لازم ارجع لخطه اداره التواصل، لان بيقول لي زعلان ان المعلومه او ان التقرير ما بيوصلوش. اذا في مشكله في خطه اداره التواصل. تمام؟ حلو جدا. ده انا برجع لخطه اداره التواصل ليه في الاول؟ عشان اشوف اصلا الراجل المعني اللي زعلان ان التقرير ما بتوصلوش هو اصلا من حقه يطلع على التقرير ده ولا لا. كل ده موجود في خطه اداره التواصل، هي اللي بتقول لي مين يطلع على ايه. تمام كده؟ انما لما يجي لي سيناريو السؤال ويقول لي المعني الفلاني عنده باور وعنده سلطه وعنده صلاحيه، اذا هو بيتكلم عن معنيين واشخاصهم وحاجه في شخصياتهم، يبقى المفروض ارجع لخطه اداره المعنيين. يبقى لو سيناريو السؤال بيكلمني عن المعني بعينه او الباور بتاعه او الاثوريتي او حاجه في شخصيته، المفروض ترجع لايه؟ ارجع لخطه اداره المعنيين. لكن لو المعني ده زعلان ان التقرير او المعلومه ما بتوصلوش، المفروض ارجع لايه؟ ارجع لخطه اداره التواصل. في سؤال يا دكتور بيقول هل يمكن باختصار عرض ما اضافه لين عمليا لنجاح المشروع باستخدام البي ام بي ميثودولوجي؟ ثواني اقرا، هو في الاخر؟ في الاخر خالص، اللي قبل السؤال اللي قبل الاخير. هل يمكن باختصار عرض يعني ما اضافه لين عمليا لنجاح المشروع؟ يعني الموضوع ممكن هياخد وقت، بس انا زي ما قلت لك مبدا اللين يعني عندهم حاجه اسمها 7 ويست او السبع حاجات اللي بيقاومها اللين او من هنا جت فكر اللين، يعني هياخد وقت شويه، فممكن نخليها محاضره تانية لو اني انا مش متخصص في اللين قوي، لكن المعلومات البسيطه اللي انت عايزها ممكن اقولها لك، بس ممكن نخليها في محاضره تانية. اتمنى شرح انواع العقود باستفاضه، ممكن نبقى نخصص محاضره نتكلم فيها على الثلاث انواع باستفاضه، لان العقد المقطوعيه اللام صم اللي احنا اتكلمنا عليه الفيكسد برايز في منه ثلاث انواع، في حاجه اسمها فيكسد برايز فيكسد في، يعني عقد مقطوعيه ثابت هاخد الشغلانه دي ب 10,000 او بمليون خلاص روح الله يسهل عليه، وفي حاجه اسمها فيكسد برايز انسنتيف في، يعني ايوه انا متفق معاك ان الشغلانه دي بمليون، هتاخد المليون وهدي لك كمان عليها قيمه تحفيزيه لو حققت لي معايير معينه، وفي حاجه اسمها فيكسد برايز يعني عقد ثابت مع الايكونوميك ادجستمنت مع تعديل السعر الاقتصادي. والناس اللي بتفهم في العقود قوي او الاذكياء المفروض يحط بند في العقد، وخصوصا لو المشروع بتاعه طويل عشان يأمن نفسه. المشروع بتاعي ده لو طول، البلد اللي انا بعمل فيها المشروع دي مستقره سياسيا واقتصاديا ولا بتقوم فيها ثورات زي ثورات الربيع العربي؟ زي عندنا في مصر كانت في ناس واخده مشاريع طن الحديد ب 6,000، بعد الثوره كان بقى 13.5، هيجيب منين؟ بيته اتخرب. في بند بقى في العقود اللي هو النوع ده من العقد ادجستمنت تعديل السعر الاقتصادي، انه يقول انا ملتزم بالعقد وبالبنود والاسعار ما لم يحدث هناك تضخم في الاسعار او تغير في الاقتصاد او الى اخره. الحاجه اللي هيحصل فيها تضخم في الاسعار حط بند في العقد ان انا من حقي اغير البند ده بس اللي حصل فيه تغير. فالعقود فيها انواع كتيره، ممكن نبقى نعمل محاضره برضو نشرح لي انواع العقود. برضو الكوست بلس او الكوست ريمبرسبل في ثلاث انواع، اسمه كوست بلس فيكسد فيه وكوست بلس انسنتيف فيه وكوست بلس اوورد فيه. تمام، جزاك الله خير على المحاضره. انا اللي بشكركم ان انتم ادوتوني الفرصه انكم تسمعوني، واتمنى ان انا يعني اكون فعلا عند حسن ظنكم. الفرق بين الاصدار السادس والسابع انا قلت لحضرتك، انا صراحه لسه ما طلعتش على السابع قوي، بس هو قايم على حاجه فيها حاجه اسمها 8 دومينز، فانا مش هقدر افيدكم فيها قوي لان لسه ما طلعتش على السابع. هو ممكن يبدا العمل بيه مع بدايه السنه الجديده، فانا عامل حسابي ان على اخر شهر كده في السنه الجديده نطلع عليه ونعمل له السلايدات بتاعته ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك، من امتع المحاضرات الحقيقه. انا بشكرك يا مهندس محمد، انا اللي بشكرك، محاضره رائعه، جزاكم الله خيرا جميعا.
السلام عليكم مهندس احمد معاك. اهلا باشمهندس احمد اتفضل. ازيك يا فندم؟ وبس في سؤال، هو دلوقتي احنا في مصر عندنا، انا مهندس بلاننج 25 سنه دلوقتي سينيور، بس حته الكارير باص دي صعبه قوي. يعني عندنا هو تخش بلاننج هتفضل بلاننج طول عمرك، فطبعا الفاسيلتيز. لا معلش 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 مهندس احمد لو تكرمت الصوت قطع شويه، معلش. انت بتقول انا 25 سنه ايه؟ 25 سنه بلاننج، يعني دلوقتي انا سينيور في شركه. يعني ممتاز ممتاز. يعني المفروض لما اجي، يعني المفروض لما اجي 25 سنه خبره في التخطيط او في البلاننج، المفروض لما اجي اتكلم على البلاننج اقف وانا بكلمك. انا اللي المفروض اقف وانا بكلمك لان انت خبره كبيره. يعني يا فندم جزاك الله خير. بس وكان شركه كبيره في مصر، دلوقتي برضه مستقر في احد الشركات الكبيره في مصر، ثالث شركه يعني. فبس انا بقى بحكم خبرتي في ليا، ممكن ايه بقى ان انا انقل بقى يعني كارير باص، ابقى مدير مشروع، كوردينيتور، حاجه كده. فللاسف في مصر دي الفاسيلتيز حاجه زي كده مش موجوده. يعني هو انت ايه ما دام ماسك كارير بلاننج هتفضل في كارير بلاننج. فدي ما عشان بقى معلش تمام، عشان حضرتك معلش لازم تشتغل على نفسك واخد مهاره الاداره. انت بعد 25 سنه انت منتظر تروح تشتغل في شركه واحد يقول لك تعالى ودي وجيب واعمل لي؟ خلاص بقى انت تتجه للبروجكت مانجمنت. هتتجه للبروجكت مانجمنت ازاي؟ بالبي ام بي، بالنولج. ببدا اخد اوريدي بفضل الله. انا يعني انا مذاكر كذا اديشن، بس طبعا ظروف الشغل بتوقفني يعني. بس انا دلوقتي اوريدي يعني المفروض بحضر الامتحان التي ام بي. يبقى اذا نقدر نعمل شيفت كارير. انا بعد 25 سنه مش هشتغل سينيور، انا بعد كده هيتعرض عليا بوزيشن زي اكون مانجر. هروح بقى ادير ازاي وانا ما عنديش السكيلز المطلوبه؟ هدير ازاي وانا ما عنديش نولج اداره مشروعات؟ هدير ازاي؟ اتفضل. انا في نولج وفي فضل الله بحضر اجتماعات ومع لا انا ما بقصدش، انا ما بقصدش حضرتك شخصيا يعني. انا بتكلم انا بتكلم كبروجكت مانجمنت. لا لازم نطلع انت عندك نولج. بس لما اتكلمنا النهارده عن البي ام بي، انت اكيد لاحظت الحاجات اللي ناقصاك، اكيد لاحظت المهارات اللي ناقصاك. فالمفروض ان انا الفتره الجايه هبدا اشتغل على نفسي، اشوف بقى بي ام بي، اشوف هاخد كورسات مع مين، او هتعمق فيها ازاي، او هذاكر سيلف ستادي. انا طبعا مش بلمح ان حد ياخد كورسات، انا اكبر من كده بكتير يعني. هذاكر سيلف ستادي او الى اخره. هبدا اشتغل على نفسي عشان انا الفتره اللي جايه لا انا عيب قوي بعد 25 سنه اروح اشتغل في شركه ليه انا اكون وسيله للاخرين ان هم يحققوا اهدافهم. انا بعد كده عايز افتح بيزنس خاص بيا انا لحد امتى هفضل اشتغل عند الناس؟ صح ولا ايه؟ لا انا مش الكارير ده خلاص، انا كده هتجه للبروجكت مانجمنت، وافهم يعني ايه اداره، وافهم يعني ايه انتجريشن، عشان يتعرض عليا بقى بوزيشنز للمانجر. عايز امسك مدير شركه، مدير فرع، والى اخره. اتعامل ازاي مع الافضل؟ افتح بيزنس خاص بيا انا حتى لو بقاله صغيره. ادينا ضربت مثال بالبقاله الصغيره. المفروض تعمل ايه حضرتك عشان تنجح بفتح السوبر ماركت الصغير ده؟ كلام حضرتك صح، كلام حضرتك صح. بس هنا في مصر صعب. لو هنتكلم معلش بقى في انجينيرنج وهندسه، يعني حته التحويل دي حتى لو انت واخد سمعه شركتك مش هيرضى يديك الاوبشن ده يعني للاسف. يعني انت بتتكلم على شركتك انت بس وعن تجربتك الشخصيه انت بس. انا اعمل ايه؟ فمعلش الكلام بتاع حضرتك انا اسف مش في محله. انا اشتغل على نفسي ويكون عندي المهارات والمقومات وهتلاقي الفرص كتيره تجيلي. انا السياسات بتاعت الشركه بتاعتي مش كويسه، فلو لقاني عمال اخد شهادات واعلى عن المدير مش هيديني الفرصه. اروح بعيد عن الشركه دي، هيتعرض عليا شركات تانية، في شركات احترافيه في الاداره. فانت على حسب امكانياتك دلوقتي بيتعرض عليك، لكن بكره وبعد انا بشتغل على نفسي. ما جاتليش فرصه في مصر زي ما انت بتقول صعب، هتجيلي فرصه بره. هفتح بيزنس، شركه هتستعين بيا، انت عندك فكره اداره مشروعات عالي او ازاي ندير مشروعات او الى اخره. صدقني لكل مجتهد نصيب. جزاك الله خير، كلام حضرتك صح، كلام حضرتك صح. لكن انا ما ينفعش اكون انا مفتقد لحاجات معينه واقول لا اصل الشركه ما تشجعش. شركه واحده اللي ما تشجعش، لكن كتير من الشركات هتدور. هتقولي طب ما في ناس واخد، وده وارد وبيحصل، في ناس واخده البي ام بي ومش عارفه تشتغل. ممكن يكون التقصير منه هو لانه بيروح يدور في الحاجات اللي ما تعرفش حاجه عن البي ام بي. يدور ويجتهد. ممكن يدور في حاجات تعرف عن البي ام بي بس مكتفيه. فهي طبعا ارزاق. بس انا ايه ما ينفعش اقعد بقى اقول ما هي ارزاق، ولو ربنا كاتب لي يعني ارمي نفسي قدام القطر واقول لو ربنا كاتب لي اموت هموت. يبقى ناخد بالاسباب لو تسمح لي يا مهندس. يبقى ناخد بالاسباب واشتغل على نفسي واخلي عندي الشهادات المطلوبه والمقامات المطلوبه والعلم المطلوب. انت 25 سنه خبره كبيره جدا، ما تستقلش بكده. انت معايا؟ لا يبقى انا ابدا بقى اتجه للبروجكت مانجمنت عشان انا لا يعني ابدا اغير الكارير بقى شويه. بكره وبعده عايزين مدير للتخطيط، عايزين مدير للتخطيط.
المهندس احمد مقدم في الشغلانه دي، واحد تاني مقدم بس التاني معاه بي ام بي ومعاه كذا ومعاه كذا، لا هيختاروا طبعا الراجل اللي معاه الشهادات، صح ولا ايه؟ فحرام، حرام قوي ان انت عندك خبره ما يستقلش بيها وما تكونش معاك الشهادات دي او تتعمق في العلم بتاع البروجكت مانجمنت. هو البيز موجوده بس ما غيرش هتنزلش عليك برضه البيز عليش. موجوده انا والكسل حق. والكسل شويه موجود وده يعني انت تواصل بالله ونعبه بالله. طب انا هقول لك على حاجه انا معظم الشهادات دي خدتها في الاربع سنين اللي فاتوا، يعني معايا اكتر من 7-8 شهادات عالميه، معظم شهادات الدي ام اي المعهد الامريكي معايا، وخدتهم في اخر 3-4 سنين، رغم ان انا متجوز وعندي اربع، رغم ان انا متجوز والحمد لله خلفيتي كلها بنات، عندي اربع بنات، وعشان تبقى انت متجوز وعندك 20 ولا 21 سنه خبره ومع ذلك كنت بذاكر وانتقي الوقت اللي يناموا فيه واقعد اذاكر بالليل عشان انا عندي هدف، حط هدف يا مهندس احمد هتوصل. وصدقني لما خدت البي ام بي كل شويه لا الشهاده دي مهمه فاقعد اذاكر عشان اخد الشهاده دي، الشهاده دي لا مهمه، فانت يعني اكتسبت معظم العلم بتاع البروجكت مانجمنت، فمعلش اشتغل على نفسك شويه لو في هدف. ماشي يا دكتور، ماشي يا فندم، التوفيق. ورقمي موجود قدامكم على الشاشه اللي حابب يتواصل معايا انا تحت امركم. جزاك الله. في سؤال تاني، جيت انزل ال 7 اديشن بيقول لي باسورد، باسورد ايه؟ انا مشترك في البي ام اي والعضويه ساريه؟ ساري اصلا اخر السنه. حلو. الباسورد ده اللي هو طالبه اللي انت بتدخل بيه على الاكونت بتاعك. طيب ماشي اوكي، ماشي اوكي. انا نزلته يعني 7 اديشن عندي، بس طبعا انا مش برضه انشره لانه مكتوب عليه اسمي، فالبي ام اي لا لا انا معايا، انا مشترك في البي ام اي ومن اخر السنه اللي فاتت وشغال لسه، فاضل لي 165 يوم فحاولت انزلها، ونزل من كام يوم حاولت انزله قال لي الباسورد، فما اعرفش الباس كود دي ايه، فلا ما لو باسورد انا بدخله عضو. ماشي يا مدير. انت عندك فرصه كويسه ان اللي خد الشهاده زي المهندس احمد اللي كان معايا ده، قبل شهر 12 كان نظام الاختبار انه بيجيب لك سيناريو واربع اختيارات، فتختار اجابه واحده هي الصح. فلو السؤال انت اخترته غلط السؤال كله بيتحسب غلط، لكن دلوقتي بعد التعديلات هو زود من فرصه نجاحك في الاختبار. ليه؟ لان معظم الاختيارات بقت يجيب لك سؤال وعليه خمس اختيارات ويقول لك طلع اثنين او ثلاثه، طلع اثنين او ثلاثه صح، فلو انت طلعت اثنين والثالثه غلط يبقى هتاخد جزء من درجه السؤال. لا جايب لك اضرب مني، بس انا قالوا لي لا لو كتبت بعض غلط السؤال بيطير. لا 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 الكلام ده مش صحيح، اسمع مني. هو قال لك جايب لك لا 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 جايب لك توصيل بي ام اي اسلوب محدش يعرفه. لا لا هم عندهم وزن نسبي لكل سؤال. بمعنى ايه يعني لو الامتحان مثلا 200 سؤال انت ممكن تكون جايب 110، يعني حال ال 110 سؤال وساقط، وممكن تكون مجاوب 90 وناجح. ما حدش بيفهم الكلام ده، خلي بالك، بناء على صعوبه الاختبار. يعني مش حابب ان انا اضيع وقت فيه، اللي بيخش جد في الكورس بيبدا يفهم الحاجات دي. طب انا حضرتك بقى معلش لا يعني استفاد من خبره حضرتك، انا مذاكر البيبول وبالتالي ذاكرت الاجايل، فاضل لي بس البروسيس اللي عندي فكره اصلا عنها اللي انا اصلا اوريدي خدت فيها كورسات قبل كده، فالبروسيس خلاص انا كده لو يعني ان شاء الله شديت فيها ممكن تاخد فتره صغيره، يعتبر كده الموضوع قرب صح؟ لا لان يعني انت محتاج حد يرتب لك بس طريقه المذاكره وتذاكر مع حد كده يعني عامل كورس بشكل مرتب، عشان انت كده بتذاكر حته من هنا وحته من هنا، فالدنيا مش 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 لميمها معاك شويه. الله مستعان. انا تحت امرك في اي وقت وسبورت ودعم ليك يا مهندس احمد، لو عندك جديد انت تشتغل على نفسك. حبيبي يا دكتور، جزاك الله خير يا فندم، فرصه كبيره جدا ربنا حضرتك يا فندم، جزاك الله خير. الله يكرمك. حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ المخاطر حاله من اليقين، احنا قلنا طبعا ان تعريف الريسك هو عباره عن حدث ممكن يحصل في المستقبل وممكن ما يحصلش، فالريسك قايم على حاجه اسمها البروبابيلتي والامباكت. احتماليه حدوث المخاطره دي كام؟ 20% 30%، فمعناها بنتكلم عن احتماليه. نسيت اعرفكم يا شباب ايه الفرق بين الريسك والايشو؟ يعني ايه الفرق بين المخاطره والاشكاليه او المشكله؟ نركز بقى مع بعض عشان هنبدا بعد كده نحط المسميات في مكانها الصحيح. احنا لسه قلنا من شويه ان الريسك هو حدث في الفيوتشر ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، دي بسميها مخاطره. انما الايشو او المشكله لا، دي حاجه وقعت بالفعل، انت بتتعامل مع حاجه حصلت في الماضي، حاجه حصلت بالفعل، لو حاجه حصلت اقول عليها اشكاليه، لو لسه ما حصلتش نقول عليها مخاطره. يبقى وانا بتكلم مع صاحبي او مديري لما الاقي المدير كده بيجي يتكلم معايا يقول لي خد بالك يا مهندس احمد احنا عندنا مشكله ممكن تحصل، اقول له لا استوب عندك ما نسميهاش مشكله،
طالما قلنا ممكن تحصل ما تقولش عليها مشكلة، قول عليها مخاطرة. إنما لو حصلت أقول عليها مشكلة. ده الفرق بين الإيش والريسك. المتطلبات المعنية تتطلب كفاءة فنية لكي طبعا هو ده جزء من المهارات اللي عندك أنت كمدير المشروع. الديليجيشن دي يا شباب مهارة مهمة جدا. الديليجيشن اللي هي التفويض. كتير مننا كمدراء مشروعات بتلاقي شايل الهم وضغطه عالي وسكره عالي لأنه مش عارف ينزل مع على كتافه، لأنه مش عارف يعمل ديليجيت أو ديليجيشن أو تفويض للأعمال للناس اللي تحت منه. مهارة تفويض الأعمال للناس اللي أنا بختارها هتروح تجمع المتطلبات من المالك. إذا ما كانش المالك أنا هروح له كمدير أو النائب بتاعي لأن في معلومات على درجة عالية من الحساسية بيني وبين المالك مثلا، هبعت له مين يعني؟ هبعت واحد للدفاع المدني؟ ينفع أبعت واحد أبكم ما بيعرفش يتكلم؟ ينفع ابعت واحد يجمع متطلبات من الناس ويتورط في بنود وهو مش فاهم يعني ايه العقود او بند العقد كويس او السكوب كويس؟ لازم اكون عارف انا كمدير انا ببعت مين لمين، بوظف مين لايه. فطبعا المتطلبات لما اجي اجمعها من الناس، الفريق المسؤول عن تجميع المتطلبات لازم يكون فاهم كويس ويعرف ينقح ويفلتر ويصنف المتطلبات زي ما احنا قلنا، متطلبات صريحه ومتطلبات ضمنيه، والاكسبكتيشن سيلينج او سقف توقعات المالك او العميل انا بوصل له ازاي، او المعنيين انا بوصل لهم ازاي عن طريق الموكب او المجسم او البروتوتايب اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام يا شباب؟ فمهاره الديليجيت دي او الديليجيشن مهمه جدا للمدير. كان في كتاب انا قريته كده مش عارف هعرف اجيبه تاني ولا لا، اسمه المدير المشغول لتفويض الاعمال، لو لقيته هبعته لكم ان شاء الله تاني برضو على الجروب. ايا كان يعني مش انت مش لازم تقرا الكتاب، بس يكون عندك مهاره الديليجيت التفويض الاعمال. انا هكلف النائب بتاعي بكذا، انت عارف امكانياته تسمح بكذا ولا لا. فالحاجات اللي انت تكلفها للناس لازم تكون عارف امكانياتها ايه كويس، وده ممكن ما يكونش واضح ليك انت كمدير المشروع في بدايه المشروع، لانك ممكن تكون مش عارف امكانيات التيم بتاعك او الناس الرئيسيين اللي حواليك. ده بيبان بقى بعد شهر اتنين لما تشوف انتاجيتهم، لما تشوف مخرجاتهم، لما تشوف فكرهم، لما تشوف الاجتماعات معاهم كل واحد. وده جزء من الانتجريشن. لما باجي اعمل الاجتماع، تعالى مدير الكهرباء اتكلم ايه اللي حصل عندك في الشهر اللي فات او في الاسبوع اللي فات. من خلال كلامه انا بقدر اعرف الراجل ده اهل للاداره ولا لا. ما ده جزء من المهاره اللي عندي، صح؟ لازم يكون عندي ذكاء عاطفي، لازم يكون عندي ايموشنال انتليجنس، ذكاء عاطفي ان انا افهم الناس دي عايزه تقول ايه واتوقع هي بتقول ايه، وافهم مشاعري كويس ان انا اتحكم في مشاعري قدامهم. مش اي واحد يقول كلمه انا فاهمها غلط اروح متعصب ومشاعري كده تظهر قدام الناس بشكل مش كويس. لازم يكون عندك ايموشنال انتليجنس. الراجل ده هو بيتكلم، لا الراجل ده بيعرف يدير، الراجل ده يسيطر على فريقه كويس، الراجل ده مش داري عن حاجه، ده هو قبل ما يجي الاجتماع كده الراجل المساعد بتاعه قال له كلمتين قولهم في الاجتماع واخلص. مش ده بيحصل يا شباب عندنا؟ فلازم تكون انت عندك المهارات دي كويس. تمام يا شباب، انا تقريبا قريت الشات كله. اي حد عنده سؤال المايك مفتوح، او المايك معاك يا مهندس محمود لو حابب تنهي المحاضره ولا حاجه. كده تمام يا دكتور، كده جميع الاسئله انتهت. وطبعا يعني احنا لا نمل من المحاضره مع حضرتك طبعا، بس تواضعنا مع حضرتك جامد يعني تقريبا. لا لا تحت امرك، طول ما انتم مبسوطين انا مبسوط الحمد لله. بارك الله في حضرتك وزادك الله من علمه. كده احنا ممكن نعتبر ان المحاضره انتهت. تمام، اتفضل يا باشمهندس. شكرا يا شباب، وشاكر افضلكم، وانا كنت سعيد بيكم ومعاكم النهارده. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.